مساء الخير، مساء الخير على كل جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير، والنهاردة حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة الويك أند. النهاردة مع حضراتكم من 10 لـ1، إن شاء الله تستمتعوا بكل فقراتنا. والنهاردة طبعا معانا مفاجأة يمكن أعلننا عنها من شوية، بس هنقول لكم عليها بالتفصيل أكيد بعد ما رحب بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. أهلا بيك يا سهام، مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. دايما كنا بنقول، ودايما كنت أنا بقول، إن النادي الأهلي في حتة تانية، النادي الأهلي في حتة تانية، على مستوى الإدارة، على مستوى المسؤولين، على مستوى اللاعبين، على مستوى الجماهير كمان. النادي الأهلي يمكن كلنا كنا بنتكلم خلال الأسابيع اللي فاتت، حملة التشويش وحملة مغرضة بشكل كبير جدا على النادي الأهلي بشكل عام، لكن دايما كنت بقول وبأكد ان النادي الأهلي في حتة تانية. النادي الأهلي دايما بيبص لقدام، دايما النادي الأهلي بيقفل على نفسه بشكل كويس جدا، ودايما نادي البطولات والكيان متعودين ده على النادي الأهلي. وتأكيدا لكلامي دوت، مش بس المسؤولين في النادي الأهلي، الإداريين، الجماهير، لا، كمان واحد من اللاعبين اللي يمكن أثيرت حواليه ضجة كبيرة جدا خلال الأيام اللي فاتت، كهربا، بيأكد الكلام اللي احنا بنقوله، بنأكد ان النادي الأهلي في حتة تانية. النادي الأهلي دائما وأبدا رغم كل الصعوبات، رغم كل المشاكل المثارة حواليه، لكن بيثبت يوم بعد يوم انه النادي الأهلي في حتة تانية، وده من خلال فيديو ام بي كهربا. تعالوا نشوف الفيديو ده، كهربا قال ايه، ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابب اعتذر لزمايلي واخواتي والفريق كله، اعتذر للشناوي اخويا الكبير والجهاز الفني من اصغر واحد لاكبر واحد، وانا متقبل العقوبه، انا ابن من ابناء النادي وتحت امرهم في اي وقت، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الفريق باذن الله الماتش الجاي، وان شاء الله كده باذن الله نقدر نفرح الجمهور بالدوري وافريقيا باذن الله. اهم حاجه ان شاء الله افريقيا باذن الله، نفرح بها الجمهور كله باذن الله. انا واحد من الجمهور، ان شاء الله باذن الله نقدر نفرح. طبعا اللي حصل ده، وده اولا كلام مهم جدا، ان انت تعتذر، بس مش بس في الغرف المغلقه او من اللي بدر منك مع زميل ليك. انت النهارده في الفيديو ده بتثبت ان انت صحيح اخطات. احنا امبارح اكدنا على الكلام ده، قلنا كابتن كهربا اخطا، كابتن كهربا تعرض لدفع غرامه واعتذر، ودي حاجة أفتكر إن هي من شيم الكبار، دي حاجة ما تقللش من بني آدم لما يغلط يعتذر، دي من شيم الناس الكبيرة، إن أنت لما تغلط تقول أنا غلطت. فده اللي احنا تعودنا عليه، وده اللي احنا يمكن بنأكده كل يوم، إنه مبادئ النادي الأهلي في الآخر هي اللي بتسود، ودي رسالة للكل. زي ما أنت قلت كابتن هاني، إنه الأهلي في حتة تانية ومعروف، ومش أي كلمة رايحة وأي كلمة جاية ممكن تأثر عليه، إحنا كبار قوي. والحقيقة برضو عايزة أوجه كلامي للجمهور كابتن هاني، الناس اللي ساعات أنت كمان أكيد بتلاقي دفت يعني في تعليقات كتير قوي، يقول لك إيه، اطلعوا ردوا على فلان الفلاني، اطلعوا ما بتتكلموش ليه. إحنا مش هنرد على كل صغيرة، إحنا بنرد على الكبير بس، بنرد على اللي زينا بس، اللي في حتتنا بس، واحنا الحمد لله رقم واحد، مش اي حد بنرد عليه، ومش اي حاجه رايحه حاجه جايه. النهارده ديانج وصل، النهارده بكره ديانج بيشارك في المباراه المهمه مع صحيح مع وادي دجله، فالنهارده احنا بنرد بالافعال. فدي حاجه مهمه جدا، حاجة كبيرة جدا من نجم زي كهربا. فاكر لما كان معانا وقال أنا اتغيرت على المستوى الشخصي لما جيت الأهلي، هو اتغير لما رجعت الأهلي، لما دخل النادي الأهلي. خلينا نتكلم، هو ابن من أبناء النادي الأهلي، وإن النادي الأهلي أعتقد من الشيء الإيجابي جدا إنه كمان يعلن إن كان في مشكلة. كمان زمان كان بيقول لك النادي الأهلي في مشاكل وبتدارى، خلاص الموضوع ما بقاش فيه حتة إنه يدار، لا، في صراحة واضحة جدا جدا. وأنا بعتبر إن النقطة الإيجابية الأولى إن النادي الأهلي أعلن في مشكلة، لا، عندنا مشكلة، المشكلة ديت كذا كذا، في عقاب، العقاب كبير على قدر قيمة النادي الأهلي. صحيح. لأن النادي الأهلي قيمة كبيرة، وبالتالي لازم العقوبة تكون كبيرة. كمان على مستوى اللاعبين زي ما قلت، يعني النادي الأهلي في حتة تانية، إن اللاعب بنفسه بيعتذر دلوقتي مرتين، على مستوى الغرف المغلقة إنه اجتمع
مع كابتن سيد واعتذر قدام الفريق الملايين. كله وكمان رساله قدام الملايين انه كهربا بيعتذر. وانا في اعتقادي دي كمان خطوه جيده جدا جدا لكهربا. خطوه ما اعتقدش كهربا عملها قبل كده في اي حته تانية، انه كان في اخطاء. وكلنا عارفين ان كهربا من اللعيبه المميزه جدا، كان ساعات بيخرج عن الصف شويه، عن الاطار المسموح شويه. لكن اعتقد ان اعتذار كهربا علنيا وفي الغرف المغلقه، وخاصه بعد الفيديو ده، اعتقد فعلا ان احنا مصدقينك كهربا، ان انت فعلا اتغيرت، وان انت عارف قيمه المكان اللي انت موجود فيه. كهربا اتغير عن كتير جدا، عن اماكن كان موجود فيها كان بيغلط بشكل مباشر، وكانت الامور بتمر مرار الكرام. لا، هو عارف كويس قوي مفيش حاجه بتمر في النادي الاهلي مرار الكرام. انت بتحترم جدا، لعيب النادي الاهلي عارف قيمته كويس قوي، وبالتالي لما بتغلط لازم تاخد العقاب. وكمان زي ما انت قلت يا سام، انه شيء جيد جدا ان تعتذر. اعتذارك دوت اكيد مقبول من اداره النادي الاهلي، اكيد مقبول من اخواتك اللي موجودين داخل الفريق. وان شاء الله باذن الله ده اللي احنا عايزينه، ان هو نركز في الكوره، نركز في المستطيل الاخضر، نركز في البطوله ان شاء الله، بطوله الدوري، والاهم ان شاء الله البطوله الافريقيه. صحيح، وبرده عايزين نقول ونكرر تاني ان ده بيحصل. انت ياما حكيت لي ويا ما ضيوفنا حكوا لنا عن ايه اللي كان بيحصل. اكيد بيبقى فيه مشاحنات، اكيد بيبقى فيه ضغوط من نوع معين، يعني بيبقى فيه حاجات كتيره جدا. فاحنا على السوشيال ميديا عودتنا او علمت الناس، بعض الناس، ان هي ايه، ما تصبرش على حد، ما بنصبرش على حد، ما بنصبرش لحد اما الحقيقه الكامله تظهر. فده يمكن يعني واحده من الدروس المستفاده، وان شاء الله ما يحصلش حاجه تانية. ودي حاجه بقى يعني طبعًا. وبعدين هو دفع غرامه كبيره على فكره، ده ما بيحصلش في اي مكان تاني برضو. ان انت اولا ان انت تيجي امبارح بعد التمرين الرئيسي اللي كان صباحي، وبعدين ترجع تاني علشان تعتذر، وبعدين تدفع قيمة مالية كبيرة مش قليلة نظرا لارتكابك الخطأ ده، اللي دار ايا كان يعني. فده حاجة برضو ما بتحصلش، ان يحصل وان يكون ملتزم هل قد كهربا. دي برضو حاجة يعني طبعا دي مبادئ مبادئ النادي الاهلي. وزي ما بقول الاهم من كده، بس عشان نقفل كده، ده النادي الاهلي اولا بيحافظ على اولاده كويس جدا. من المنطلق ده كمان احساس اللعيب نفسه انه اخطا، ده شيء مهم جدا. واحساسه انه يطلع ويعمل الفيديو ده ويعتذر مره واثنين، ده علشان دخل في ترس النادي الاهلي. في زي ما بنقول دايما النادي الاهلي ليه اطار محدد، واطار غير يعني، مع احترامي لكل الانديه، لكن الاهلي في حته تانية، وده اللي اثبته النهارده كهربا من خلال الفيديو. خلينا كمان بقى نقفل الملف دوت ان شاء الله. ما تحصلش تاني، لا مش ان شاء الله تاني يعني. هو وارد الخلافات ديت، لكن انا بقول خلينا دايما نقفل خلاص الموضوع. صح. بالنسبه لنا اتقفل، ملف اتقفل، كهربا قبلت عقاب، اعتذر، الملف اتقفل. نبص بقى ان شاء الله للاهم، رغم ان الناس بتتكلم واصل كهربا عمل مع كابتن سيد كذا، كهربا عمل كل الكلام دوت، بيحاول برضو تاني يخرجك بره الاطار، ان النادي الاهلي مش هيخرج بره الاطار. اداره النادي الاهلي عارفه بتعمل ايه، لعيبه النادي الاهلي عارفه تعمل ايه، مركزين كويس قوي، ومحدش هيخرجنا عن تركيزنا، مركزين، عندنا بطوله الدوري، عندنا البطوله الافريقيه. فان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي ولعيبته. وتاني بقول نادي الاهلي دايما في حته تانية. طيب عايزين بس نفكر المشاهدين الاول، احنا النهارده طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان النهارده بتمر السنه الثامنه على ذكرى وفاه الراحل الجنرال كابتن محمود الجهري رحمه الله عليه. بقالنا كام يوم بنحكي عن الجنرال، النهارده بنحكي في ذكرى وفاته، في ذكرى رحيله مع كابتن من نجوم يعني مدرب حراس المرمى منتخب مصر الاسبق، واحد من اللي عاشوا قصص رائعه مع الكابتن الجهري ربنا يرحمه. كابتن النهارده فكري صالح مشرفنا، وهنحكي عن قصص وذكريات رائعه مع كابتن فكري ان شاء الله. ده هيكون في فقرتنا الاولى بعد فقرة الأخبار. الفقرة الثانية مشرفنا صخرة الدفاع في الأهلي، صخرة الدفاع ومنتخب مصر، وحوار مميز جدا مع الكابتن سعد سمير. سعد النهاردة هيشرفنا، وهو واحد طبعا من أبناء القلعة الحمراء اللي بيعشق الكيان، وده ظهر في مواقف كتير هنعرفها بالتفصيل معاه في آخر فقرة من فقرات البيت الكبير. ده صحيح كابتن فكري صالح. طبعا كابتن فكري صالح، لو كنا بنتكلم على الكابتن محمود الجوهري جنرال الكرة المصرية، كمان بنتكلم الكابتن فكري جنرال كباتن أو مدربي حراس المرمى،
الراجل عاش مع الكابتن جوهري زي ما بيقولوا كده مشوار الكفاح ومشوار النجاح. احنا سعداء جدا جدا انه يكون موجود النهارده معانا، هنتناقش في حاجات كتير جدا طبعا خاصه برحيل الكابتن محمود الجوهري، وكمان واحد من ولادنا، واحد من ولادي انا على المستوى الشخصي سعد سمير من اللعيبه المميزه اللي دايما الناس بتفتكره بشكل مرح، لكن كمان على المستوى الجديه، على مستوى اللعب، على مستوى الانجازات عنده الكثير ان شاء الله. احنا النهارده هنستمتع يعني ان شاء الله هيبقى حوار طويل معاه باذن الله وفنان ان شاء الله. تعالوا نخش بقى في اخبارنا النهارده، حلقتنا النهارده الاخبار سريعه شويه عشان نستقبل ضيوفنا. ندخل في الاخبار النهارده، الخبر الاول بيقول طبعا ان اكيد النادي الاهلي مقبل على مباراه بكره مهمه جدا جدا في الدوري امام وادي دجله، وزي ما قلت وادي دجله من الفرق المميزه جدا، ده طبعا في الاسبوع ال 24 من الدوري. طبعا فايلر المدير الفني للنادي الاهلي طبعا مهتم جدا بالمباراه، واعلن دلوقتي القائمه لمباراه بكره. طبعا احنا عارفين ان خلاص اللعيبه كلها دي في معسكر مغرق من النهارده بعد التمرين. طبعا القائمه بتضم طبعا محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، اليو ديانج، زي ما احنا قلنا اليو ديانج ما بين قوسين كده عشان الناس اللي كانت بتتكلم، وبادجي طبعا، ومحمد مجدي قفشه، واحمد الشيخ، محمود وحيد، واحمد فتحي، جونيور اجايي، جيلاردو، ومحمد هاني، وثلاث لعيبه محمد شكري، عربي بدر، ومحمد فخري، دول من اللعيبه اللي تحت السن. طبعا يعني قائمة محترمة، ودايما بقول دايما موجود تاني ثلاث لعيبة من قطاع الناشئين. العربي بدر لعب اخر خمس دقائق في المباراة اللي فاتت، لكن ان شاء الله يكون المباراة اللي جاية نشوف كمان اكتر من لعيب في الفريق الاول. نروح طيب. بقى من كرة القدم نروح لكرة القدم طيب. بس عايزين برضو نفكر الناس زي ما انت قلت، يعني بين قوسين اليو ديانج خلاص وصل مصر وهيلعب اساسي، ودي برضو يعني واحدة من الشائعات اللي طلعت الفترة اللي فاتت صحيح. واستغلت الوضع اللي الأهلي فيه اليومين دول، ودنيا ارتبكت بشكل كبير قوي، وقال لك راح ومش جاي والجو ده. النهاردة اليو ديانج وصل وبيشارك أساسي بكرة في المباراة المهمة مع وادي دجلة. نروح للطايرة. الطايرة النهاردة تعاقد يمكن مع يعني النادي الأهلي تعاقد مع البرازيلية ناتاليا فرنانديز لتنضم لصفوف الفريق الأول للسيدات الكرة الطائرة بالنادي. رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي قال انه اللاعبة البرازيلية دي وقعت على عقود الانتقال بداية من الموسم الجديد، وان شاء الله تنتظم في التدريبات تحت قيادة حمدي الصافي المدير الفني. كمان عبد القادر قال انه التعاقد ده مع هذه اللاعبة جه بعد ما ترشحت من جانب الجهاز الفني، خاصة وانه السيرة الذاتية خاصة بيها مميزة جدا، وهتمثل إن شاء الله إضافة للفريق خلال الفترة اللي جاية. كل التوفيق طبعا. كل التوفيق طبعا، ومش بس الصفقات، بنتكلم على صفقات على مستوى كرة القدم، لا، النادي الأهلي كمان دايما بيدعم، والناس دايما تتحس التركيز على الفريق الأول لكرة القدم، ده أكيد ما فيش شك، دي وجهة النادي الأهلي، لكن كمان على المستوى اللعبات الأخرى صحيح. الجماعية والفردية، لا، في اهتمام واضح جدا. كان معانا أبطال الولاد طبعا 2002 أبطال الدوري، والنهارده كمان في الطايرة بيدعموا بكمان لاعبين محترفين، فمنظومة الحمد لله متكاملة بشكل كبير جدا، منظومة محترفة، وإن شاء الله يعني ده دايما تستمر إن شاء الله بنجاحات كتيرة. طبعا دلوقتي وصلنا طبعا لأسطورة النهاردة. أسطورتنا النهاردة هو نجم أكيد من نجوم القلعة الحمراء، حقق إنجازات رائعة مع النادي الأهلي، هو طبعا الكابتن حسين مدكور. كابتن حسين مدكور قائد الأهلي التاريخي وبطل تمصير اتحاد الكورة. تمصير اتحاد الكرة، كان كابتن حسين مدكور واحد من أبرز أفراد الجيل الذهبي للكرة المصرية في الخمسينيات طبعا والستينيات. كابتن حسين مدكور طبعا المعروف أنه هو أبدع كلاعب، وكمان أبدع جدا، وكان من المعلقين الرياضيين على المستوى الاحترافي والمستوى المميز جدا. بجانب كده طبعا لعب كابتن حسين مدكور دور كبير جدا وراء تمصير اتحاد الكرة المصري في الوقت اللي كان الأهلي أحد الأعمدة الأساسية اللي ساهمت في تأسيس اتحاد الكرة. تعالوا نشوف تقرير عن الكابتن حسين مدكور أسطورة النادي الأهلي، وبعد التقرير فاصل عشان نستقبل الجنرال الكابتن فكري صالح. اعمل يا باشا،
حسين مدكور اسم يعرفه كل عشاق القرعة الحمراء، وواحد من أبرز أفراد الجيل الذهبي للكرة المصرية في الخمسينات والستينات، وأحد مبدعي التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم، ومن الخالدين في ذاكرة الجماهير. حسين مدكور واحد من أعضاء الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وقائد الشياطين الحمر في حقبتي الخمسينات والستينات، وهو نجل محمد بيك مدكور أحد أشهر مديري الكرة في تاريخ الأهلي وعضو مجلس الإدارة السابق. لعب حسين مدكور في العصر الذهبي للكرة المصرية والنادي الأهلي إلى جوار جيل من العمالقة، ضم لاعبين مثل أحمد مكاوي وسيد الضضوي ومحمد أبو حباجة، كما كان على رأس جيل الرواد ضمن الفريق الأهلوي الحائز على أول بطولة للدوري العام ولكأس مصر في موسم 48-49 ودوري منطقة القاهرة وكأس مصر عام 42، وحصل على بطولات عديدة مع الأهلي، وكان من أبرز نجوم الكرة في النادي الأهلي قبل أن يعتزل في نهاية الستينات ويتجه إلى مجال العمل في التعليق الرياضي. بيلعب ناحية الشمال وابتدت المباراة وكورة ورا علي رمزي عليها قدام. خلال عمله بالتعليق سطر سجلا حافلا لن تنساه الجماهير، خاصة عشاق منتخب مصر، وعلق على عدد من المباريات الشهيرة من أبرزها مباراة التأهل لنهائيات كأس العالم 90 بين منتخب مصر والجزائر. لسه كرة في القلعة وكرة عالية ويتذكر الجميع الشامخ الرصين حسين مدكور حينما ترك الميكروفون في نهاية المباراة وظل يردد يا رب استرها. ثاني رب عليها وبره اوت يا ساتر يا رب استر يا رب استر. وكذلك يتذكر الجمهور المصري حسين مدكور في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية عام 86 في استاد القاهرة أمام الكاميرون، حين انبرى لركلة الجزاء لاعب المقاولون السابق علي شحاتة وسجلها، لينفجر مدكور بكلماته التي يتذكرها الجميع: يا دكتور علي الله عليك يا دكتور. أيوة يا دكتور يا دكتور علي يا دكتور علي. كما يذكر الجميع الدورة الوطنية الكبيرة لحسين مدكور بعدما كان وراء تمصير اتحاد الكرة، ووقتها كان الأهلي أحد أهم الأعمدة التي ساهمت في تأسيس اتحاد الكرة. وفي عام 2001 رحل حسين مدكور عن عالمنا تاركا رصيدا كبيرا لاعبا ومعلقا في تاريخ عشاق القلعة الحمراء وكل جماهير الكرة المصرية. اهلا بحضراتكم مره تانية. متعودين الفقره التانية بيكون موضوع حواري، موضوع او قضيه، لكن النهارده في ذكرى طبعا رحيل جنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجوهري، معانا جنرال آخر، معانا واحد يعتبر شريك النجاح والكفاح، معانا واحد يسمى شيخ المدربين لحراسة المرمى، معانا واحد يسمى صانع أبطال الثلاث خشبات، معانا قيمة كبيرة جدا جدا هو الكابتن فكري صالح. كابتن فكري صالح اهلا بيك في البيت الكبير. انا طبعا سعيد ان انا اشوفك بعد يمكن فتره طويله جدا جدا، لكن كلنا سعداء ان حضرتك موجود معانا النهارده وبتشرفنا في البيت الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد الكلام الجميل اللي حضرتك قلته بيبقى صعب ان الواحد يلاقي كلمات تعبر
عن اللي موجود جواه. شرف عظيم ليا اني اكون في قناة النادي الاهلي النهاردة، القلعة الحمراء العظيمة اللي انا بكن لها كل احترام وكل تقدير. سعيد جدا وانا بشوف قناة الاهلي بهذا التطور الجميل اللي ما انا اتفرجت عليكم حلقات كتير، وكان صعب اقعد 3 ساعات ولكن كنت بقعد، بس عرفت انا بقعد ليه، لاني ازاي اللي انا شايفه ده والقابل الجميل اللي عامل حالة من الابداع الجميلة. الله يخليك. فبقول بالتوفيق دائما، ودايما العظيم دايما هو عظيم في كل شيء. اتمنى ان شاء الله الابداع اكتر في كل شيء بالنسبه للقلعه الحمراء. نورنا كابتن، مشرفنا، مشرفنا فعلا، نورنا كابتن. ودي كابتن فكري فرصه بتبقى عظيمه، فرصه عظيمه ان انت وانت في البيت الكبير تعيش شويه مع الكبار وتتعلم منهم، وزي ما حضرتك طبعا يعني منورنا ومشرفنا واحنا بنتكلم النهارده في البيت الكبير عن الكبار، سواء اللي بيشرفونا الحقيقه او اللي احنا يعني بنتكلم عنهم او اللي رحلوا عنا، فده شيء يسعدنا جدا. وانا الحقيقه عايزه ابدا الحوار، احنا النهارده بنتكلم في الذكرى الثامنه لوفاه الجنرال الرائع كابتن محمود الجوهري. احنا بس الاول معانا تقرير هنسمعه مع حضرتك والساده المشاهدين، وبعدين نرجع نكمل الكلام. فكري صالح يعد واحدا من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ تدريب حراسة المرمى في الكرة المصرية، ولما لا فهو شيخ المدربين الذي بدأ مسيرته التدريبية وكان عمره 23 عاما فقط. وخلال تلك الفترة الطويلة مع عالم التدريب أشرف على العديد من حراس المرمى الذين تمكنوا من تسطير أسمائهم بحروف من ذهب، فهو مكتشف المواهب كما تلقبه الجماهير. فكري صالح يعتبر من أهم العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، ومن أهم من قدمتهم القوات المسلحة للرياضة المصرية. ارتبط اسمه بالراحل محمود الجهري حيث عمل معه منذ عام 86 وظل سويا حتى عام 2007. حقق معا أغلى البطولات، منها أمم إفريقيا 98 ببوركينا فاسو وبطولة العرب والوصول لكأس العالم عام 90 بإيطاليا، كما قام معا بتطوير ونهضة الكرة الأردنية لمدة 5 سنوات. من أهم محطاته تدريب منتخب مصر الأول عام 80 مع فؤاد صدقي، والمنتخب الأولمبي مع هاني مصطفى عام 82، والعمل مع مايكل سميث وسكوب وهاني رمزي والراحل الدكتور محمد علي وزكي عثمان وعلي أبو جريشة وحسن شحاتة ورود كرول وفتحي نصير. مشوار رائع مع تدريب حراسة المرمى للمنتخبات المصرية بمختلف الفئات، المنتخب الأول والأولمبي والشباب والناشئين، كما تولى مسؤولية المنتخب العسكري وتمكن من تحقيق بطولة معه، وعمل بالعديد من الأندية المصرية ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية والعربية والإفريقية. رجعنا مع حضراتكم. تاريخ كبير يا كابتن فكري بصراحة، تاريخ كبير جدا جدا، ويعني إنجازات كتيرة، وأنا كنت واحد كان ليا الشرف إن أنا أكون موجود مع حضرتك وتكون موجود معايا في الجهاز الفني. فعايز أبدأ من حضرتك من خلال التقرير، وأنت عندك بس 23 سنة بدأت مشوارك التدريبي، قول لنا البداية كانت بدري شوية على
انك تبدا مشوار طويل في تدريب حراسه المرمى. هي كانت بدايه كمان غريبه لان في حراس من اللي انا مختارهم اكبر مني. يعني اول ثلاث حراس مرمى كان الله يرحمه ثابت البطل اكبر مني بثلاث سنين، وكان وكنت اسطوحي اكبر مني بست سنين. ده اختيارات منتخب مصر كنت منتخب مصر 80 و فيعني ازاي تبقى انت في السن اقل من الاجوان اللي انت واخدهم وهم في النجوميه اكبر، وازاي تقدر تسيطر عليهم؟ صحيح. وازاي تقدر توصل المعلومه؟ فدي كلها كان تحدي بالنسبه لك. هو تحدي. انت عارف دايما اللي بتخرج من المؤسسه العسكريه بيبقى دايما عنده دايما الكلمه اللي احنا نقولها الجيش بيقول لك الصر بالظبط. هي 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 التحدي وهي الاصرار، وده المشوار اللي انا نجحت فيه مع اي حارس مرمى حتى مع اكرامي كبير وحش افريقيا. يعني الناس ما تعرفش ان اكرامي كان جاله كارتلج ولم يتم اختياره في غضروف، جاله غضروف في اوروبا واتعمل عمليه. كنت باخد اكرامي بيشتغل في من غير ما حد يعرف، كان موافق طبعا المدير الفني للمنتخب وعمل اتصال بالنادي. كنت بمرنه في نادي المقاولين العرب الصبح بخمسين كورة. خمسين كورة والله يا كابتن هاني، وعشان لازم ينزل 8 كيلو. وقعدنا كده حوالي 20 يوم وبقى يوميا طبعا بتتمرن يوميا. الصبح ده غير تمرين المنتخب. ده حاجة كده برايفت يعني لوحده على جنب. وصل في الاخر انه ما شاء الله بقى وحش افريقيا. يعني عايز اقول عصام الحضري، علي لطفي، يعني في تحدي ابو جبل، كل الاجوان اللي جت معانا، وحضرتك حضرت طبعا مجموعه كبيره يعني كلهم مميزين جدا. منتخب طبعا منتخب الشباب وابو جبل هو اللي في الصوره. صحيح. وبعدين نبدا البطوله بعلي لطفي، فكل ده حضرتك موجود كمدير فني في دجله، كنت انت شايف برضو الشغل ايه. هو التحدي لا مستحيل. ودايما يعني انا دايما اقول لاي حد لو عايز تحقق هدف مفيش مستحيل، بس لازم تسعى لهذا الهدف. ولازم يكون عندك اصرار. هو الاصرار، هو التحدي والاصرار والعزيمه هي اللي توصل للنتيجه. ولعلمك يمكن كابتن هاني، لاني انا يعني قدر من الله ان انا حضرت مع كابتن هاني وهو لاعب، وحضرت مع كابتن هاني وهو مدرب، وحضرت مع كابتن هاني وهو مدير فني. وهقول كلمه مش عشان انا قدامه، في حاجات لا كرامه لنبي في وطن. كابتن هاني واخد الستايل بتاع الجنرال العظيم محمود الجار اللي هنتكلم عنه ان شاء الله باستفاضه، وكان ماشي بخطوات لدرجه ان كابتن هاني يعني مع وادي دجله وصلنا نهائي كاس. ما حصلش ان مع نادي وادي دجله وصل لنهائي كاس. وما جاش كده في ناس تقول لك اصل كان حظ. لا 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 لا، انا فاكر لما جه يتعاقدوا مع الكابتن هاني في وادي دجله قالوا له ما تفكرش السنه دي. يعني صحيح. كابتن علي ابو جريشه ربنا يديله الصحه والصحه، وماجد سامي ويعني المجموعه كلها في وادي دجله قالوا كده للكابتن هاني، جر يعني ابني تيم عشان نيجي في الاخر لا من اول ما بدانا، لان في الاصرار في الحب في. طبعا الكابتن هاني اختار مجموعه من المدربين اللي تقدر تنفذ الفكر بتاعه، وهي نفس طريقه الكابتن ده. فانا سعيد الحظ ان زي ما دربت 23 سنه قاعد قدامي كان لاعب ثم مدرب ثم مدير فني، وانا سعيد ان انا اشتغلت معاه. وما تنسيش انه وصلنا اولمبيات وكانت اولمبيات صعبه جدا. وبرده كابتن هاني للناس ما تعرفوش كان له دور كبير في ان محمد صلاح والنني يبقوا في سيون. لا في ناس ما تعرفش كواليس ان في معسكر اتعمل في سيون هناك، وكان بعلاقه في بازل في بازل، وكان عشان يتفرجوا على الماتشات ويشوفوه مع الطبيعه هناك. يعني هو التاريخ بيبقى فيه حاجات. لا هو طبعا شرف لي اولا عشان نخش في حوار الكابتن محمود الجاري. هو انا بالنسبه لي طبعا شرف لي يا كابتن ان انت كنت موجود معايا وانا اشتغلت معاك، ويمكن الكابتن جاري ليه
يعني ليه بصمات مع كل واحد فينا اذا كان مدرب او لعيب. وانت طبعا يا كابتن زي ما قلنا في التقرير انت شريك الكفاح والنجاح. بدايه عايزين نتكلم على كابتن محمود الجهري، ازاي بدات العلاقه ما بين حضرتك وبين الكابتن الراحل طبعا الكابتن محمود الجهري؟ انا ماسك اول لقاء انا ماسك منتخب الاولمبي مع مستر كرول كرول ريد كرول وفاروق السيد ربنا يديله الصحه. فكابتن جوري كان راح نادي الزمالك فعلا، وكنا واخدين من نادي الزمالك 7 لعيبه، حازم إيمان مع مدحت عبد يعني مجموعه كبيره من اللعيبه من نادي الزمالك من الاهلي. يعني كان المنتخب الاولمبي عباره عن الاهلي والزمالك عاده عصام الحضري ان هو مثلا من بره او كلام. فجه المركز الاولمبي فشافني وانا بشتغل مع الحراس فراح ناديه لي قال لي احنا عايزين نعمل دي اول كلمه قالها لي أيوه. رحمه الله انا عايز انسخ يعني استنسخ منك مجموع اكتر من فكر صالح يبقى موجود في اكتر من حته. فانا افتكرته بيجامل يعني وخلصت القصه وجي سلم على كرول والكلام ده كان بعد تمرين اتفرج عليه. بعد كده فوجئت بيكلمني في التليفون وبيقول لي هل ممكن تدي للناس اللي عندي في نادي الزمالك، قلت لهم كلهم ولادي اذا كان صحيح. الكابتن احمد سليمان او اذا كان عماد المندو كلهم اولادي وما تقلقش من اي حاجه، وحضرتك عشان تبعد عن الحته دي انا ممكن اتواصل معاهم والحته دي احلها بس. فبدات العلاقه من هنا تبقى على ود. فوجئنا ان هو قال لي خلي بالك انت من الاشراف. فانا ما حدش انا عمري الاشراف انا عمري ما قلت لحد سلاله او ان انا شريف فكري او من الاشراف. فقال لي خلي بالك انا كمان من الاشراف. طب هو عرف منين؟ عرف لاني والدتي الجهريه يا حبيبتي وهو في الاخر الجهري. الشيخ الجهري ده هو بيجمع بين والدتي وبين والد الكابتن جهري. هو حضرتك يوصل اتفضل فنوصل لنسل في الاخر نسل سيدنا الحسين. هو حضرتك فعلا مسمي كمان ابن حضرتك محمود الجهري اسم مركب تاثرا بالكابتن الراحل محمود الجهري؟ لاني كابتن محمود مش مدرب يعني دي مش اشاعه يعني مدير فني. دي مش شائعه يعني ده حقيقي وكان هو يعتز بيه جدا واحنا ساميه هانب بالنسبه لينا يعني كانت تعتبر برضو صديقه للمدام ولاني وكمان شريكه الكفاح يعني كمان ده شريكة الكفاح واحنا بنسمع وانا عايزة اوجه لها تحية لان انا عارفة ان هي قاعدة بتتفرج النهاردة على الفقرة الخاصة دي اللي احنا بنهديها لروح كابتن محمود الجهري. فانا بحييك من البيت الكبير بس فتفضل. انت عارفة سامي هانم انا مثلا احنا في سفرية وسامي هانم هو عامل لها برنامج تسجل حبيبتي تقعد تسجل ماتشات طبعا لو مكالمات ما كابتن علاء نبيل قال لنا تسجل ماتشات عشان هو لما يرجع من السفريه حبيبتي يبتدي يشوفها وبيشتغل عليها ويقيمها وياخد ملاحظاته ونقاط قوه. كان يعني رغم الامكانيات الميديا ما كانتش زي دلوقتي انما كان دايما سابق عصره دايما بيفكر خارج الصندوق حقيقة. ده 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 الجنرال العظيم محمود الجهري. فساميه هانم لا لها دور عظيم جدا سواء في تربيه الاولاد وان هو ما يبقاش في عنده اي عبء حواليه سواء حتى في المسيره الكرويه. هي بقت من كتر ما حشراها بقت كرويه وبتفهم كوره. دي حقيقه وفعلا جدا. وراء كل رجل عظيم امراه وعلى فكره اعظم حتى لا يعني ما ننساش يعني. طبعا انا وانت حضرتك بتحكي يا كابتن فكري ان اول حاجه شافها فيك الكابتن محمود الجهري وفي المنتخب الاولمبي اعتقد ويمكن الناس ما تعرفش الكلام ده كابتن فكري بيمرن حراس المرمى كأنهم بالظبط في الجيش دايما اللي هو حتى لما بيعد يقول لهم مثلا اعملوا 20 ضغط العده نفسها 1
لا قوات الصاعقه، قوات الصاعقه قوات الخاصه او زي ما بيقولوا النخبه بالظبط. تحس ان صوت الكابتن فكري بيطلع بيهز، وده بيدي نوع من انواع الحماسه، والولاد بيبقوا فعلا متحمسين جدا. فعايز اخد من ديت ان الخلفيه العسكريه اللي حضرتك اتربيت عليها والكابتن محمود الجوهري اتربى عليها كان ليها اثر كبير جدا جدا في شخصيه حضرتك وشخصيه الكابتن جوهري في ترجمه المعسكرات لشكل مختلف عن اللي احنا عايشينه، في التعامل كمان احنا عارفين التعامل العسكري غير الشده والصرامه والالتزام، لا كمان موضوع انك بتقرب وبتبقى اخ وبتبقى اب. فقول لنا ده الخلفيه العسكريه فعلا اثرت على شخصيه حضرتك؟ طبعا لاني هو طبعا كان كابتن سلاح اشاره وخريج المؤسسه العسكريه، دايما اولا بيبقى الوطنيه كلنا صحيح جزء من الوطنيه، بس الكليه الحربيه بتدي لك بتخلي الوطنيه دي عندك تزيد قوي. انا هحكي كلمه كان بيقولها لي الكابتن جوهري، يمكن حتى واحنا في بوركينا فاسو دخلت عليه مره. طبعا بوركينا فاسو دي لازم تدرس لحقيقة. فدخلت عليه بقول له يا كابتن طب ما تريح شوي يعني ارتاح، كان يعني انت عارف المكان اللي كنا فيه. قال لي ارتاح ازاي؟ انا شايل هم 100 مليون مصري لازم يفرح. شوفي مش ان مباراه يكسبها او ان انا الجوهري او الكلام ده، لا 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 لا، شايل حمل حمل 100 مليون مصري عايز يفرحه. هو دي الوطنيه، لاني في ناس النهارده كابتن هاني من السهام بيتكلموا على مصر وعلى الوطنيه بس كلام بس وليس افعال، اقوال ويتكلموا كويس قوي، يعني زي ما بيقولوا اللسان يرقص كويس قوي. كابتن جوهري افعال. النهارده اما نشوف هديه الله لمصر في خامه الرئيس السيسي عمره ما قال هفتتح حاجه، صح؟ بنروح لفوق في المقر بيتفتح شيء عظيم. هي دي المؤسسه العسكريه، الانضباط كمان يا كابتن، ومش مشروع ومشروعين، لا الانضباط ده كمان ده غير بالفيديو كونفرنس غير لا انا قصدي ايه ان خريج المؤسسه العسكريه بيبقى الانضباط عنده زي ما قال الكابتن هاني بيبقى في سمات، السمات دي بتوصله للنجاح. لاني عشان توصل للنجاح، والكابتن هاني عارف واكيد حضرتك عارف من السهاب، ان لازم يبقى في روشتة. اول روشتة دي الالتزام، صحيح؟ يعني هذا المكان الجميل ده اكيد وانا مغمض ده في حياه عسكريه، في التزام، في قواعد معينه، عشان كده بتلاقي في نجاح. انا وانا قاعد مبهر باللي انا شايفه، وشفت الاعداد قاعد ياخد قد ايه. الناس يمكن بتشوفنا دلوقتي الصوره، انما الاستوديو ده كان التصوير قد ايه والمخرج بيعمل ايه والكلام ده، هو ده صحيح. وزملائنا طبعا ورا الكاميرات يعني على فكره سهام كمان الكابتن جوهري كمان كان بياخدنا معسكرات الجيش نتمرن جوه، لعبت كوره كان قدام ثلاث ساعات، وكان في طريق مدرسه الصاعقه الكسبان الرمليه. لا كابتن، وحتى طريقته في يعني احنا لما نيجي نحكي على بوركينا فاسو، لان الكابتن هاني كان شاهد حيو، كان كابتن التيم في الوقت ده وكان له دور مؤثر كبير جدا. اما نحكيه كابتن جوهري بيتعامل مع الديتيلز الصغيره جدا، ده حقيقي، حتى مع سالم اللي هو مسؤول الملابس، حتى مع اي حد، حتى مع عم كان بيركز مع في كل التفاصيل واحد بشكل هو ايه مدي كل واحد هو وزير. ايوه حتى لو كان البوزيشن بتاعه صغير، وبيسيب له فيها الصلاحيه ولا يسمح ان حد يهين حد، ده حقيقي. ده كابتن جوهري كان شخصية فذة، زي ما بقول دايما رب يعني ايه، كل ميسر لما خلق له، صحيح. هو خلق عشان يبقى رجل عظيم ونعم، صحيح. هو صحيح. لحظة وفاة كابتن جوهري حضرتك كنت فين وقتها؟ والله احنا كان طبعا عندنا المنتخب الأولمبي، وكنا عندنا كذا رحلة، و
جيت من الرحلة لقيت أحمد، أستاذ أحمد قطشاط، وده من الناس بسميه رمز الوفاء في الأردن، لأن ده كان مدير المنتخب أو سيد السمو الأمير جابه يبقى موجود مع كابتن جوري أول ما رحت، يعني مشرف على المنتخب. أول من استقبلنا في الأردن كان أحمد بيه قطشاط، شخصية كريمة جدا، شخصية وفية لدرجة غير طبيعية للكابتن جوهري، مع المعايشة اللي عايشها للكابتن جوهري خد كل الصفات. ودايما كابتن جوهري عنده ميزة رحمة الله عليه، ان اي حد بيشتغل مع كابتن جوهري بيتأثر بيه، ده حقيقي، حتى لو اختلف معاه. يعني اكيد الكابتن جوري اختلف مع ناس في أكيد اثناء المشوار رحلة. ونجوم طبعا، بس هتلاقي النجم يقول لك انا خدت من الكابتن جوري حاجه، حاجات والله يا كابتن. ما انا ده انا يعني بتواضع ان انا اقول حاجه. احنا عايزين برضو يعني نتذكر كابتن جوري، ونزلنا للجمهور علشان نساله عن ذكرى يعني هذا الراحل الكبير جنرال محمود الجوهري. هنشوف الناس قالت ايه ونرجع تاني البيت الكبير. قصة كفاح بقى مع منتخب الوطني قصة جميلة، وراجل رحمه الله راجل ممتاز يعني، وذو شخصية قديرة. وصل مصر لكأس العالم في فترة كان بقالنا كتير جدا، تقريبا كان الفترة كان قبلها كان في حاجة و30. أثر مع منتخب مصر جدا، وأثر حتى في الكرة الأردنية، وعمل فيها تكتيكات شغل جامد. الله يرحمه كان كابتن عزيز جدا علينا عن مصر كلها، وكان الحمد لله خدنا أمم أفريقيا سنة 98، وكان عامل معاه جيد كويس. كان مدرب كبير وعمل إنجازات، وكأس أمم أفريقية وكأس عالم، وصل كأس عالم. شفته كمدرب مع منتخب مصر عمل تاريخ في كأس الأمم الأفريقية. الله يرحمه كابتن محمود الجهري، طبعا مش هننسى كأس العالم سنة 90، عمل إنجاز كبير مع جيل جميل. الجنرال جوهري واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية، يكفي أنه وصلنا كأس العالم سنة 90 بعد سنين طويلة ما وصلناش فيها كأس العالم. كابتن محمود الجوهري ده تاريخ اللي محدش يتكلم فيه، مفهوش فصال. كابتن محمود الجوهري رجعنا مع حضراتكم. انجازات كبيره طبعا يا كابتن فكري، بس خلينا، انا حابب طبعا كلنا عارفين انجازات الكابتن جوهري، وعارفين ان هو من افضل المدربين المصريين في تاريخ الكره المصريه، بس انا عايز اخد حضرتك في الحته الانسانيه شويه، ناخد حضرتك في الحته الاجتماعيه شويه. كابتن جوهري كان بيتعامل ازاي؟ هقسمها سؤال اتنين، هتاخد انت النص الاولاني وانا النص التاني. السؤال بيتعامل ازاي مع الجهاز الفني، مع الناس اللي بتشاركوا في المسؤولية، وبيتعامل ازاي مع اللعيبة؟ انا ممكن برضو نتكلم فيها ونتناقش فيها. نمرة واحد، عايز برضو قبل ما انسى كابتن هاني مساهم، ان كابتن جوري لغاية 88 اول ما مسك المنتخب ما كانتش الكرة المصرية وصلت للعالمية. صحيح، يعني هو اول من ادخل نظام الاحتراف في مصر. ما انا عارفين كده. اول من طور منظومة، انا لو اقول لك مرتباتنا واحنا بنشتغل، مدير فني كان بياخد لغايه 88 300 جنيه والله في الشهر. وكلام وممكن تقبضي وممكن ما تقبضيش، وتقعدي شهرين قبل ما تقبضي كده. كابتن جوري مجرد ما جه اتنظمت القصه كلها، تغير حتى عشان كده بقول هو اول من طور منظومه الكوره، سواء لمدرب سواء للاعب سواء لإدارة سواء للاتحاد. فكر الاتحاد، صحيح، الاتحاد كان دايما لو مستني إعانة وزير الشباب، لو وزير الشباب مش راضي عنهم بيقفل حنفية. لا، جه محمود الجوهري غير المفهوم ده، الفكر بتاعه. وده حاجة. اتنين، الكابتن جوهري قبل ما نتكلم على الكرة، لاني اما لو هتكلم على الكرة كل الناس عارفه، عايزين نتكلم على زي ما الكابتن هاني، عايزين حتى هحكي حاجات ناس كتير ما تعرفهاش في الجانب الانساني.
يمكن طبعا كابتن هاني يعرف جزء منها انه حضرتك ما تعرفيش هيتكلم عنها دلوقتي يعني كأب لان انا اقول الجنرال العظيم هو اب واخ وقائد ومعلم واستاذ. هتكلم على الاب الحنون انه بيلاقي لعيب في زنقه وعايز يتجوز بيعمل له فرحه على حسابه في دار الدفاع الجوي. لا والله تمام. طيب واحد لعيب ظروفه تعبانه واخته عايزه تعمل عمليه بيكلم الدكتور احمد يعمل العمليه ويعمل كل حاجه من غير ما حد يعرف لا جرايد ولا اي حد وهو اللي يدفع الدكتور احمد يقوم بكل التكاليف انا بتكلم على الاب الحنون. فاهم قصدي؟ طب ده سواء مع لعيبه سواء مع جهاز كان بيقرا من العين. ما انا عايز اعرف بقى مع الجهاز يا كابتن كنت بتشتغله ازاي وانت قلت كابتن جوهري ليه معامله خاصه وليه طريقه خاصه واللي ما يفهمش طريقه الكابتن محمود الجوهري اعتقد هيبقى عنده مشكله. كنت بتتعاملوا مع الكابتن او هو بيتعامل معاكوا ازاي؟ كابتن جوهري كان ذكي جدا وكان ربنا مديله الحته دي اللي هي ازاي تقدر اصل التعامل مع النفوس البشريه ده من اصعب ما يكون. صح لان ممكن والله يا ميس سهام متلاقي واحد طيب جدا كابتن وفجأة فكري ممكن ما تقوليش ميس سهام مش قادر لا لا هي سهام بس عشان انا يعني انا اللي بتحرك ده كله انا اللي بتحرك احنا قاعدين في البيت الكبير القعده مش رسمي يعني انا اقول احنا في البيت بنتكلم في البيت خلي بالك ده الكابتن جوهر طبعا لا كابتن اللي علمنا كده اني ما اقدرش اتكلم على سهام الا اقول كابتن او يمكن انا اول ما دخلت قلت اقول كابتن سهام ولا اقول ميس سهام ماليش دعوه ولا كابتن واقعيه خالص طبعا فيعني سهام بس تعلمنا احترام المرأة لأنها الشيء الجميل اللي في مصر واللي في الحياة. نعم. وكابتن جوهري كان بيقدس الحتة دي بيقدس المرأة ودور المرأة وعشان كده كان رؤيته دايما سابقة ومن هنا حتة الاحترام إن عندنا انا لغايه دلوقتي اخواتي او اختي ما اقدرش اناديها باسمها فعلا يعني اختي اللي مربياني وهي اللي امي ووالدتي لان انا والدي ووالدتي توفوا وانا عندي 5 سنين وهي لغايه دلوقتي ما اقدرش اقول لها اسمها ابدا لا اقول لها يا امي لا اقول لها حضرتك يا فاطمه هانم ايه هانم دي قالت لي ايه هاني دي ما انا مش قادر اقول مفتقدين الشياكه دي يا كابتن فكري فيعني بجد والله يعني مفتقدين الشياكه حتى عندي المدام ما اقدرش اقول حتى في الالفاظ في يوم الكلام اقول لها يا ماما عندي مامه محمود اقول لها كده سلم لي على محمود وحشني جدا اكيد وهو بجد سعيد جدا على الفكره ان شاء الله يكون حارس مرمى قريب لان عارف هو ده اسد وادي دجل دلوقتي ما شاء الله طب احب المكان بس انا اقول لك حب المكان وانت اتكلم احنا رحنا بوركينا فاسو ومصر كلها ضدنا ليه كابتن جوهري عمل مؤتمر صحفي وجاب الصحفيين كلهم عمل ورقه وزعها عليهم قال يا جماعه احنا ترتيبنا يودينا المركز ال 13 انما احنا هنشتغل ونعمل وقدامنا صعوبات كذا وكذا وكذا سابوا كل حاجه وراحت الجرايد كاتبه تاني يوم مركز ال 13 الكابتن جوهري بيقول هنطلع المركز ال 13 طب رايحين ليه؟ فلا الوزاره ادتنا فلوس ولا عندنا ملابس نسافر بيها والله اللي انا بحكيه ده لدرجه ان اللي عمل لنا الملابس احد الاصدقاء ليا وللكابتن جوهري صاحب مصنع خاص يعني عمل لنا الملابس اللي لعبنا بيها بوركينا فاسو كان اسمها بنيسيا ولا اديداس بقى ولا اديداس ولا بوم متفصل وما كانش عندنا بوما بوكيت ماني بوكيت ماني جانا بعدين لو انت تلاحظ كمان التيشيرتات كانت يعني في تيشيرتات واسعه يعني كانت دي متفصله مش جايبه معموله لا مش مصنع معموله عشان ينحل الموقف حتى الكابتن هو اللي كابتن الجوهري رحمه الله عليه هو اللي مصمم الرسمه اللي انت بتشوفيها دلوقتي
الديزاين ده اتعمل على الميد ان ايجيبت اللي هي الفانيلا دي. المهم لما وصلنا بوركينا فاسو جه الاتحاد استلم المخزن بتاعنا في الدفاع الجوي. يعني معناه ايه؟ ان انتوا رايحين مش راجعين تاني على المكان ده. لا يعني سلمنا المخزن يعني انتوا مروحين كجهاز. ما وصلت الدرجه دي كانت الثقه يعني. كان ولكن والله كان الكابتن جوهر انا بحلف بالله كان دايما يقول لنا سيبهم عايشين في الوهم ده، احنا هنطلع ان شاء الله نلعب النهائي. المهم اما رحنا بوركينا فاسو نزلنا من الطياره خدنا الباص نزلنا على مقابر، عارفه بقى المقابر القديمه؟ لا والله. فنزلنا احنا الجهاز وفتحي مبروك كابتن فتحي وعلاء نبيل كلنا لا 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 احنا ما نعيش هنا. فكلنا واللعيبه في الباص محدش راضي ينزل. راح الكابتن نازل جايب سمير عدلي قال له يا كابتن سمير تاخد رئيس البعثه شوف لنا فندق معيش فلوس. قال له مش حبات رجعونا شوف لنا فندق والسفاره هي تحاسب. وزرجني الكابتن جوهر ونقعد ساعه ونص قاعدين في الباص مستنيين يعني. ما لقوش مكان لان البلد كلها ده احنا كنا وصلنا كمان بالليل كانت الساعه 11 ونص بالليل ولا في عشاء ولا في اي حاجه كمان. ومش فندق ده احنا عشان حضرتك تاكلي بتمشي 3 كيلو في مكان كده وده اسمه مطعم. المهم يعني فالكابتن جوهري لقانا بقى زرجنا وفاتح وبتاع لا 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 كابتن احنا نروح احنا نرجع. انت عارفه شوفي بقى القياده لما جه سمير قال مفيش ولا فندق ولا موضوع فلوس ولا حاجه لان كان معانا رئيس البعثه قال لك ان انا ان شاء الله اتصرف وادفع من جيب بس ما كانش فيه. فراح منزل لعيبه نزلهم وقال لهم مصر كل ما انت المصري كل ما تتصعب كل ما جواه قوه معينه بتطلع ما بتطلعش الا مع الظروف الصعبه دي. وعشان كده انا هطلع 200 دولار هعمل حاجه دلوقتي اسمها حب المكان. يعني ايه؟ شايفين المقابر دي الفلل دي مقابر حضرتك خليها لي فيلا كل مجموعه تختار بعض وبقى عندكم مصاري زرع اهو في الجبانه حولوا المكان ده حمر نقدر نعيش فيه على الاقل. يعني 200 دولار في الوقت ده 200 دولار يعني يعني فاهم ازاي. فالمهم وهي حاجه نفسيه يعني يعني كابتن هاني كان مثلا محترف وايه 200 دولار بالنسبه اخذ المركز الاول. ده هو فعلا هو اول ما خدش مدون قلت وزع ال 200 دولار على اللعيبه خد عماره معاه واظن وسمير كمونه فشوفي لا شوفي العبقريه بتاعت الجنرال محمود الجواري اما يطلع لك بالمشكله دي ويخلي بقى اللعيبه ايه احنا دايما بنحط اللعيبه مع بعض لا هو قال ايه كله يختار يعني حتى الجهاز مع بعض ما هو ما فيش اوض كل 5 أو 6 حتى احنا كجهاز كل 3 4 في فقال لك نقوا بعض وروحوا وهنفتش على اللعيبه وعلى الجهاز وفتش كمان على الجهاز من اللي انت ما تعرفوش. انا ما اعرفش فجر اللعيبه بس ده هو الجهاز ما كانش عايز يقعد. ايوه كابتن ما كانش على لما جه قال صوت هنقعد ازاي هو الجهاز هو اللي سخنه. فهو ما بقول لك ازاي انك تاخد من حدث يضيعك يخليك تطلع فوق. اللي اسالي كابتن هاني الظروف ما احكي لحضرتك والله يا مس هاب صعب جدا جدا تحقق اي نجاح الا المصري. هو الكابتن جوهري كان عنده ميزه انه بيحول المشكله لتحدي دايما مشكله يبقى تحدي. والكابتن جوهري كان عنده مبدا واعتقد مش موجود دلوقتي ان هو طول ما انت حياتك قاسيه شويه في المعسكر كل ما هتجيب نتائج اكتر. يعني ده كان يعني ما كانش بيحب مثلا نقعد في اوتيل 5 ستارز لا انا لعيبتي لازم تبقى مكافحه شويه يعني شكل عسكري. هو خدها من كابتن هاني هو خدها من المؤسسه العسكريه صحيح. لاني فعلا العسكري كل ما الظروف زي فرقه الصاعقه ومعلمي الصاعقه والسيل انت لو تشوف
مدى الصعوبة، وأكيد بتتفرجوا في الميديا مدى الصعوبة عشان تقلبك من طبعًا إنسان لإنسان. صحيح، وبعدين ده غير كمان الضغوط اللي حضراتكم تعرضتوا ليها من قبل الإعلام والجمهور وكل حاجة كلها كانت. فهو ده بقى أنا هحكي موقف كده سريع برضو كابتن هيفتكره. النادي الأهلي بيلعب نهائي كاس مع المصري، وإحنا عندنا مباراة ساحل العاج، دي مباراة مهمة جدا، لا توصلنا لا تروحنا مباراة دور الثمانية. فعمل إيه؟ لأن هناك النظام إن الطيران لازم بتحجزي قبلي. فراح مجمع الفرقة على العشاء، قال لهم يا جماعة خبرين كويسين. الخبر الأولاني إن الدولة ما شاء الله البوكيت ماني بتاعكم جه، الفلوس جت، تحويل كله جه، ده واحد. الخبر بقى الوحش إن كابتن سمير عادل أهو ما لقاش طيران إلا في نهاية الدور. يعني لو اتغلبنا هتقعد بعد بكره قاعدين لغايه النهائي ما يخلص. هم يعني عايزين ما مش فاهمين فيعني بدل ما تقعد يعني عشان ما احنا بقى كمان نطلع من البطوله ونقعد كمان 10 ايام تاني في البلد بقى لا ده نلعب بقى ناخد البطوله. صح، شوفي شوفي التفكير السريع. خلي بالك ده جابها في لحظه، يعني مش مرتبه، لان انا قاعد وعارف والديالوج ده بيتعب. فلا لا في قصص كبيره للكابتن. كابتن جوهري في الاردن كانسان وكاب هضحكك، النظام ان هو هو قاعد في فيلا، وانا وكابتن علاء نبيل طلبنا ان كل واحد قاعد في سويت في فندق في الصاله. فالكابتن بيجي ياخدنا بالعربيه وعلاء هو اللي يسوق وكابتن يبقى جنبه وانا قاعد ورا ونطلع للاتحاد. فكل يومين ثلاثه كابتن يقول يا جماعه سوري انا اسف حضروا في واحد مصري ظروفه عايزين نقطع له تذكرة. تدفع كام على مثلا يقول 100، تدفع كام كام فكرة اقول له 100 انا هكمل الباقي. فكل ثلاث ايام يجيك الكابتن واحنا مش يقول عندي مشكلة عايزين نلم يا جماعة عايزين نلم. مين النهاردة هيبقى سعيد الحظ فرح على دار الفرامل؟ قال له كابتن احنا جايين نشتغل ولا جايين لخدمه اجتماعيه؟ كابتن علاء كابتن علاء لاني فعلا كان بيحل جميع مشاكل. انا مسميه سفير شعبي، يعني هو صاحب مش سفير الاردن، انما ده اللي كان بيحل كل مشاكل للمصريين، يروحوا له بيته. حتى اما تعب هناك كنت تلاقي على بيته ده جمهور مصري عايزه تطمن عليه. عملوا له اسم شارع باسمه او تمثال باسم الكابتن يعني في الاردن. طبعا فندم احنا واحنا موجودين في اليابان بنلعب نزل الملك عبد الله اوضه اللبس وقال شكر كابتن جوري والجهاز، وقال له يا كابتن جوري انت من النهارده بقيت واحد مننا، لازم تعيش بينا. احنا ما فهمناهاش حتى لو كابتن علاء تفسرها ويسألني وبتاع ونسأل لغايه ما رجعنا الأردن. فشوف بقى الاحترام والحب والتقدير. أنا هديك بيت أقول لك البيت أهو، إنما خلي رئيس الوزراء أو ما يعادل رئيس الوزراء يمر معاك يفرجك على ثلاث بيوت عشان أنت تختار منهم بيت. الله، دي حاجه كبيره. بيقدروا طبعا قدروا قيمه كبيره جدا ان يحطوا اسمه على اكبر شارع هناك، ان يتعمل له جنازه عسكريه حقيقي 21 طلقه. طب انا هحكي قصه ما حدش يعرفها المصريين الا يمكن انا وعلاء وسامي هاني الناس المقربين قوي المقربين اللي حصلت ساعه الجثمان. احنا موجودين في مطار المازا اتعملت له جنازه عسكريه وطيارة عسكرية شايلة جثمان رحمة الله عليه ومعاه أحمد الجهر الطيارة العسكرية، وهو جاب الاتحاد بالكامل أحمد بيه قطشات والمجموعة واللعيبة والكلام ده في طيارة الأمير سموه الأمير علي بن الحسين. فالطيارة الخاصة وصلت المطار قبل الطيارة العسكرية بنص ساعة. سمو احنا قمنا كنا في مطار ألماظة، انا كنت موجود انا وحضرتك كنت موجود كابتن علاء كان موجود وزير الشباب ووقفنا عشان نستقبل لان طياره سمو الامير سهام هانم نزل مش سهام نزلت المدرج ما رضاش، قال ما اقدرش اجي، يعني دنوا في المدرج حوالي 25 دقيقه لغايه ما الطياره العسكريه وجثمان
الراحل وصلت الجنرال العظيم محمود نزلت الارض راح ناحية الطياره متحركه جنبيها ورحنا كلنا شايلين الجزء. ده حقيقي ده حقيقي. شوف التقدير والاحترام من حتى شخصيه وهو متوفى ما ده انا بقول انا بقول معلش يعني كابتن محمود الجهري لم يكرم وهو حي في مصر ولم يكرم وهو ميت. كرم في الاردن وهو حي وهو ميت رحمه الله عليه، ودايما كان دي كلمته لا كرامه لنبي في وطن. بس هو كمان برضه كابتن سوري كابتن هو بس في حاجه ربنا عوضه القعده بتاعتنا النهارده وشوفي الكابتن هاني احنا كابتن هاني واحنا بنقعد دايما في اي حاجه احنا مثلا جيل التسعين ده كابتن هاني نروح مجمعين بعض وقاعدين ده جيل محمود الجهري جيل الجنرال محمود الجهري يمكن عملناها مرتين اما مثلا كابتن عنده مناسبه تلاقي الجيل كله رايح بتجمع. حتى لو في ايه فهي دي يعني حتى وهو متوفي التجميع بتاعتنا النهارده ان انا اكون في فايد واسيب فايد واجي لان في ذكرى له على حسه ان كابتن هاني وهو بيشتغل يتكلم ان انا اتكلم ما هو ده الحب ده لا يعادل اي شيء دي حقيقة. الله يرحمه بس عايزين بقى يعني قبل ما ننهي طبعا الحوار العظيم مع حضرتك نتكلم فني شويه وعايز طبعا يعني فنيا مش هنلاقي احسن من حضرتك مستوى حراس خاصه حراس النادي الاهلي وخاصه الشناوي في فتره اخيره عامل طفره كبيره جدا شايف حراسه المرمى عامه في مصر ازاي وخاصه في النادي الاهلي بص انا شايف محمد الشناوي في معاه مدرب قدير اللي هو ميشيل لانه غير بص باختصار حارس المرمى كعباره عن كلمتين ودايما بقول مساحه وزمن مساحه وزمن واما اي جون يغلط بص دايما يفتكر الكلمتين مساحه وزمن طب ايه المساحه التمركز السليم في المكان السليم في التوقيت السليم وده كان الشناوي زمان عنده الحته دي لان الشناوي ربنا اداله كل حاجه البنيان الجسماني الاخلاق الكريمه حقيقي الصفات اللي تساعده على الاستمراريه مهاره حارس المرمى انما في حاجات في البدايات منها التمركزات دي ما كانتش موجوده عشان كده كنا في وقت من الاوقات نقول محمد الشناوي ايه اللي طلعه وتسبب في ضرب الجزاء وتتكرر لا ما بقاش ده موجود ده فده تدريب خلاص يعني لا وبدا ماشي النهارده في ثبات حتى سرعه احنا قلنا مساحه وزمن الزمن ده سرعه رد الفعل اللي يصل الى الفيتمو ثانيه اللي هي بتاعه الدكتور زويل بيجيب من عندي هتلاقيه في كور بيطلع يضرب بوكسنج لو اتاخر لحظه في الماتشات اللي فاتت توقيت سليم تمركز سليم طالع مدي بوكس بايد واحده السرعه دي لو اتاخرت ثانيه تكلفه جول فانا لا تاتش وود عليه انا شايف ان هو ماشي بخطوات ثابته لفوق السمات الشخصيه اللي عنده بتساعده انه يكون قائد ثلاثة بيعمل حاجه دلوقتي انا بطالب بيها من زمان وحتى في ان انا لازم اكون لعيب كوره قبل ما ابقى حارس مرمى النهارده بقى هو اللعيب رقم 13 او رقم 12 النهارده هو جايب جون انا بعتبره جايب جونين صحيح فالحته دي مهمه جدا هو عنده كمان اصل خلي بالك قوه الشوطه مش بالعضلات بطول الرجلين فهو ما شاء الله يعني يقدر يوصل جون يعني كذا مره وعامل كاونتر ياخد خطوتين لقدام ويروح عامل لا تاتش ود عليه شايف انه قايم بدور قيادي كقياده مهمه جدا في سماته الشخصيه ودي هتوصله ما ننساش ان هو عنده حته خزين مخزون انه خد احسن حارس مرمى او مان اوف ذا جيم في اول ماتش في كاس العالم مباراه في كاس العالم ده تاريخ بتدي لاي حارس مرمى ايوه برفع القبعه للمدرب اللي معاه لاني ده تاثير الشغل لان التمركزات دي مش هتقدر تضيع الا تاثير مدرب بيشتغل معاه بدايه الهجمات خلي بالك بقى بدا بيدي بيوصل للاعب مش شوطه بتتشطه بس ده صحيح بيبقى حتى بايديه ايد ورجل بيوصل محدد عارف عايز يدي لمين ده صحيح فده
اتمنى له التوفيق في اللي جاي، لان هيبقى له دور مهم جدا في مباراه المغرب الوداد الوداد في المغرب. هتبقى دور مهم جدا ان انا لازم اطلع بنتيجه سلبيه، وهيبقى له دور كبير قوي ان شاء الله بمشيئه الله في هذه المباراه عشان النادي الاهلي يكمل مشوار منتخب مصر. طب يا كابتن فكري، حضرتك شرفتنا والله بجد. لا انا مش همشي، ما اقول زي ما انتوا عايزين، ما لحقناش الجاهل زبطت كبير والله. انا في حاجات والله ما قلت، انا كنت جاي اقول لكم اسرار لا يعلمها حد من 15 سنه عن الكابتن جوهري. زي ايه بقى كابتن فكري؟ زي ايه زي كابتن جوهري رجع ليه من الاردن كمدير فني وراح ماشي ليه؟ ما كان حدش يعرفه. وكان فيها برضو الكابتن. طب ليه؟ انا كنت ليه نعرف بس. لا ما فرصه. لا بالعكس، دي فرصه. ما انا عشان كده بقول لا دي فرصه يعني نستغل فيها وجود حضرتك عشان نعرف. قول للساده المشاهدين ديت بس عشان كمان يبقى على فكره، انت واحد دلوقتي واحد من البيت، من البيت. طبعا انت لما كان النهارده هنخلص معاك ان شاء الله، هتلاقينا بعد بكره ان شاء الله. انت مش اخر يعني نتشرف حضرتك. نقول حاجه عشان نعرف الجنرال العظيم كابتن محمود الجوهري كان بيحب مصر قد ايه. ده هي. وهو قاعد في الاردن جاله تليفون، بس خلي بالك ما حدش يعرف الكلام ده، لان الكابتن علاء كان نزل مسك منتخب بالظبط. كابتن حسنين ما كانش في حد موجود الا انا معاه. فاتصلوا بيه هنا كابتن سمير زكي، قال له مش كفايه بقى الاردن، يعني باختصار الكلام عايزينك تيجي مصر. قال له عندنا منتخب الشباب، ايه رايك؟ قال له لو جيت انا ممكن انهي كتدريبي ان انا امسك منتخب الشباب ده واوصله نهائي كاس عالم. صحيح. وناخد، وخاصه ان كان هيتم افتتاح برج استاد برج العرب، وده استاد الجيش طب. وهو راجل جيش طب. فقالوا له طب احنا مش هنعلن ده، بس هتبقى المدير الفني واختار جهازك اللي هتشتغل معاه وكل حاجه، وهناخد القرار ده في الوقت المناسب بناء عليه. ساب الاردن بكل يعني حياته الماديه والامتيازات ومعامله الناس ازاي، وراح نازل. ناس مدياله قصر، انا قلت بيت، هو قصر حبيبي. تمام. اما نزل هنا نفتكر، اما احنا كنا في الملعب، هو اختار جهاز كابتن ربيع ياسين وكابتن صيفي والدكتور علاء عبد العزيز كمدير اداري وفكري صالح، وبدا يجي لنا الملعب كله. فجي في يوم لقيت وشه من اول ما جه الملعب، انا قلت في حاجه، استاذنت من كابتن ربيع وجريت جري عليه في الملعب الفرعي بتاع الاستاد. ايه يا كابتن جوه؟ في ايه احمد؟ في حاجه؟ انا دايما كده، لان احمد اخر عن اوده احمد ابن الكابتن جوه، فقريب منه قوي يعني. قال لي يا ابني لا كرامه لنبي فاطمه. في ايه يا كابتن؟ قال لي سمير زاهي. خدني بقى الاول، قعدنا كده تحت الشجره، الكنبات اللي هي الكنب اللي هو بيبقى محطوط حوالين الملعب. قال لي كابتن سمير زاهي رحمه الله عليه جابني دلوقتي، وقال لي معلش انا الوزير جابني، وقال لي القياده السياسيه بتقول لا كفايه كده على الكابتن جول، وتجيبه مدرب اجنبي مهما كان الفلوس. كانت صدمة بالنسبة له طبعا. صدمة كبيرة جدا، لأنه هو كان أقلم نفسه. هو كان اجتمع معانا حتى في البيت عنده، وقال لنا هل ينفع يبقى كاس العالم عندنا وفي استاد الجيش والرئيس موجود ويخرج الكاس بره أو نطلع من أول دور؟ ده من أول يوم والله. من أول لحظة. من أول لحظة بيحب البلد جدا حبيب. فقعد يعني غير طبيعي كانت القصة دي بالنسبة له. وبعدين بدأ يعمل خلاص قرار، وقال لك لا كرامة النبي في وطنه، وبدأ يشتغل ويعمل تطوير الاتحاد. وتطوير الاتحاد بقى كابتن، دي قصه بقى نقص عليها وبعد بعد ما نخش الاعلان. لا 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 خالص، احنا ان شاء الله انت توعدنا كابتن فكري انك تكون موجود معانا. انا في بيتي، في بيتك، انا في بيتي مفتوح على طول، وانا اتشرفت بيكم واتشرف دايما بالنادي الاهلي في اي وقت ان انا اجي، ولازم في اي وقت. ربنا يخليك، نورتنا كابتن فكري، نورتنا، ودايما بيتك بيت مفتوح، ونتناقش ونقول اسرار كتير جدا جدا ان شاء الله باذن الله. بعد الفاصل صخرة الدفاع، دفاع النادي الأهلي سعد سمير.
بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية والبيت الكبير. لسه مستمرين مع حضراتكم ومعانا دلوقتي واحد من النجوم الكبار، لاعب عاشق لكيان النادي الأهلي من صغره، محبوب من الجمهور الأهلاوي جدا، وكمان صاحب شخصية حقيقة شخصيته مميزة جدا سواء داخل أو خارج الملعب. هو ابن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، أحد كباتن الفريق الأول، بتعدي السنين بسرعة لكنه لسه محتفظ بلياقته وقدرته على قيادة خط دفاع النادي الأهلي في أصعب اللحظات. عندته الإصابة شوية بس قادر أنه يرجع إن شاء الله يكون أحسن من الأول، لأننا فعلا اتعودنا منه على التحدي والإصرار والإخلاص والنجاح. برحب بضيفي وضيفنا في البيت الكبير كابتن سعد سمير، صخرة دفاع الأهلي. منورك يا كابتن سعد، ازيك؟ كله تمام، منورنا. منورك، منورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك. انا هبدأ اقول إيه؟ سعد سعد يحيى سعد حبيبي يا كابتن ايهاب، اهلا بيك، منورنا طبعا. منورك يا سعد، انا طبعا سعيد ان انا بقالي كتير ما شفتكش يعني، لكن انت موجود في بيتك في البيت الكبير، منورنا ومشرفنا، وعندنا كلام كتير قوي، عندنا حواديت كتير قوي، بس اكيد فريق الاعداد محضر تقرير عليك يا سعد، نشوف تقرير لسعد ونرجع نبدا حوارنا مع كابتن النادي الاهلي سعد سمير. ادي العرضيه وخطيره، فرصه هدف، هدف اول، مش ممكن سعد الدير سمير. سعد سمير واحد من اللاعبين الذين كتبوا اسماءهم بحروف من ذهب لامع في تاريخ القلعة الحمراء، بعد عطاء لا يتوقف وإخلاص وتفان منذ أكثر من 10 سنوات. ولد سعد سمير في الأول من أبريل عام 1989، وبدأ حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوة قبل أن ينتقل إلى فريق الكرة الأول بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، ويساهم بقوة في صعوده إلى دور الدرجة الأولى وهو لم يتخطى 17 من عمره. بعدها انتقل إلى نادي النصر الليبي ليلعب مع فريقه الأول، وكان عام 2009 الأبرز في صعيد مشواره الرياضي بعدما انتقل إلى النادي الأهلي. سجل سعد سمير اسمه في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الأهلي ب 219 مباراة، جعلته يحتل المركز 32 في القائمة الذهبية لأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي. ضربة ركنية وعلى التنفيذ مؤمن زكريا، لعبها القصيرة، خدها تاني صبر رحيل لمؤمن، مؤمن يلعب العرضية والهدف التاني، والهدف التاني سعد سمير. ولعب سمير مع الأهلي إلى جوار أجيال متعاقبة من اللاعبين، وكان أحد أفراد الفريق الذهبي الذي سيطر على الكرة المصرية والإفريقية لعدة سنوات في عصر الداهية البرتغالي مانويل جوزيه. وخلال مشواره مع المارد الأحمر حصد مع الفريق كل البطولات على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي على مدار 11 موسما متتالية، وارتدى شارة قائد الفريق في العديد من المباريات. حصل سعد سمير مع النادي الأهلي على 17 بطولة بواقع 6 بطولات دوري ممتاز وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا ومثلهما في السوبر الإفريقي، وتوج بكأس مصر مرة وكأس الكونفدرالية مرة، بالإضافة إلى الفوز 5 مرات بلقب كأس السوبر المصري، ونال مع الفريق المركز الرابع في كأس العالم للأندية عام 2012. سعد راموس يسجل الهدف الرابع. سعد سمير مدافع قدير وأيضا هداف كبير. على الصعيد الدولي يعتبر سعد سمير واحدا من النجوم الذين مثلوا مصر عبر مختلف المنتخبات، فقد لعب مع منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي والفراعنة الأول الذي ظهر بقميصه لأول مرة في عام 2011، وشارك في كأس الأمم للشباب وكأس العالم للشباب، كما شارك في أولمبياد لندن 2012، وشارك مع المنتخب الأول،
في 15 مباراة، وشارك في كأس الأمم الإفريقية بالجابون عام 2017 وكأس العالم بروسيا عام 2018. وبشكل عام شارك سعد سمير في 140 مباراة دولية مع جميع المنتخبات. سعد سمير حدوتة أهلاوية رائعة، فهو القائد الثالث في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية ومن اللاعبين أصحاب الشخصية المميزة، فدائما يتمتع بروح الفانيلة الحمراء. بنرحب بنجمنا طبعا سعد سمير، منورنا سعد، ما شاء الله 17 بطولة والجاي أكتر إن شاء الله بإذن الله. بنورك يا كابتن، سعيد إن أنا موجود مع حضرتك طبعا، يعني حضرتك مدربي وموجودين مع بعض من زمان، وسعيد إن أنا موجود مع سهام وموجود في البرنامج. وببارك طبعا على الافتتاح وعلى القناة، وحاجة جميلة وحاجة مشرفة تليق باسم النادي الأهلي، والحمد لله يعني 17 بطولة بنتمنى إن شاء الله يزيدوا كمان وكمان إن شاء الله. طب طمنا عليك برضه سعد، إصابات شايف انها شويه كتيره الفتره اللي فاتت، لكن قبل الهوا قلت لي لا الحمد لله في اخر مراحل البرنامج التاهيلي. طمنا عليك، عايزين نطمن عليك، واصل لفين يعني. والله يا كابتن هاني، يعني حضرتك عارف ان في اصابات بتبقى مسؤوليتك كلاعب، الاصابات العضليه، الاصابات اللي فيها شد، فيها اجهادات، فيها مزق، وفي اصابات خارج عن ارادتك. يعني في واحد دخل جون مثلا فيك، او انا مثلا فجاه لقيت وتر اتقطع، فدي حاجه بتبقاش ليك يد فيها، او العمليات عموما تبقى مش ليك، يعني انت بتبقى قدريه اكتر، يعني زي متولي ربنا يشفيه زي محمد محمود او نيدفيد، كله عمليات، فبتبقى حاجه صعبه شويه، لكن الحمد لله ده قضاء. والكره انت عملت عمليات كتيره انا عارف الدنيا تبقى صعبه، لكن متعودين ان سعد دايما بيرجع، متعودين سعد بيرجع افضل من الاول. طمن الناس عليك، انت واصل فين دلوقتي، وامتى ان شاء الله نشوفك من ضمن الناس اللي ان شاء الله تاخد يعني تبدا مباراه؟ يمكن الفتره اللي فاتت انا كنت، هي المشكله بالنسبه لي انا خدت اصابتين طوال ورا بعض، رجعت من اصابه في الركبه، وبعدين لعبت، ابتديت العب في الدوري، وبعدين لعبت في افريقيا اربع مباريات، رابع مباراه جالي قطع في وتر اكيلس. يمكن يومها المباراه دي مستر فيلر قعد يتكلم معايا وقبل المباراه وقال لي محتاجك بلاتينيوم 2019 يناير، قال لي محتاجك الفتره اللي جايه تكون موجود، وهعتمد عليك في المباراه الافريقيه. وطبعا قبل المباراه كنت نفسيا مبسوط جدا، والراجل كلامه مش كتير يعني ما بيتكلمش كتير، فمعنى ان هو يقعد يتكلم معايا ومباراه. والماتش ده انا ما كنتش عامل حسابي ان انا هبدا، اللي انا اتعورت فيه هو دايما بيبين التشكيل قبل الماتش، الماتش ده ما بيبين قبل الماتش بيوم، يعني انت بيوم بتحس لا بيبقى باين مجموعه يعني معروفه اوكي. فاليوم ده لخبط الفرقتين، فانا حاطط في دماغي، وانا راجع من اصابه طويله ولعبت ثلاث ماتشات ورا بعض، فاكيد هيهدى عليا شويه في اللعب يعني. ففوجئت ان هو قعد معايا في اوضه اللبس وقال لي انت انا محتاجك الفتره اللي جايه وهعتمد عليك، وقعد يتكلم معايا كويس جدا. حتى اللعيبه قعدت تقول لي ابوك ومش ابوك، ده انا راجع من الاصابه. وبعدين الراجل ما بيتكلمش مع حد، فقعدت انا بقى ايه حاسس ان في حاجه غلط، يعني اليوم مش طبيعي. قبل الماتش قلت لوليد انا قلقان من الماتش، ووليد الفرقه الصغيره دي بتقرفنا، اتكلمت مع وليد وديانج. ديانج كان قاعد معايا في الاوضه، فقال لي لا ما تقلقش وبتاع ان شاء الله هنكسب وكده. قلت له ماشي، بس لازم احنا لازم نكسب، والماتش مهم بالنسبه لنا، والمجموعات بنحاول نلم فيها بنقط. بتحاول تشدهم برضه. فقعدنا نتكلم، اول 10 دقايق جبنا جون، فقلنا الحمد لله يعني الامور هتمشي تمام وكده. وبعد 10 دقايق قمت انا اتعورت في اول ربع ساعه يعني. فعرفت بقى ان انا قلبي كان مقبوض ليه يعني. دي من الاصابات حتى المزعجه شويه بالنسبه لاي لاعب. بس انت اتكلمت مع الاطباء، عرفت ان شاء الله ممكن ترجع امتى؟ انا الحمد لله يعني شغال في فتره العلاج الطبيعي والتاهيل، وان شاء الله قدامي حوالي شهر ونص باذن الله، وارجع انضم للتدريبات مع الفريق. برده في نقطه ان انا مش مقيد الموسم ده، لما انا اتصبت كان في تنسيق مع الكابتن سيد والكابتن الخطيب ان انا اترفع من القائمه، عشان كان كهربا انضم للفريق، فكانوا محتاجين ان اترفع القائمه المحليه. دي نقطه مهمه جدا سعد، خلي بالك انك مجلس اداره يقعد معاك ويقول لك انا هشيلك من القائمه عشان كهربا يخش، ويبقى انت اتشلت من القائمه تبقى انت فري، يبقى لعيب حر. فانت تتشال من القائمه وعشان كهربا يخش تبقى انت فري، لو اي لاعب تاني ممكن جدا انت فري،
ممكن جدا يروح لنادي تاني ومحدش هيلومك لان هتقول خلاص انا هو انا حصل لي موقف في الموضوع ده يا كابتن هاني يعني حصل لي موقف انا بالنسبه لي يعني حاجه محترمه جدا هو ده اللي حصل يعني هو طبعا في البدايه الكابتن سيد كلمني وانا في الثاني يوم او ثالث يوم العمليه وقال لي طمن عليا وكان متابعني وكده وبعدين قال لي الكابتن يعني هو اتكلم مع كابتن كان بيفكر ان هو يجي لي المانيا يطمن عليا وكده يعني بعد العمليه فقال لي انا نسقت مع الكابتن والكابتن قال ده ابننا وده من ولادنا وسعد من الناس الرجاله واحنا يعني هو متفهم للوضع يعني مش لو لعيب تاني او حد تاني ما نعرفوش كويس ممكن نروح له نقعد معاه فقلت له طبعا يا كابتن انا تحت امر النادي ومفيش اي مشكله خالص حتى كابتن سيد مش بيقول لي هنشيلك من القايمه بيقول لي احنا بنفكر نعمل كده فانت هل انت يعني مرحب بالموضوع ولا انت هتبقى متضايق ولا بياخد رايك كمان فحتى نفسيا كنت انا طبعا بشكره على شعوره ان هو بيخيرني فقلت له اكيد يا كابتن مصلحه النادي في الوقت ده الاولى ان انا لسه هيبقى قدامي من 6 ل 9 شهور كاصابه واصابه طويله فمصلحه النادي هي الاولى وده مش شعارات يعني ده واقع حقيقة. انا هقعد فتره طويله فالنادي استفاد بالمكان يعني فده اللي حصل وبعدين كلمني الكابتن سيد على الموضوع ده وبعدين فعلا كهربا دخل في القايمه حتى انا هزرت مع الكابتن سيد بعدها قلت له يا كابتن طب هو دخل في القايمه وتوقف تمام ماتشات دخلونا انا كنت استفدت بيه احسن يعني لا موقف انا بقى انا بحترم جدا هنا بقى في يعني وقفه بقى طبعا يعني لان انت الايام دي بنسمع ايه الايام اللي فاتت اصل ما فيش حاجه اسمها ان في الاهلي بيوقعوا على بياض او في اي نادي تاني وده اللي حصل ده بقى اهو يعني مثال حي للي وقع على بياض في النادي الاهلي مع ان يعني تم رفعه من القايمه تم رفعه من القايمه معناها ان انت لعيب حر زي ما كابتن قال فاحكي لي بقى الكواليس دي يا سعد اكتر يعني انت ما قلقتش انت عندك اصابه يعني شويه قعدتك شويه يعني ايه اللي حصل يعني ايه كانت الكواليس كابتن خطيب كلمك انا عارفه صح كلمنا. كان في مكالمه بينك وبين كابتن خطيب مهمه جدا احكي لنا عليها برضو هو كابتن خطيب طبعا في عنده الجانب الانساني المهم جدا ان هو دايما المصابين بصراحه ما بيسيبناش يعني هو شخصيا بيكلمنا بيطمن علينا وصلتوا لايه طب المرحله دي حاسين بايه عنده سنس هو لعيب كوره طبعا عنده سنس ان اللعيب ليه اصابه ولما بيكون لعيب كوره يعني لما بيكون نجم بحجم الكابتن الخطيب واسطوره كبيره كرويه وغير ان هو رئيس النادي بتاعك فالناحيتين بيفرقوا معاك نفسيا طبعا. ومعنويا طبعا. يعني الكابتن الخطيب اي لعيب او اي حد مش عشان هو رئيس النادي بس انت اي حد بيبقى نفسه يشوفه يتصور معاه يتكلم معاه يسلم عليه دي الاسطوره بتاعت الكره المصريه يعني ده معروف فلما هو بيكلمك وبيطمن عليك اكيد انت بتبقى معنويا الموضوع بيفرق معاك الموضوع بيبقى نفسيا بتحس ان رئيس النادي بيدعمك يعني الفتره اللي فاتت الكابتن كلمني اطمن اخبارك ايه هو كان حريص يقول لي ما تستعجلش الاصابه وتر اكيلس دي مش سهله محتاجه ان انت تاخد وقتك في العلاج الطبيعي فطبعا هو عنده احساس الاب ان هو بيبقى دول ولاده وهو ان هو بيدعمهم فطبعا بنشكره بالنيابه عن زمايل المصابين يوم عمليه متولي كان موجود في العمليه على طول طمن على كريم ومحمد محمود فدي معنويا بتفرق لدرجه كبيره معانا يعني فالنقطه الثانيه ان انا فعلا كنت العقد لما كان بتاعي اترفعت من القايمه كنت انا فري وكان حصل ان انا المفروض كنت امضي على عقد جديد والظروف حصلت الفتره دي كان حصل كذا موضوع في النادي وكان في عندنا مباريات وضغط وكده وبعدين الكابتن سيد كان عنده كان في ظرف عنده محدش كان يعرفه وكان مرض اخوه كان مريض الفتره دي وكان في بعض يعني الانشغال ده في اول السنه صح؟ بنتكلم على اول السنه يناير فانا كان المفروض امضي على عقد جديد لان وانا ما كنتش اعرف ان انا لعيب حر اصلا يعني انا ما كنتش اعرف اصلا يا كابتن هاني ان انا ما انت مش في دماغك انت خلاص انا عارفك كويس ان مش في دماغك حتى لعيب حر مش حر انت خلاص موجود في النادي الاهلي يعني ما فيش تفكير في حاجه ثانيه انا مش في دماغي خالص ده دليل على تقديره للنادي الاهلي فانا عرفت بالصدفه يعني انا عرفت بالصدفه ان انا حر طبعا فعرفت طبعا وبعدين كلمني الكابتن سعيد وكلمني امير توفيق مدير التعاقدات في النادي وقالوا لي علشان خاطر العقد القديم ده اتلغى فنحتاج ان احنا نعمل عقد جديد فانا الكابتن سيد كان بعت لي الاداري علشان خاطر يديني العقود ان انا امضيها وكده فروحت اتكلمت مع الكابتن سيد قلت له انا هجي لك انا كابتن النادي وخدت العقود ورجعت النادي للكابتن سيد فهو الكابتن سيد بيقول لي احنا هنعمل عقد جديد وكده فشوف انت طلباتك ايه الدنيا ايه فانا كان معايا العقود ممضيه يعني انا مضيت العقود في البيت ورحت سلمتها للكابتن سيد يعني انا اديته العقود وهو وامير وبعدين العقود كانت فاضيه يعني
يعني هو اداك العقد خدته البيت مضيت بدون حتى ما تبص على البند مكتوب فيه حاجه في العقد فاضي والعقد فاضي فسلمته للكابتن سعيد هو الكابتن سعيد يعني هو استغرب من الموقف حتى امير ان يعني مضيت على بياض ان ما حدش بيعمل كده ان مديته العقد وهو كلم الكابتن وحكى له على الوضع فقال له ده ابننا ومن ولادنا وحتى الكابتن سيد موجود يعني ما بقولش كلام لا حقيقه يعني مش عارف بس وبعدين بعد كده بقى النادي وخلي بالك يا كابتن هاني احنا يعني انت في اوقات مثلا النادي بيقول لك انت احنا عايزينك تجدد سيبك من الموقف بتاعي فانت بتقول تمام يا كابتن انا حاجه ابقى سعيد وبعدين ميزه ان النادي بيجي يكلمك قبل نهايه عقدك بسنه بسنه ونص انا طول عمري مثلا النادي يجي يكلمني قبل نهايه عقدي بسنه بسنه ونص فانت بتبقى مبسوط من جواك ان النادي بيكلمك طبعا. على تجديد عقدك يعني ف بتمضي العقد وبعدين بتسلمه لمدير الكوره يعني في حالات كتير بتحصل كده ممكن بعد شهر شهرين تبتدي تتكلم في التفاصيل الماديه بتاعتك لان في ناس بتقول مثلا ان ده ما بيحصلش بس ده بيحصل وعايزين ناكد على دي يعني سعد لان الناس دلوقتي وانت اكيد الفتره اللي فاتت شفت الشوشره شويه وهرجع لك في النقطه دي انت بتتعامل ازاي كواحد من كباتن الفرقه داخل النادي بتتعامل مع القصه دي ازاي والجزء الثاني بتاكد للناس ان في ناس بتقول ما الموضوع بقى موضوع احتراف وان من حق اللعيب انه يقعد يقول انا عايز بدل الواحد عايز 10 لا لغايه دلوقتي موجود في النادي الاهلي ان في لعيبه بيجي لها العقد وبتمضي وبعديها بثلاث شهور ممكن يقعد بس هو بيدي خلاص انا كده موجود في النادي الاهلي معاكم النقاش على الكام وده بيبقى لاحقا وبيتم يعني اكد على الكلام ده لان الناس بتقول الكلام ده ما بيحصلش هو زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هاني هو طبعا الاحتراف موجود ومش عيب ان اللاعب يطلب بحقه ده حقيقي وهو مش طبيعي ان اللاعب يمضي على بياض برضه ده في الزمن ده مش طبيعي طبعا مش طبيعي نتكلم في استثناءات ما تقدرش تلوم لعيب مش عايز يمضي على بياض لا لكن هي القصه هي القصه ان احنا كان في انا ممكن عشان عاصرت اجيال كتير قديمه وشفت مثلا اللعيبه الكبيره بتتصرف ازاي مع النادي او في التجديدات او فكان هم بيعملوا كده يعني فبالنسبه لك ده فدي ما كانتش حاجه يعني. وبيبقى في سن الكسوف شويه يعني ان انت اول ما تتكلم فتتكلم في في الماديات وده واقع بيحصل فانت يعني انا مضيت في رمضان في شهر رمضان اللي فات فابتديت اتكلم في التفاصيل العقد الفلوس والعقد بعدها بشهرين كان بعدها بشهرين بالظبط وفي اوقات انت بتبقى في ضغوط في ماتشات مهمه في مثلا ملفات كتير النادي شغال فيها فانت مش عايز تخش على مدير الكوره او مدير التعاقدات ان انت تشغل الدنيا فده بيحصل ده مش كلام احنا بنقول كلام عشان نقول للناس ان على الحاجات ما بتحصلش لا ده دي حاجات ثوابت واسس والشناوي عمل كده وفي لعيبه عمل فعلا بالظبط بس زي ما انت بتقول احنا ما بنقولش ان مش من حق اللعيب لا احنا فعلا عايشين احتراف وممكن جدا من حق اللاعب ان هو يقول لا اقعد وتعاقد على هي بتتفاوت بقى من شخصيه للثانيه في واحد انا بقى لي 11 موسم في النادي الاهلي او 11 سنه دي السنه ال 12 فانت يعني بقى لك عمرك في النادي الاهلي كله وطالع من صغير في النادي فشفت الكبير بيتصرف ازاي شفت الناس اللي قبلك بتتصرف ازاي فبتحاول تحافظ على الحاجات اللي انت اتعلمتها على قد ما تقدر ده صحيح برضه ما حكيتش عن مكالمه كابتن خطيب لما اتصابته وعند التجديد كان ايه الحوار اللي دار يعني كان ايه اهم حاجه قالها لك يمكن لا هو انا لما اتصبت انا اول ما اتصبت عرفت ان انا ايه الاصابه يعني وانا في الملعب فحتى زمايلي بيحطوا لي تلج قلت لهم مش خلاص انا هعمل عمليه يعني قالوا لي دي كدمه وبتاع فحسيت ان في حاجه اتقطعت يعني فالكابتن الخطيب هزر معايا يومها يعني انا رحت المستشفى اعمل اشعه فكنت قاعد في عربيه الاسعاف فالكابتن كلمني فبيقول لي ايه يا ابني في ايه يعني مالك ايه اللي بيحصل لك وبتاع وكانت والدتي تعبانه قبلها فتره وهو عارف وكان بيكلمني يطمن فقلت له يا كابتن والله بيقول لي عين جامده دي ولا ايه قلت له يا كابتن دي مش عين بقى دي ده انا واقع في بير شكلي كده ولا في حاجه غريبه يعني لان السنه دي يا سعد مر الناس ما تعرفوش مر بصعوبات كتيره جدا على مستوى الاسري كان اعتقد والدتك كان في حد من اخواتي الاثنين عملوا عمليات خمس عمليات السنه دي في البيت الموضوع كان في البيت كان الواحد والدتي كانت تعبت في اول بقى لها يعني سنه وفتره كانت تعبت برضو اكتشفنا ان في موضوع كبير ومرض خطير وكده وبعدين مش عايز تتكلم فيه يعني الحمد لله ربنا يقومها بالسلامه احنا شغالين في العلاج وكده والحمد لله يعني وبعدين انا جيت عملت العمليه وبعدين اخويا مصطفى
اكتشفنا ان في ورم في المخ فعملنا عمليه. اخوك؟ اه مصطفى الاصغر مني، وبعدين محمد اخويا جاله كسر فعملنا عمليه برده. سنه صعبه جدا جدا، فكان جداً فتره سنة صعبه شويه، ولسه من اسبوعين ايه تاني انبوبه فرقعت. الانبوبه ايه؟ انبوبه فرقعت، انبوبه اللي فرقعت في البيت يعني، مراتي عند حمايه وكده كانت هي وبنتي، وبعدين الانبوبه فرقعت يعني. حصل لها، نحاول نستخبى بقى الفتره الجايه. ايه اللي حصل يعني؟ في اي خسائر حصلت يعني؟ حاجات بسيطه ربنا سترها يعني، البيت اتبهدل بس هم الحمد لله. اهم حاجه ان اهم حاجه بس ما حدش فتره وتعدي ان شاء الله. سنه صعبه والناس لازم تعرف، معلش اسف يا سهام، الناس لازم تعرف برضو ان لعيب الكوره الناس بس بتقيمه في الملعب وبتلعب كويس وما بتلعبش كويس، طبيعي انه لازم بيفصل شويه المشاكل الاسريه عن الملعب، لكن ساعات بيبقى امور صعبه جدا بتمر زي سعد، امور صعبه جدا على المستوى الاسري، فاكيد ده بيتاثر على، اكيد بيتاثر عليه مهما كان على مستواه. فزي ما بقول لك التقييم لازم يكون واقعي شويه، ولازم كمان انا بحيي سعد طبعا على روحه اولا وعلى اصراره، وعلى كمان احنا عارفين سعد دايما دمه خفيف ويضحك ويهرج، لكن الجزء انا عارف سعد، مش عايز اقول ان انا من ولادي عشان مش عايز اكبر نفسي، لكن عارف سعد ان هو صغير يعني، يعني متاثر شويه. اه طبعا اتعرضت لمشاكل، انا في حاجات اول مره نعرفها تقريبا، صح؟ ما حدش يعرف عنها حاجه يعني. يعني فتره كانت صعبه. هو الناس دايما بيهمها لعيب الكره اللي قدامهم يعني، الخلفيه اللي وراه مش يعني، وده حقهم يعني. انت عايز لما بيحبوا لاعب قوي بالذات في النادي الاهلي بيبقى مرتبط قوي بالشخص برضو، اللي عنده واللي ايه وفين ووصل لحد فين ونازل امتى. بس هي مامتك عامله ايه الوقت؟ الحمد لله احسن والله، بتتحسن. الامور ماشيه كويس في العلاج وكده، وان شاء الله اتمنى لها الشفاء يعني. هي يعني الموضوع كان صعب يعني، كواليسه كانت صعبه يعني. يمكن انا عرفت يوم مرض والدتي، يوم حفله التكريم، النادي الاهلي كان عمل حفله تكريم لدرع الدوري اللي هو الموسم اللي فات، وكان في حفله، ويمكن انا اعتذرت عن الحفله لان الكابتن، كلمت الكابتن سيد وقلت له عرفت ان والدتي تعبانه، كان في تحاليل وحاجات بنعملها وعرفنا ان في مشكله، فكان فكنت بقى موجود مع والدتي وكده، فكان بدايه الموضوع موضوع صعب يعني. فالكابتن الخطيب عرف وكان على تواصل معايا على طول بصراحه، وبيطمن على طول على والدتي، والحمد لله يعني. احنا شغالين في العلاج وان شاء الله خير يعني، ان شاء الله ربنا ان شاء الله ان شاء الله، مش عايزين ندخل الناس في لا لا. طب تعالى نتكلم على الكوره شويه، نتكلم على الخط دفاع النادي الاهلي بصفه عامه. في بعض الناس بتقول ان النادي الاهلي الخط الدفاع مش ماشي بشكل كويس، رغم ان احنا لغايه دلوقتي افضل دفاع، لكن في علامات استفهام شويه على دفاع النادي الاهلي. انت شايف او كلاعب في الملعب او جوه الفرقه شايف الكلام ده موجود؟ نتيجه اصابات، نتيجه ان لا احنا في بعض الماتشات بنأديها بشكل وحش، في خط الوسط ما بيساعدناش. انت كسعد شايف الموضوع ده ازاي؟ ردود الافعال دي صح ولا تطمن الناس على دفاع النادي الاهلي؟ هو بص يا كابتن، احنا دايما لازم افرق بين انطباعي كلاعب وانطباعي كمشجع. انطباعي كلاعب بيبقى جاي من الخلفيه اللي انا عايش فيها، اللي هي التدريبي، ماتشاتي، الخبرات اللي انت بتكتسبها من خلال لعبك في النادي سنين كتير، فتقدر تقيم انا عندي مشكله في الاساس اصلا ولا ما عنديش. ده بالظبط ده عايزين نسمعه منك كواحد جوه النادي، ومش اي حد يوصل لي ان انا عندي مشكله وانا ابقى كويس فاقول ده انا عيان، او لا انا ما عنديش مشكله، فانت ليه توهم نفسك عايز يعني تدخلني ان انا عندي مشكله؟ صحيح. انا اقوى خط دفاع في النادي في في في, في الدوري، بسجل فيك 8 اهداف بس، وانت واصل قبل نهائي بطوله افريقيا، فانت كل اهدافك محققها وانت ماشي على الطريق الصحيح. فانا مش عايز يعني حد يجي يقول لي لا انت عيان. يا عم انا مش عيان، انا سليم، وانا لو عيان انا هعالج نفسي، ما تقلقش والله انا مش هسيب نفسي يعني. بس في برضه ناس متخوفه من دفاع الاهلي في الفتره دي، ويمكن حتى بعد ماتش الانتاج تقريبا محمود متولي نزل عمل يعني ما انا هكملك بشكل فدائي جدا الحركه اللي عملها، بس برضه اتصاب. ففي ناس متخوفه، فاحنا عايزين نطمنها انه بالرغم من التخوفات دي الا انه دفاع الاهلي من اقوى الدفاعات يعني في مصر. هو ممكن على مستوى العدد يا كابتن هاني ان انت في سعد مصاب ومتولي، فمفيش الا رامي وياسر وايمن. ممكن ان احنا نبقى قلقانين شويه ان عندنا ثلاث مدافعين فنحاول نحافظ عليهم، بحيث مع الاصابات هيبقى في مشكله ان احنا هيبقى في اثنين بس، فدي هتبقى مشكله. لكن انا دلوقتي بتكلم في نقطه ان بعد التوقف اللي حصل وكورونا، الفرقه كمجمل مش نفس المستوى اللي احنا فنشنا بيه. طبيعي ده طبيعي،
انت بتتكلم على المستوى الجماعي. على المستوى الجماعي بالظبط. فانا ما اقدرش اقول ان خط دفاع النادي الاهلي متاثر، لان الشكل الهجومي بتاعنا مش هو اللي قبل التوقف. الانتشار بتاعنا، الضغط بتاعنا من ماتش لماتش، الدنيا بنحاول ان احنا نتحسن، تبقى افضل. اه طبعا. في ظل ده انت عندك اصابات، عندك ايقافات، عندك لعيبه خرجت من التيم، الهيكل اللي انت كنت عامله والانسجام اللي انت كنت عامله خرج كذا عنصر منه، اتهز شويه، فالدنيا ابتدت يحصل شويه تتغير. يحصل شويه تفاوت في المستوى، لكن ده طبيعي. لكن في نفس الوقت انت بتكسب، وده اللي يهمك كفرقه كبيره، ان انت بتكسب. لكن طبيعي ان انت في ماتشات ان انت الفرقه كلها كتوتال مش في حالتها، فطبيعي ان خط الدفاع هتهز، فده طبيعي. وبعدين حضرتك كنت مدافع وعارف انت ما بتدافعش لوحدك، صحيح. قلب الدفاع او الاثنين مدافعين بيدافعوا مع الاثنين الباكات، مع نص الملعب الاثنين الديفندر. بنقول لو راس الحربه ما دف... ما بيكونش هو اول واحد بيقف من قدام، هتبقى عنده مشكله وسط الملعب، ووسط الملعب هيرد عليك طبعا. انت فهو انت دايما لما يكون الفرقه كومباكت وكتله واحده وبتدافع كويس جدا، وحضرتك يعني لعبت بره كتير وشفت وبتتفرج على الفرقه، وكنت دايما بتقعد تكلمنا عن المانيا وعن الفرق الكبيره بتدافع ازاي، فده انت ما اقدرش اقيم خط الدفاع لوحده. لكن لو في خطا فردي، لعيب اتسبب في خطا فردي، اكيد ممكن هتقول في مشكله، ده وارد. لكن ده وارد. على المستوى العام انت، انا شايف الامور ماشيه بشكل كويس. ممكن الناس حريصه اكتر ان احنا نبقى احسن على المستوى الدفاع، على المستوى الهجومي، على مستوى الفرقه ككل. ممكن نتقبل ان الناس بتحاول ان هي تنصحنا ان احنا نبقى افضل. أيوة، وده احنا حريصين عليه. انت بقى لو كنت مكان فايلر كنت عملت ايه؟ هل كنت عملت تبديلات معينه؟ حطيت مثلا احمد فتحي لعب سيرد باك؟ يعني انت لو بتتفرج، اولا انا عايزه بس قبل وهرجع بقى تاني للسؤال ده، انت لما بتتفرج على ماتش اصعب ولا لما بتلعب اصعب؟ يعني دايما يقول لك اللي بيتفرج على المباريات ده بيبقى اصعب من اللي بيلعب. انت عايز انا اجاوب على انهي سؤال بتاع ان انا لو انا فايلر ولا لا؟ الاخراني. وبعد كده هرجع لاحمد فتحي. هو اول حاجه التكييف ثلج، فانا قاعد بتضايق. تعالى بجد. والشناوي برده قلت له تعالى برده جايب نص كم حاطين فاكهه او حاجه عشان تبوظ. بقى قلت لك في موز عم. فالجو برد بس مبدئيا. معلش هنوطولك حالا. قولي لي بقى تاني السؤال. الماتشات اللي بتتفرج عليها بتبقى اصعب ولا لما بتلعب المباراه؟ وانا بتفرج اصعب. ولا وانت بتلعب؟ لا وانا بتفرج اصعب والله. طبعا. فعشان كده فتره الاصابه خلت الواحد يعني يقدر الناس اكتر، يعني لان الموضوع بيبقى طبعا يقدر انفعال وغضب الجماهير طبعًا. في بعض لازم الاحيان لازم نتقبل انفعالهم وغضبهم طبعا، لان الموضوع صعب، بالذات لو انت بتشجع النادي بجد وانت بتحب النادي بجد. هو ده اللي كنت عايز اسمعه. الموضوع بيبقى صعب. ترجع لاحمد فتحي. بتقعد تهري وتنكب في نفسك. كنت يعني عملت ايه بقى لو انت مكان فايلر وعندك النهارده شكل الاصابات ده، عندك ايمن اشرف كمان، كنت عملت ايه لو انا مكان فايلر؟ انا ما ينفعش ابقى مكان فايلر. انت كنت عملت ايه لو مكان فايلر؟ احنا بنحلم، عارف يعني ما انا بحلم يعني على قد تخيل. خلينا يعني انا ببقى لعيب، فهتكلم في الشكل يخصني كلعيب، لكن المدير الفني بيبقى هو اللي مطلق الحريه. يعني صعب جدا يكون لعيب في الفرقه ويبقى تحطيه مكان المدير الفني يعني. خلينا ممكن سعد سمير ان شاء الله باذن الله بعد زمن طويل هنقول له لو كنت وكمان هاخد من الحته ديت، ولو هقولها كابتن هاني بقولها بنقولها ما بيننا يعني، بنقعد نتكلم ما بيننا، لكن ما تطلعش. لا التقييم العام نطمن الناس يعني. انت احنا بنتكلم في وده شيء طبيعي ان لما يكون في توتر في الاداء الجماعي اكيد بيأثر طبعا. اكتر خط بيأثر عليه هو خط الظهر، فنطمن الناس ان شاء الله في اصابات ان شاء الله هترجع ونأدي. لكن بتتكلموا ازاي يا سعد جوه الفرقه على مشوار الدوري وبطوله افريقيا؟ عايزين نعرف انتوا مع بعض، انت واحد من الكباتن دايما اكيد بتتلموا زي ما اي حد اي فرقه دلوقتي، وخاصه النادي الاهلي، الاعداد ديت بتتكلموا على الدوري وافريقيا ازاي؟ هو طبعا يا كابتن انا لحد دلوقتي وكنا بنتكلم قريب، الدوري لسه ما اتحسمش، الدوري لسه في الملعب والدوري لسه موجود، لازم نقعد نقاتل ونحارب في كل ماتش بنلعبه لحد ما نجمع عدد النقط اللي يخلينا نكسب الدوري. فاحنا ده مركزين فيه بشكل كبير جدا، ان احنا نحسم الدوري بدري وان احنا نرتاح بدري، وفي نفس الوقت احنا داخلين على قبل نهائي بطوله افريقيا، فلازم يبقى في استعداد كويس جدا من خلال ماتشات الدوري للبطوله. كل لعيب يطمن على نفسه ويطمن على مستواه، يطمن لو في تكتيك المدرب عايزه بتحاول ان انت تطبقه في الملعب، بحيث ان انت هتبقى داخل على ماتشات قويه ومستوى تاني من المنافسه. حقيقي مستوى الدوري حاجه ومستوى بطوله افريقيا حاجه، زائد هي ماتشات مواجهات مباشره ومواجهات مصيريه، ان انت بتلعب فرقه كبيره زي فرقه الوداد، وفرقه احنا المفروض الفرقه كسبت مننا بطوله افريقيا قبل كده، فيبقى عندنا دافع اكتر ان احنا نتجاوز الماتش ده ونوصل للدور النهائي. فهو ده تفكيرنا، هو ده تركيزنا.
وانا شايف ان ان احنا كلاعيبه علينا دور اكبر وعلينا عمل اكبر ان احنا نفرح جمهورنا وان احنا الناس محتاجه تفرح بجد. يعني الواحد مصاب الفتره اللي فاتت فموجود في الشارع على طول بيشوف الناس، الناس كل كلامها عن بطوله افريقيا، الناس كل هدفها بطوله افريقيا. كمان عشان انت يعني دلوقتي كمان الاصابه بعدك شويه فبتبدا تتفرج على ماتشات، ممكن تتفرج مع اصحابك، ممكن تتفرج في حته، فانت كمان بتسمع الناس ردود الافعال عايزه ايه. فكل ده واصل لزمايلي، فانا بفكرهم وبفكر نفسي ان احنا بطوله افريقيا بالنسبه لنا السنه دي تحدي كبير جدا، مطلوب مننا ان احنا نركز كويس جدا، مطلوب مننا ان احنا نخلص كويس جدا، نخلص بمعنى ان احنا كل واحد يجي على نفسه ويضحي علشان خاطر اسم وكيان وفرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي يستاهل مننا ان احنا نخلص بجد، ان احنا نضحي بجد، ان احنا الفتره دي نركز ونسكت ونركز شويه ونسكت لحد ما الشهرين دول يخلصوا ونكسب بطوله افريقيا، وبعد كده زي ما انا بقول دايما نفسك في اي حاجه اعملها بعد البطوله، خد البطوله يعني اكسبها يعني اجل يعني اجل يعني نركز 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 بمعنى ان احنا نركز نركز ان احنا نقفل على نفسنا نركز ان احنا يعني انا مش عايز اخش في قصص كتير، بس انا بتكلم في فكره النادي الاهلي كبير جدا، النادي الاهلي نادي كبير جدا، واي واحد فينا في فرقه النادي الاهلي من اكبرنا لاصغرنا كان يحلم ان هو يعدي من قدام سور النادي الاهلي كلنا. اللي يقول غير كده يبقى بيهجص. واللي دخل النادي وعاش في النادي وشاف من النادي خير وشاف من النادي اسم وشاف من النادي تاريخ عارف ده كويس جدا ومقدر ده كويس جدا. فاي حد كان يتمنى ويحلم ان هو ينضم للنادي الاهلي وان هو يبقى موجود في النادي الاهلي وان هو يعدي فعلا من جنب سور النادي الاهلي، كلنا واحنا صغيرين كنا كده، نفسنا نروح نتصور مع اللعيبه، نفسنا نروح نبقى موجودين. فلما اكون موجود في كيان كبير زي ده اقدر النعمه اللي انا فيها واحترم المكان واخلص للمكان. فده اهم وقت واكتر وقت بالتحديات اللي بنواجهها، سواء تحديات من بره النادي سواء من جوه سواء المنافسات اللي احنا بنشارك فيها. فده مطلوب مننا ان احنا نخلص من جوانا بجد. اي حد عنده مشكله اسكت، ما تتكلمش دلوقتي، في بطوله، في هدف، يعني ركز في الماتشات اللي انت فيها، ركز في البطوله اللي انت فيها، ركز في المسار اللي انت ماشي فيه، ما تشمتش فيك حد. في نظام وسيستم انت ماشي عليه. وصل لكم الكلام. يعني انا دايما بحب اخد من جوه يعني من جوه، ده كابتن فرقه وعارف جوه ايه. من الواضح انه واصل لكم وانتوا فاهمين القصه من بره ماشيه ازاي، بدليل النقطه اللي انت بتقولها، اجل يا عم لو عندك مشكله اسكت، عندنا حاجه اهم، عندنا بطوله اهم. وهايدك جدا في حته ودايما يا سعد كنا بنتكلم حتى وانا مدرب بقول يعني دايما لازم تفتكر اللحظه اللي انت بلغت فيها انك هتكون جوه النادي الاهلي، واللحظه دي ما تتنسيش عشان طبعا. اللحظه ديت في ناس بتنسى، يعني في ناس فعلا بتنسى لظروف معينه، يعني مش عايزين نتكلم فيها، لكن انك تفتكر دايما احساسك لما اتقال لك يا سعد انت دلوقتي هتتمرن مع الفريق الاول للنادي الاهلي، احساسك وانت بتشيل بطوله دوري او بتشيل بطوله كاس، الاحساس دوت لو اتنسى ممكن جدا يخرجك عن الصف. فدايما استمر انك دايما تفكر الناس بده يا سعد، مهم قوي انك تفكر الناس بده، انك تفتكر انك كنت تتمنى انك تعدي من سور النادي الاهلي. كنا بنقف انا وانت وغيري، كنا نقف على سور النادي ماسكين الحديد كده واحنا صغيرين عشان نشب كابتن محمود الخطيب ده، كابتن علاء ميهوب، بعد ما احنا دخلنا الصغيرين بقى يشبوا عشان يشوف ده كابتن سعد سمير. أيوة. فاللحظات ديت لو اتنست اعتقد بتبقى في مشكله طبعا. وهي يا كابتن زي ما انا بقول لحضرتك وحضرتك بتقول، النقطه اللي حضرتك بتقولها مهمه، ان انت تفتكر اول يوم، تفتكر لما النادي بيتفاوض معاك، تفتكر وانت كان حلمك والنادي يا كابتن. يعني مهما كانت الدنيا بتتغير والظروف بتتغير، النادي ثابت مكانه والنادي اسمه كبير جدا. ودايما انا بقول البادج بتاع النادي الاهلي ده يعني بثمن، يعني عالم النادي الاهلي، الشعار اللي انت بتبقى على التيشيرت بتاعك ده، والله انا مش بقول كلام مصطنع ولا انت بتقول كلام محتاج، ده واقع وانت عايشه، واللي بقاله سنين في النادي عارف الكلام ده، والاجيال اللي قبلنا اتعلمنا منها كده واتقال لنا كده، وهو ده الواقع. لان لو مش ده الواقع يبقى احنا بقى اتعلمنا غلط، او يبقى احنا اتربينا غلط. لكن احنا الحمد لله اتربينا صح جدا واتربينا كويس جدا. مش عايز بس ابقى منفعل في الحته دي، بس الواحد بس بيزعل الفتره اللي فاتت ان النادي ناس مش مقدره حجم وقيمه ومكانه النادي اللي احنا كلنا كنا بنتمنى نبقى موجودين فيه. فالحمل علينا احنا تقيل شويه كلعيبه، وانا بطلب من زمايلي
من خلال حضرتك ان احنا لازم نركز اكتر، لازم نخلص اكتر. احنا الواجهه بتاعه النادي وفرقه الكره دايما هي اللي بتكمل وهي اللي بتدوس وهي اللي بتجيب البطولات وهي اللي زي ما بيقولوا بتبقى الدرع رقم واحد للنادي الاهلي. فيا جماعه احنا عندنا تحديات كبيره جدا الفتره الجايه، ومطلوب من كل واحد فينا يبقى قد التحديات دي. اللي مش قد التحديات دي الفتره الجايه يرفع ايده ويقول يا جماعه انا ما انتوا الموضوع هيبقى صعب جدا وانتوا فده مهم جدا، ده مهم جدا وده مطلوب الفتره اللي جايه. ودايما احنا بنتكلم مع بعض في الاوضه، لكن في الاول وفي الاخر انا بكلم احنا فرقه واحده يعني. وانت عاصرت اجيال كتير يعني، انت عاصرت الكابتن وائل جمعه، بركات، حجازي، فاكيد ده اتعلمته كمان من الناس اللي سبقتك يا سعد. طبعا هم طبعا الاجيال يعني، انا طلعت الفريق الاول 2009 بعد كاس العالم للشباب اللي كان في مصر. طلعنا احنا مجموعه مع الكابتن حسام البدري. زي ما الكابتن هاني قال، قعدنا فتره كبيره مش مدركين ان احنا بنتمرن مع ابو تريكه، مع بركات بحفظ الالقاب طبعا، مع وائل جمعه، مع جيلبرتو، احمد بلال، احمد حسن، عماد النحاس، يعني مش عايز عماد متعب، محمد شوقي. كان حلم قعد بنقعد نتفرج عليهم هما بيلبسوا وهم بيتحركوا ازاي، التمرين عامل ازاي، طب مين اللي نخش عليه جامد، مين اللي نبقى بالراحه، يعني كان الموضوع كبير. فعاصرنا ناس اتعلمت ده وكنا زي ما بيقولوا هما بيمشوا واحنا نمشي وراهم، بنتعلم منهم في كل التصرفات، في كل المواقف اللي عدت، وعدينا بظروف اصعب من دلوقتي. صحيح. يعني كان في فتره النشاط واقف فيها وكسبنا بطوله افريقيا، والسنه اللي بعدها نكسب بطوله افريقيا ونروح كاس عالم انديه ونكسب الدوري 6 سنين ورا بعض، يعني كان في تاريخ وكان في يعني في حاجات تراث وحاجات اتعملت عشان احنا نكمل ونمشي عليها. والحمد لله يعني ده اللي احنا مستمرين فيه دلوقتي. لكن فعلا كان جيل عظيم وجيل كبير، فتعلمنا منهم كتير واستفدنا منهم كتير طبعا. طيب احنا هنتوقف هنا شويه وتشرب كده حاجة السخنة اللي قدامك دي عشان الدنيا برد فعلا لسه. بس لا بس وطينا المكيف شوية، خد بالك عشان الأجهزة كتير فما ينفعش. أنا متكلم. طيب احنا هنروح لفاصل سريع جدا وبعد الفاصل البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم. النجم سعد سمير. سعد، اتكلمت على بطولات كتيره جدا كسبتها مع النادي الاهلي، افتكر لنا كده بطوله كانت بالنسبه لك كانت بطوله صعبه قوي، يعني من البطولات اللي انت بتفتكر يا يعني احنا كسبنا دوري، كسبنا كاس، بطوله افريقيا دي كانت من اصعب البطولات اللي انا كسبتها او النادي الاهلي كسبها في الفتره اللي فاتت. والله يا كابتن هاني في بطولات كتير كانت صعبه يعني عليك انت. يعني الكونفدراليه عماد متعب في اخر كان سنة. في الملعب يعني يمكن انا بكيت بعد الهدف ده وانا في الملعب، ما قدرتش امسك نفسي يعني. ف لكن يعني البطوله صعبه، لكن البطوله اللي طعمها كان حلو قوي 2012 بطوله افريقيا. يعني بطوله افريقيا كانت بطوله، وبعدين 2013 فالبطولتين كانوا عزاز علينا قوي. اني كانت مع كابتن محمد يوسف، كابتن حسام البدري 2012، كابتن محمد يوسف 2013. فبطولتين كانوا عزاز علينا قوي، مرينا فيهم بظروف صعبه، النشاط كان واقف وكنا بنلعب كل اسبوعين ماتش. فكنا اللعيبه الكبيره اتجمعنا، يا جماعه لازم نكسب عشان خاطر لو ما كسبناش هنقعد في البيت، لان انت عارف مفيش نشاط، خلاص مفيش. فهي بطوله افريقيا، فانت الاسبوع الجاي لازم تكسب، لو ما كسبتش وخرجت خلاص انت هتقعد لحد السنه الجايه. فكل اللعيبه نازله حريصه ومركزه، لازم نكسب علشان خاطر نكمل. النادي الاهلي اسمه موجود دايما طبعا. ومفيش ساعتها ما كانش فيه لا دخل ولا فيه مرتبات ولا فيه حاجه، النشاط وقف وتنازلنا عن جزء من مستحقاتنا، وعشان خاطر لا ما ينفعش ننسحب علشان خاطر الاتحاد الافريقي بيفرض عقوبات على المنسحب. ففضلنا ماشيين خطوه خطوه في بطوله 2012، ولو تفتكر حضرتك كنا في الاولمبياد لندن. ايوه. وكان معانا كابتن ابو تريكه وكابتن احمد فتحي وكابتن عماد متعب، ونزلنا من الاولمبياد كملنا على طول على بطوله افريقيا انا وشهاب وهم، وربنا كرمنا وكانت بطوله صعبه جدا. كسبنا مازيمبي في دور المجموعات، وكسبنا سانشاين فرقه من نيجيريا قبل النهائي، وكسبنا تشيلسي الغاني، وبعدين لعبنا نهائي الترجي، وربنا كرمنا ببطوله. وكانت بطوله كانت حتى تسمى بطوله الشهداء، وكانت بعد الاحداث اللي حصلت فكانت بطوله الشهداء وربنا كرمنا بيها. ولعبنا السوبر الافريقي بعدها، لعبنا اليوبار وكسبنا.
وبعدين رحنا كاس عالم انديه في اليابان. كان اول مره بلعب كاس عالم انديه، كانت طبعا اجواء مختلفه ودنيا مختلفه. وحتى بنقعد نقول للعيبه دلوقتي بطوله افريقيا حاجه تانية خالص، ودايما كان يقولوا لنا اللعيبه الكبيره ابو تريكه وبركات والكابتن وائل والكابتن متعب والكابتن حسام، يعني المجموعه الكبيره كلها بتاخد ختم النادي الاهلي لما تكسب بطوله افريقيا. ده حقيقي، يعني انت كلاعب بتاخد ختم ان انت ما خلاص انت عندك 41 او 42 دوري. فالموضوع بالنسبه لما بتكسب بطوله افريقيا بالظبط. بطوله افريقيا ليها مردود السحر على الجماهير وجوه كمان على اللعيبه. انت كسبت بطوله افريقيا وعارف قد ايه طبعا انك تشيل كاس افريقيا. وروحنا بقى كاس عالم الانديه بتحس بدنيا ثانيه خالص، مختلف. لكنه كاس عالم مصغر، كاس عالم اولمبياد حاجه كده، حاجه مصغره كده، وبتحس بقى بكيانك وباسم النادي الاهلي. وبعدين لعبنا 2013 كانت بطوله صعبه جدا برضو. دي بقى مع الكابتن محمد يوسف. مع الكابتن محمد يوسف كان ليها بقى تفاصيل كتيره. طبعا بطوله 2013، بس احنا معانا واحد من حبايبك كابتن كريم ندبد معانا على التليفون. برحب بيك يا كابتن. اهلا، مساء الخير. ألو. يا كريم. يلا يا كابتن كريم، اقف في حته فيها شبكه. لا مش سامعين. كريم كابتن ازيك، اخبارك يا كريم، عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن، وحشنا. اخبارك كله تمام؟ كله تمام. طمنا عليك، كله كويس؟ طمنا عليك. كله بخير الحمد لله. طب الحمد لله. دايما معانا صديقك سعد وبردان، وعمال يقول لنا بقيت ايه في التكييف، ويقول لي في الهواء يقول لي انتوا عاملينها مخزن فاكهه والجو برد. التكييف سعد طبعا علاقتك بيه طبعا حتى خارج الملعب علاقه وطيده جدا. وسعد يمكن كان بيتكلم ان هو يعني الفترة اللي فاتت كان في اصابات، لكن ان شاء الله انت كمان عارف وانت في الملعب قد ايه بيكون مطمن ان سعد موجود في الملعب بيلعب وراك. فاحكي لنا علاقتك ايه بسعد جوه الملعب وبره الملعب. كابتن انت معاك واحد من اللعيبه اللي هي من اللعيبه الرجاله اللي هي بتشيل النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي. فانا وسعد يعني علاقتنا كبيره قوي بره الملعب كمان اكتر من جوه الملعب. بقيت عنده علاقه كتير ولعيب كتير في الفرقه وبيطمن اي حد بيلعب معاه. لكن هو على مستوى الانسان مستوى شخص يعني من شخصيات الرجاله جدا مع اي لعيب بيجي موجود في الفرقه بالذات اللعيبه الجديده او اللعيبه الصغيره اللي بتطلع بيبوظ ظهرها على طول بيتكلم معاها بيواجهها. ودي بتبقى يعني بتبقى صعبه ان انت تلاقي في اي لعيب موجود ان هو اصلا بيتكلم مع لعيبه بالذات الصغيره اللي بتبقى لسه طالعه بتبقى حاجه كويسه منه. طبعا هو من اللعيبات الكبيره في الفرقه واللعيبه المؤثره في الفرقه فلما بيبقى بيتكلم معاك في حاجه فانت بتبقى عايز تسمع له عايز تستفيد منه تتعلم منه. وطبعا انا بشكره بنيابه عن كل اللعيبه اللي كانت موجوده في سني واحنا صغيرين واحنا طالعين يعني. وقف جنبكم كتير وساعدكم في بدايه المشوار يعني. اكيد طبعا يا كابتن اكيد، حتى لما في لعيبه بتبقى بره في الاعارات موجوده في النادي بتلعب اعارات على طول بقى متواصل معاها. انا كان واحد منها ناصر ماهر بيكرم لعيبه كتير يعني مش عايز انسى حد فيهم بيتواصل معانا على طول بيتفرج على ماتشاتنا عشان يوجهنا ويقول لنا ايه الصح. حتى بيتكلم مع الناس في النادي ان احنا اللعيبه اللي هي الكويسه والرجاله اللي هي نازل تركز او موجوده في النادي. طبعا كل دي الحاجات مش اي حد بيعمل الحاجات دي. صحيح صحيح. الواحد نضيف يعني وبيحب النادي وعايز يفيد الناس كلها. صحيح. انت يا كابتن سعد يمكن هو كابتن كريم قال كلمه مهمه جدا ان انت من الناس اللي بتجيد ده، ان انت بتعرف تستقبل اللعيبه ازاي، بتوصل لهم روح الفانيلا ازاي، بتعرف تستقبلهم بشكل كويس. عمليه الانتماء هنا مختلفه جدا، فده اللي انت دايما بتحاول توصله للناس او الشباب اللي طالعين بعديك انت وغيرك. طبعا هو ده اللي اتعلمناه في الفرق. هو ده اللي اتعلمناه من اللعيبه الكبيره. وده اللي احنا شربناه منهم زي ما بيقولوا، ان انت دايما قوه فرقه النادي الاهلي في وحدتها وان هي متماسكه وان هي قريبه جدا ومترابطه من بعض. فهو ده اللي احنا اتعلمناه، فبنحاول ان احنا نمشي على نفس الخط. زي ما انا قلت لحضرتك النادي الاهلي فيه سيستم ونظام موجود، احنا مجرد ما ان احنا بنمشي عليه بس بنطبقه وبنمشي عليه، لكن هو موجود من فترات كبيره. فده اللي احنا اتعلمناه وبننقله للاجيال بقى اللي طالعه. يعني كريم كابتن المنتخب الاولمبي وكابتن فرقته في الناشئين لما كان موجود. فهو من الناس اللي هي طالعه بنحاول احنا ننقله عشان هو بعد كده هيبقى كابتن فرقه وهيبقى مسؤول وهيبقى أكيد. هو اللي بيقود. فبتمنى له طبعا ان شاء الله يرجع بالسلامه. هو شغال في البرنامج بتاعه واموره ان شاء الله ماشيه كويس. وهو من كان في الحرس فكنت اعاره هو صغير، فكنت على طول بتواصل معاه الدنيا عامله ايه، الماتش ده كويس الماتش ده وحش. لان اللي فيه لعيبه كابتن هاني بتبقى لعيبه مميزه قوي لظروف ما تقدرش تاخد فرصه في الوقت ده. فانت بتبقى حريص ان انت على طول معاهم
بتتكلم معاهم لو في حاجه وده اللي كان بيحصل معانا. وده كان بيحس كمان انك لا لسه مربوط بالنادي الاهلي، مش انا مجرد رحت اعاره فالناس نسيتني طبعا. فمهم جدا يكون في متابعه حتى من كباتن الفرقه الموجودين طبعا. وخاصه ان كريم لعيب مميز، لعيب طبعا. كريم من اللعيبه المميزين جدا، ظهر بشكل اكتر من رائع في المنتخب، و يعني الاصابه معطله شويه. مصاب كان لعيب اساسي، كان لعيب في اساسي في هو يطمنا حتى دلوقتي على اصابتك يا كريم، طمنا عليه. الحمد لله شغالين يعني، الدكتور بره بتاع الجميع شغال عليه ماشي الحمد لله، الصوره كويسه فيه. الدكتور بيتكلم عن ان انت الحاله كويسه بس مش عايزين تستعجل، فاحنا بنشتغل على لنا شويه عشان ما حصلش اي مشكله تقابلنا في السكه، بس الحمد لله الدنيا ماشيه كويس قوي في الفتره دي. طب الحمد لله. وانا باكد ترجع بالسلامه وما تستعجلش يا كريم، لان انا عارف انا باحساس لعيب الكوره وسعد موجود، ساعات بتحس ان الفتره طولت بيستعجل. الكوره بتوحشه، الملعب بيوحشه فبيستعجل. فانت لعيب بالظبط يعني، ان شاء الله باذن الله ترجع بالف سلامه، ما تستعجلش، وان شاء الله يعني ترجع كريم لقبل الاصابه مستوى هايل. نادي الاهلي محتاجك وكمان منتخب مصر، بالتوفيق ان شاء الله ليك يا كريم. ان شاء الله بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق. اكتر مدافع كنت انت منسجم معاه، يفهمك من اشاره، يفهمك من نظره، مين في الملعب قريب قوي من سعد سمير في الملعب؟ هو طبعا يعني احنا لعبنا مع بعض، يعني انا عاصرت ناس كتير لعبت معاهم. طبعا انت بيبقى حلم بالنسبه لك لما بيكون في مدافع باسم كابتن وائل جمعه وبتاريخه بمكانته موجود في الفريق الاول في النادي الاهلي، فبتبقى رقم واحد بتفكر ان انت تلعب جنبه. يعني نفسك ان انت تلعب جنبه، نفسك ان انت تتعلم منه. فكان طبعا بالنسبه لنا كلنا عظيمة. لمعظم المدافعين الموجودين ان انت تلعب جنب الكابتن وائل جمعه ده كان بيبقى حلم يعني. صح. والواحد كان سعيد والحمد لله يعني نال الشرف ان هو لعب مع مجموعه كبيره من الجيل ده، لعب معاهم في الملعب وجاورهم. فكان الكابتن وائل جمعه طبعا رقم واحد. كان بنتعلم منه وبنستفاد منه وبيحاول ان احنا نكتسب من خبراته، وكنت دايما بقول ان هو ظهر في الملعب، هو موجود معاك في لعيبه كده يعني. ومعظم بقى اللي لعبت معاهم شريف عبد الفضيل برده لعبنا مع بعض فترات كويسه، محمد نجيب من اكتر الناس اللي لعبنا مع بعض. حجازي لما جه حجازي طبعا عشان احنا مع بعض في من الناشئين. ما انا جالك بقى بالترتيب رامي خلاص يعني احنا مزاملين بعض دلوقتي يعني. لكن نجيب من لعبنا مع بعض كتير وربنا يعني كرمنا بكذا بطوله مع بعض، فقعدنا حوالي 5-6 سنين نلعب مع بعض اساسيين. وبعدين حجازي بقى جه فلعبنا مع بعض فتره والموسم خدنا فيه الدوري وكاس ودخل فينا 4 اهداف تقريبا طول الموسم. فكنا حققنا ارقام كويسه ومكملين بقى الشباب اللي موجودين بقى دلوقتي ان شاء الله كده ربنا يكرمهم الفتره اللي جايه دي ويكونوا الدور في كرامي وايمن وياسر ومن افضل هم الناس اللي موجودين في مصر يعني. فان شاء الله ومتولي طبعا بنتمنى له السلامه. فان شاء الله نقدر ان احنا نرجع بالسلامه ونكمل المسيره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كنت بتتكلم على بطوله 2013 طبعا اللي فيها كواليس وكانت من اهم البطولات العزيزه على قلبك انت شخصيا. مرينا فيها بصعوبات كتير يعني، ماتشات اتلغت وعدناها تاني يوم وسفريات صعبه بدأنا البطولة بنتائج مش تعادلنا مع الزمالك في دور المجموعات وخسرنا ماتش على أرضنا من أورلاندو، وبعدين مسافرين ماتش مهم فكان من بره اليوم، فكانت بطولة معقدة شوية لكن ربنا كرمنا بيها. أنا فاكر موقف في البطولة دي لما تعادلنا وكان عندنا بونت في المجموعات فقاعدين متضايقين وكده وبنتكلم، وكنا احنا لعبنا ماتش فأبو تريكة قال احنا هنصعد وما تدقوش نفسكم، فكروا في اللي جاي ولازم نركز، احنا هنصعد في البطوله دي وهنوصل نهائي. فساعه الزعل انت ما تبقاش مركز قوي في الكلام يعني، مش ساعات بتعدي بس ما بتصدقوش يعني ساعات بيعدي كده يعني. رحنا هنلعب اورلاندو، هنلعب ليوبار، في ليوبار بلد صعبه جدا، بنسافر بنطلع جبل عشان خاطر نروح للمدينه اللي احنا فيها، وكل شويه نقف وحد يقوم ايه مرجع مرجع من السفر ومن الجبل، كل شويه كنا رايحين في ميكروباص، مسافرين في ميكروباص في المدينه يعني، فنقف وحد يرجع، فالواحد اتشائم واحنا رايحين الماتش والماتش ده لازم نكسبه، احنا معانا بونت، احنا تعادلنا مع الزمالك وخلاص لازم تكسب والماتش ده بره. فحصل مشاده في التمرين في الفتره دي قبل ما نسافر يعني. من المواقف برضه كابتن هاني اللي الواحد اتعلمها وشافها ساعتها كان كابتن الفرقه حسام غالي والكابتن وائل جمعه وحسام عاشور والكابتن
كانوا هم الكباتن يعني مع كابتن عماد متعب وكده. ابو تريكه ما كانش كابتن فرقه وبركات، وحصل مشاده واللعيبه تنشنت وكده، وبعدين ابو تريكه خد اللعيبه ودخل اوضه اللبس، قال لو سمحت يا كابتن يوسف بعد اذنك احنا هنخش اوضه اللبس. يعني قطع التمرين؟ قطع التمرين. قطع التمرين، اوكي. وكنت اول مره اشوف ابو تريكه منفعل يعني. اللي بيحصل ده تهريج، واللي بيحصل ده ما ينفعش يحصل، احنا عندنا ماتش مهم، واحنا زعيق وانفعال. وبعدين محدش اتكلم خالص من اللعيبه، محدش فكر في نفسه، محدش، وقعد محاضره حاجه محترمه جدا. احنا طبعا لعيبه صغيرين، فانت عارف بنقعد على جنب بتسمع بس، لعيبه كبيره بقى بتتكلم وكده. وفعلا في اوقات اللعيب الكبير بيبقى له دور مهم جدا في الفرقه، وبيبقى وواحد طبعا بقيمه من المحاضره دي انا قلت ان احنا هنكسب الماتش. من القعده دي قلنا هنكسب الماتش، اللي جت بالصدفه اصلا يعني نتيجه المشاركه. كان موجود وكان محمد يوسف حتى مع القابوش، خلاص يا جماعه نغير، هنعمل الريكفري بتاعنا خلاص. انت حتى جزئيه التمرين خلاص انت كان في حاجه ابو تريكه قال محاضره اعتقد بيبقى احنا لعيبه كره وعارفين الحاجات دي اهم من التمرين طبعًا. يعني انت حتى بتحس كمدرب لا خلاص اعمل استشفاء وتبدا استعد للمباراه. وقمنا رحنا سافرنا فمن المحاضره دي حسينا ان احنا نكسب الماتش ورحنا ابو تريكه عمل سرول وليد جاب الجون 1-0، خدنا الثلاثة بونت، رجعنا كسبنا الزمالك 4-2، وبعدين كسبنا ليوبار عندنا، رحنا اورلاندو تعادلنا هناك 0-0. فاحنا في الملعب يعني انا بلعب الماتش ده، فبلعب احنا عرفنا ان احنا هنصعد خلاص خلاص يعني النتيجه خلاص نخدم خلاص بعض. فبنحاول ايه تموت الماتش بنحاول نموت الماتش يعني التعادل يخدمنا ويخدم الفرقه الثانيه. احنا كنا دايسين عايزين نكسب وهم دايسين عايزين يكسبوا الماتش. فاحنا في الملعب الكابتن ابو تريكه قال لي احنا نوصل النهائي احنا والفرقه دي وانت والفرقه دي، واحنا في احنا في دور المجموعات. دور المجموعات انا عارف. قال لي هنوصل النهائي احنا والفرقه دي وهناخد البطوله، والله زي ما بقول لك كده كابتن. فقلت له ان شاء الله يا كابتن يا رب. فانا حتى بهزر معاه قلت له طب لو كسبنا هتجيب لي ايه وبتاع ومش عارف ايه. فقال لي هجيب لك وبتاع وكده. وفعلا وصلنا نهائي احنا اورلاندو، كسبنا سانشاين النيجيري، تعادلنا في نيجيريا 3-3، وكسبنا في مصر 1-1، وكسبنا في مصر 1-0، وصعدنا نهائي. هي دي الحاجات اللي دايما بنفتكرها، ما بتبقاش الموضوع اصل انا بتمرن كويس. في لقطات بتحصل في المشوار اللاعب بيحس ان احنا وعلى الجزء الاخر ممكن جدا مشكله تحصل تقول لا البطوله دي مش بتاعتنا. طبعا يعني بيحصل طبعًا. حاجات وانت بتحسها زي ما حسيت كده من لمه ابو تريكا. ثلاث فرص لفرقه اورلاندو في ثلاث فرص لفرقه اورلاندو محققين يخشوا جوان، ضاع واحنا كسبنا 2-0. ما بقول لك هو خلاص التوفيق بقى بيجي لك في المواقف بالظبط. والتوفيق دايما جدا. التوفيق دايما بيجي قبل التدريب وقبل الكوره، علاقه اللعيبه ببعض والالتزام اللعيبه مع بعض بيجي نمره 2. التدريب والنواحي الفنيه، لكن مهم جدا النقطه اللي بتتكلم عليها ان يكون في قائد، ده مهم جدا. وابو تريكه كمان عمل الجزئيه دي معايا في الاولمبياد، حق ربنا ان هو عماد متعب واحمد فتحي قاموا بدور يعني اعتقد ان هو دور كبير جدا، غير طبعا الحاله الفنيه جوه الملعب، لكن ده اللي بنتكلم عليه وده اللي بيتكلم عليه سعد ان هو ده النادي الاهلي، ان هو الناس اللي اتربت في النادي الاهلي ومتمسكه بتقاليد النادي الاهلي. ودايما يا كابتن احنا كفرقه يعني التوفيق بيجي لنا بالحاجات دي، يعني احنا مقتنعين معظم البطولات اللي بتجي لنا جزء فيها عامل توفيق مع الاصرار والاداء والروح والكلام ده كله، بس التوفيق بيجي من الترابط اللي موجود بين النادي كله. فهو ده المهم في الفترات الحساسه في البطولات الكبيره يعني. طيب المدير الفني بقى يعني في البطوله دي طب كابتن محمد يوسف قول له الو بقى. الو الو يا سعد كابتن يوسف يا سعد طيب يا بطل ازاي حضرتك كابتن؟ انا بمسي عليك طبعا على كابتني بقى كابتن هاني حبيبي يا يوسف وسماح والواحد والله سماح والله العظيم انا زعلانه منك. سماح المره دي لا وبعدين يقول سماح لي المره دي لا سماح المره دي اسف انا بصي انا صحوني من النوم محمود صحاني والله يعني عشان خاطر سعد طبعا
فصحي من النوم بقى عشان تكلم سعد. اعتبريه بيحلم بقى. لا ده هو يعني صديقي جدا يعني بيقعد يقول لي بقى كلام يعني تحت الهواء. محمد يوسف. كابتن محمد يوسف مشرفنا يا كابتن. كابتن محمد بنتكلم على بطوله مهمه جدا وذكريات ليك ذكريات فيها اكيد انت كمان كمدير فني مريت بيها. سعد بيتكلم على بطوله افريقيا طبعا 2013 وكانت قد ايه بطوله صعبه وقد ايه ليها ذكريات. ذكريات بقى المدير الفني ده ذكريات سعد كان جوه الملعب. ذكرياتك انت كمان كابتن محمد مع اللعيبه ومع الاجواء اللي كانت موجوده في 2013. والله بص يا كابتن هاني انا قبل ما اتكلم على ذكريات البطوله انا عايز اقول لك ان معاك النهارده والله لاعب فعلا فعلا من ارجل اللعيبه اللي جت في يعني في تاريخ النادي الاهلي حقيقة. انا اتعاملت مع لعيبه كتيره. سعد سمير من الناس اللي فعلا رجاله، من الناس اللي اي مدرب يعتمد عليهم، لان غير ان هو راجل وغير ان هو اداؤه طبعا قوي جدا في دفاع النادي الاهلي والمنتخب كمان، الى ان هو بيلعب دور كمان ايجابي جدا في لم اللعيبه في يعني عايز اقول لك تجميع اللعيبه، بيتكلم بشكل ايجابي جدا في جميع الاحوال او جميع المواقف اللي بيمر بيها النادي. ولنوعيه اللعيبه دي انت عارف طبعا انت لعبت في النادي وعارف كويس قوي ان في النادي والمنتخب بيبقى مطلوب اللعيبه اللي بتجمع لك وتلم لك الفرقه وبتحافظ على اوضه اللبس. اهم حاجه طبعا في فرق البطوله هي اوضه اللبس. وسعد من اللعيبه اللي فعلا يعني تبقى مطمن ان انت عندك يعني التزام وانضباط في اوضه اللبس، اذا كان هو اذا كان وليد سليمان حاليا موجودين الشناوي، الواحد بيطمن على النادي والفريق لما بيكون النوعيات دي موجوده. الشخصيه دي موجوده طبعا طبعا وطبعا ده ناهيك بقى عن اداؤه الفني، يعني ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه كده ويخف، لانه قوه كبيره جدا في دفاع النادي الاهلي، والنادي الاهلي انا اعتقد انه محتاجه جدا 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 خصوصا في الادوار القادمه في بطوله افريقيا، لان الخبرات بتفرق والوقفات بتفرق، وانت طبعا يعني متجمعين انا وانت وهو احنا الثلاثه لعبنا سرد بكات الوقفه مهمه جدا خصوصا في المباريات الكبيره المباريات الحساسه، قد ايه انت عارف طبعا الوقفه والخبره والحته القوه في تبقى دفاعك قوي تبقى انت مطمن كفريق وكحراسه مرمى وكوسط ملعبي. ده صحيح، ويمكن برضه بقول لسعد رغم غيابه فتره مش قصيره لكن وارد جدا ولازم يحضر نفسه للنقطه دي، انه ممكن جدا باذن الله يلعب مباراه نهائي بطوله افريقيا ان شاء الله. عنده دي يعني فانا بحس برضه بالظبط، بس فعلا سعد من اللعيبه ودي حصلت معايا، يعني حصلت معايا وانا ماسك وحصلت معايا لما رجع من الاصابه اللي فاتت برضو يعني تم الاعتماد عليه بشكل سريع. هو طول ما هو سليم يعني اقول لك المدير الفني على طول بيعتمد عليه، حتى سواء انا يعني سواء مصري او اجنبي، لانه عنده الميزه دي بيجهز كويس قوي، ولما بيجهز نفسه بيبقى بيرجع بقوه. في لعيبه بترجع بتبقى لسه محتاجه وقت وحساسيه ماتشات وكده، فما شاء الله ربنا يحميه يعني بس ويرجع من الاصابه ويرجع قوي. وهو شغال يعني اللي انا عارفه طبعا متابعه ان هو شغال وشغال بعدد فترات كمان في اليوم الواحد بيشتغل اكتر من فتره عشان يلحق يرجع، وزي ما انت قلت مهم جدا ان هو يبقى متواجد الفتره الجايه في الادوار النهائيه ان شاء الله. وكمان لا كنت كمان هقول لك الدور ده دور الفني كمان الدور اللي بيقوم بيه سعد، وده مهم جدا حتى لتحضير البطوله. انت كابتن محمد انت مدرب كبير وعارف ان مكسب البطوله بس مش تحضير في الملعب، ده الاهم كمان التحضير في اوضه اللبس زي ما انت قلت، التحضير المعنوي اللي سعد بيقوم بدور كبير جدا في الجزئيه ديت، يكملها ان شاء الله باشتراكه في المباريات على المستوى الرسمي والفني. طبعا طبعا ده لا شك فيه، يعني احنا ان شاء الله بندعي له ومستنيينه يرجع ويلم الفرقه، والفرقه الحمد لله ملمومه، لكن برضه لما بتضيف لها عنصر دفاعها زي سعد سمير ويبقى موجود جوه الفرقه دي بتبقى قوه بصراحه مهمه، وجوده مهم مهمه جدا جدا جدا.
وطبعا سعد يعني لو خدناه بقى 2012 و2013 سعد اول ما دخل يعني من العناصر لما دخلت النادي دخلت طبعا على نجوم كبار كان موجود في الدفاع في سعد سمير في وائل جمعه في نجيب في احمد السيد يعني في عناصر الى ان هو قدر يفرد نفسه حتى من ايام منتخب 19 لما كان موجود معاه في كاس العالم وقدر ان هو يحط رجله بشكل قوي يعني يعني بصراحه شارك في بطولات وعنده حظ عنده عدد كبير من البطولات سواء بطولات قاريه بطوله 2012 و2013 وسوبر 2013 و2014 خبرات كبيره طبعا غير كاس العالم غير منتخب مصر ده حقيقي وبطولات امم افريقيا وبعدين دايما انا برضو بقول حاجه ومش عشان هو معانا لكن انا بقول ان هو دايما من العناصر اللي فعلا محترف يعني سعد تحطه يلعب تجيبه من الاصابات او من فترات بعيده وتبدا بيه يلعب مثلا لو قعد ولعب انا مره لعبته باك رايت والله كان عندي نقص عددي انا فاكر وهو فاكر كويس قوي وعارف يعملها ولا ايه؟ ما والله العظيم عملها كويس عملتها كويس عملها بشكل بقول لك عملت جون كمان وعمل جون صنع جون كان في اصابات وهو كابتن يوسف وصلنا اسكندريه كنا نلعب سموحه فما فيش الا انا وكابتن وائل جمعه وكابتن محمد نجيب موجودين وما فيش باك رايت فهو قال لي انا عايز العب باك رايت الماتش ده عشان في ناصر قلت له طب ليه انا يا كابتن انا نفسي العب في المكان ما تلعب الكابتن وائل جمعه باك رايت قال لي لا قال لي انت لا تلعب باك رايت وتكترش كتير يلا اتكل على الله بس ولعبت اجد لعبت سموحه كسبنا وبعدين لعبت امبي باك رايت برضه وجبت جون وكسبنا 1-0 ما شاء الله طيب. كويس كمان اكتشاف اكتشاف يعني. جديد سعد كابتن محمد ماتش امبي ده رحت بنها امتحنت اللعيبه الرجاله استاذنت الكابتن يوسف امتحنت في بنها كان عندي امتحان يوم الماتش ورجعت الفندق ولعبت الماتش وكسبنا 1-0 ان شاء الله طب كويس ما شاء الله عن اكتشاف جديد اهوت سعد باك يمين لا ده زمان هو كابتن يوسف بدات معاه كاس عالم الانديه اول ماتش كنا بنلعب جوانزو الصين اتفضل يا محمد انا بقول لك يعني هو سعد من اللعيبه عارف هاني انت في عندك بيبقى لعيبه كده يعني حتى لما يحصل نقص عندك في وسط الملعب في ديفندر قصدي سوري في الحته اللي ورا باك على الطرف في الاطراف تقدر تحل بيه ده غير بقى مكانه طبعا الاصل ان هو يعني واحد من الاستوبرات اللي انا شويه يعني انا وجهه نظري فعلا مهم جدا لدفاع النادي الاهلي وخبرات حتى في افريقيا بقى لما تطلع تلعب في افريقيا وكده ما شاء الله حاجه نقطه يعني نقطة. قبل النهائي 2012 لعبت باك ليفت وكمان أيوة. باك شمال كمان باك شمال طب ده ميزه ده ميزه كبيره جدا شمال قبل النهائي ما بتخافش النهائي مع القطن الكاميروني لعبت لا قبل النهائي يا كابتن كان مع سان شاين في 2012 لا 2012 2012 صح 2012 لعب باك ليفت لعبت باك ليفت كابتن حسام قال لي انزل العب باك ليفت قلت له حاضر يا كابتن ما بتخافش اخاف من ايه يا كابتن لا ما لا خلي بالك في لعيبه ممكن تقول له لا في لعيبه ممكن تقول له كابتن انا مش هقدر على الحته ديت لكن عنده ثقه في نفسه وبعدين ساعات لما بيكون مش مركزه بيقول لك انا كده هلعب يعني اصل يا كابتن ادام انت ثقه المدير الفني واثق فيك لازم اداك ثقه يعني الكابتن يوسف ادام هو اداك ثقه مثلا او المدير الفني موجود اداك ثقه وانا محتاجك في الحته دي خلاص انت خدت المسانده منه خلاص فانت لازم وفي نفس الوقت لازم تبقى انت قد الثقه دي فهو ده اهم حاجه يعني هو انت كابتن ما تاخدهاش بتفكير سلبي خالص انت قصدك ان لما يعول عليه في مركز تاني فحتى لو هيأثر مش يعني مش هيتاخد عليه قوي يعني لا مش كده اللي هو كده ما بيكونش خايف انه يلعب في الحته دي لان انا هو المدير الفني مديني ثقه فانا بحاول بقدر الامكان بطلع يعني. كل اللي عندي اللي طلع عندي 60-70% هيبقى كده مقبول للمدير هو الفني بالظبط يعني واساله بقى على الماتش القطن الكاميرون اللي اتعاد لعبنا ماتش وقالوا اساله انت اساله كابتن محمد ماتش القطن يا كابتن يوسف ده انا هاجي لك هاني في الحته دي بس انا عايز اقول لك ايه عايز اقول لك ان هي بتعتمد على شخصيه اللاعب ارجع ليك انت اساسا كنت ستوبر مظبوط كابتن جوهري الله يرحمه استعان بيك ديفندر ده مكان كان جديد جدا يعني يمكن اول واحد لعبك ديفندر ده حقيقي ولعبت وعملتها بنجاح انا كنت بلعب مثلا مساك وباك ليفت يعني انا قصدي ان هي بترجع لشخصيه اللاعب لما بتبقى شخصيه اللاعب عنده شخصيه قويه حتى لو ادى المستوى اللي هو مش شرط يبقى 10 من 10 ممكن يؤدي 50-60% بس بالزبط. عنده شخصيه جوه الملعب بتبقى انت واثق فيه مظبوط وحته الثقه دي مهمه جدا
بس الماتش طبعا اللي اتعاد ده اول مره في تاريخ النادي الاهلي يلعب 70 كم 75 دقيقه او 77 دقيقه وبعد كده نعيد المباراه مره ثانيه. سعد بقى طبعا نعيدها ثاني يوم. ها ده ثاني يوم كمان يا محمد؟ ده ثاني يوم على طول يعني. انت لعبت تقريبا 80 دقيقه او 75 دقيقه الجو مطر 75 77 والدنيا راحت مديها مطر. الملعب ده بقى مش عايز اقول لك والديكه اكتورت يعني. يا كابتن يوسف في نقطه بس في نقطه انت كنت ملخوم مع الحكم كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. احنا كنا خاسرين 1-0 فهو في حساباته 1-0 كويس ونعوض في مصر. فبيقول لي الحكم احنا قادرين نكمل ونقدر نلعب الماتش. وهو جاب مساحات 3 مساحات قال لي خد اداني مساحه وادى ابو سعود. انا والعيال دول دلوقتي هنمسح لك الملعب ونلعب. قلت له نمسح ملعب مين؟ ملعب غرقان. هنمسح ملعب الملعب محتاج مكان عشان هو مقتنع ان احنا لو مسحنا الملعب احنا الثلاثه هنقدر نلعب. هو عايز يخلص بقى من الماتش يعني. احنا اللي هنخلص مش ولعبنا تاني يوم اتعادلنا. برضه مواقف الغريبه جدا انك بتلعب 75 دقيقه والملعب غرقان وبعدين الماتش يتلغي وتلعب تاني يوم على طول يعني. مش عايز اقول لك بقى كمان يا هاني مفيش لا ريكفري نعمله. لا ريكفري ايه؟ كويس انك لحقت ترجع الاوتيل. كنا في فندق فجروه مش عايز اقول لك سعد طبعا يكلمك عنه. رجعنا وعملنا ثلج عملنا لهم جلسات ثلج طبعا الجهاز الطبي كله والمدلكين كلهم اشتغلوا مع اللعيبه وبعد كده عملنا ثلج زميله ثاني يوم ويعمل له ثلج قلت لهم استرتشات في الفندق الصبح حوالي 45 دقيقه قعدنا نعمل استرتشات وشغل في جوه الفندق وبعد كده رحنا على الملعب. بس طبعا يعني مجموعه مش عايز اقول لك ابطال يعني رجاله طبعا رجاله رجاله. وسعد بيقول لي حتى الناس اللي كانوا احتياطي هم اللي كانوا بيعملوا المساج للعيبه الاساسيه بعمليه التدليك كان اللعيبه هي بتعملها لبعض يعني. طبعا طبعا عايز اقول لك بص يعني الفتره دي كانت فتره كلها مجمعين الجهاز لاعبين مسؤولين اداره كله مجتمع ان يفرح جمهور النادي الاهلي ويفرح جمهور مصر بالبطوله يعني. فطبعا لا يعني بص لو قعدنا نتكلم طبعا ذكريات جميله ولكن صحيح. انا عايز اقول ان فعلا دايما انا بقول لازم نحافظ على لاعبتنا الكبار لازم نحافظ على القيم الكبيره اللي زي سعد كده واحد منهم. اللعيبه دي لعبت وعندها يعني عدد ساعات وخبرات كبيره جدا ولازم نحافظ عليها ولازم يعني يبقى ليهم الوضع بتاعهم عشان ينقلوا خبراتهم كمان. انا مش عايز اقول يعني سعد مش كبير لسه سعد لسه ما شاء الله 89 صح ها 89 لسه يعني لسه قدامه 5-6-7 سنين ربنا يديله الصحه طبعا ويبعد عنه الاصابات ينقلوا خبراتهم وينقلوا شخصيه النادي الاهلي ومبادئ واسس النادي الاهلي ان شاء الله وازاي النادي الاهلي بيتعامل. كل الحاجات دي مهمه جدا ان ينقلها اللاعبين للي قبلهم. وهم لما جه سعد وضم كان موجود عناصر كبيره وقدر وقعد وتعلم وعرف وشاف واللي بيلعب يا كابتن محمد في النادي الاهلي دايما عليه ضغوط ان هو لازم يسعد الجمهور لازم يحقق مكسب والنادي الاهلي معودنا دايما على المكسب. فده وبالحقيقه هو كمان قربه من الناس وقربه من اللعيبه يعني وخفه دمه بيقدر يعمل كده يعني. هو سعد بشكل خاص بيقدر يعمل كده. كمان بيعمل حاجه جميله جدا ودي حاجه مش كتير من اللعيبه الكبيره بتعملها. انه دايما يحتضن اللعيبه الصغيرين اللي طالعين من القطاع الناشئين يحتضنهم. وكان في 2013 كان لسه طالع مين بقى؟ كان لسه طالع تريزيجيه كريم نيدفيد. هو بقى يحكي لكم كريم فعلا كان معانا وكريم كان معانا كريم كان معانا دلوقتي ومدخله وقال نفس الكلام حتى وهو كان في فتره اعاره بيلمهم بالظبط لهم فطار ويفطرهم ويجيبهم بعربيته ويرجعهم بعربيته. كنت انا حتى مسميه ابو الاشبال. عنده احساس بالمسؤوليه. ثم احنا كنا في مدينه نصر في اهل مدينه نصر وعلى فكره كنت بعدي عليهم الم الناشئين في عربيتي يروحوا التمرين معايا ويرجعوا اللي متصعدين بقى. انت كنت يعني بتروح مدينه نصر بتجيبهم في العربيه وتروح التمرين وترجعهم. وروح التمرين وارجعهم. انا ساكن في مدينه نصر يعني فكنت باخدهم معايا. فكابتن يوسف شافني مره معايا 6 في العربيه. بس كان بيعمل فيك مقالب برضو يا كابتن ولا لا معايا انا
لا ما انا خلي بالك انا في الشغل شويه ببقى صعب جدا المدير الفني بتاعه صعب جدا. لا انا بقى كبص كان بيعمل مش معايا بس انا في منتخب الاولمبي سعد طبعا بيحب يعني روح المرح ده انت عارف برضو الضغوط اللعيبه لازم تاخد الجزء ده وسعد طبعا. عنده الحته دي وهو بطبيعته دمه خفيف فكان هو تقريبا هو اسلام رمضان عمل حاجه هاني قول يا محمد عمري ما هنساها له عمري ما هنساها له عمل مره دويتو كده مع عفروتو ده دويتو حتى موجود على ايوه ايوه جايله انا عارف عارف ده بقى ده يعني لا هو سعد دمه خفيف سعد بره الملعب كنا خدنا الدوري ال 35 احتفاليه الدوري ال 35 وبعدين مع بركات كمان بيعمل دويتو برضه في المدينة لكن طبعا انا بتكلم بقى على الجانب الاخر يعني اللي هو الماتشات بقى والالتزام والتركيز وكده احنا بنشكرك جدا يا كابتن محمد شكرا نورتنا على التليفون كابتن محمد يوسف اسف جدا لا يا لا لا ولا يهمك معلش لا ولا يهمك ولا يهمك قمت من النوم لما محمود قال لي طبعا سعد سمير معانا والكابتن هاني رمزي وانتي فطبعا كنت يعني طبعا كنت في قمه السعاده طبعا طبعا اكيد نورتنا يا محمد شكرا ليك يا كابتن محمد كابتن محمد يوسف الجمهور ناس قالت ايه عن سعد سمير هنروح نشوف قالوا ايه ونرجع تاني سعد سمير وهدف حلوة يا سعد أنا أقول لكابتن سعد سمير إن هو من أهم المدافعين في النادي الأهلي أقول له ألف سلامة عليك إن شاء الله يرجع لنا بألف بالسلامة ربنا يشفيه يا رب كابتن سعد سمير يخف بالسلامة ويرجع الماتش ألف سلامة عليك يا كابتن وترجع بالسلامة إن شاء الله مفتقدينك في النادي الأهلي في منتخب مصر بإذن الله يرجع لنا بألف سلامة وألف مليون سلامة عليك غيابك طال بس ان شاء الله هترجع وتبقى اقوى من الاول الف سلامه عليه وربنا يرجعه بالسلامه وهو مدافع كويس جدا والاهلي محتاجه جدا الفتره دي بصراحه انتمائه للنادي ده حاجه جميله ليه مدافع طبعا قوي جدا بيندمج مع الفريق كويس عامل ارتباط كويس ما بينه وما بين خط الدفاع كامل يعني ادي العرضيه وخطيره فرصه هدف هدف اول مش ممكن سعد الدير سمير اقول له ان شاء الله ترجع بالسلامه ونتعشم كده اداء احسن ورجوله ان شاء الله كما تعودنا منه باذن الله يلا سلامه يا كابتن سعد ربنا يشفيك انت من احسن المدافعين في مصر والناس كلها بتحبك وكفايه الخير اللي انت بتعمله مع الناس كتير وناس كتير بتحبك قوي فانا يعني نتمنى لك الشفاء بسرعه وترجع عشان النادي الاهلي محتاجك الفتره الجايه توت افريقيا محتاجك الدوري محتاجك فانت من السردمكات اللي لازم ترجع عشان تلعب منتخب مصر اقول لك يا كابتن سعد وحشتنا ومستنينك في الملعب لان انت فعلا بتفرق معانا في الملعب كتير يعني اقول له شد حيلك عشان احنا عايزينك في الماتشات الجايه اقول له الف 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 سلام عليك وان شاء الله كده ترجع اقوى من الاول وكده كده ليه ثبات في الملعب ان شاء الله كده ارجع الف سلامه ان شاء الله ضربه ركنيه وعلى التنفيذ مؤمن زكريا لاعبها القصيره هدى تاني صبر رحيل لمؤمن مؤمن يلعب العرضية والهدف التاني والهدف التاني سعد سمير الأول بقول له الحمد لله على سلامتك يعني الأهلي دفاع خط الدفاع يعني محتاج ليك الفترة دي عشان الإصابات الكتيرة محتاجين روح سعد سمير تاني في الملعب محتاجين أبناء النادي يعني ابن النادي اللي فعلا بيجي وبيجمع اللعيبة الجيل اللي كان موجود ده كله سعد سمير حسين السيد عمرو جمال اللعيبه دي كلها كانت طالعه مع بعض لا الاهلي محتاج لها الفتره دي بصراحه يعني محتاجين الروح دي ترجع تاني ربنا يوفقك ويبعد عنك الاصابه وانت لاعب مجتهد ولاعب يعني رمانه ميزان في دفاع الاهلي وربنا يكرمه ان شاء الله رجعنا مع حضراتكم وسعد منورنا ايه هتنام ولا ايه؟ لا لا اوعى تنام حسيت انك هتنام لسه شويه لا طيب سعد كنا بنتكلم حتى كابتن محمد يوسف كان بيتكلم على الدعابات وانت دمك خفيف والجماهير عارفه انك دمك خفيف لكن طبعا بتعمل فرق ما بين طبعا ادائك في الملعب وبره الملعب ويمكن الفيديو الشهير اللي قاله كابتن محمد يوسف انك مع عفروتو كنت عامل دور الاعلام يعني عامل تقريبا كنت عامل انترفيو بتسال اسئله هتعمل دلوقتي دور المذيع وهتعمل دلوقتي هو يعني مطلوب بيبقى في المعسكرات الطويله كابتن هاني الدنيا هتقول لي مضغوطين شويه بيبقى تمرينتين معاه فبتحاول بالليل بنلعب حاجه بنعمل حاجه بنفك شويه بنقعد نهزر كده ف
طب تعالى نهزر. قلت مين بقى؟ قلت مين؟ لا لا ما قلتش والله خالص. ده عملت دور مذيع. نهزر انا وهو كده او حاجه كده زمان. طب ده الكلام ده من 10 سنين. يعني بقول لك كنا من الدوري ال 35، كان دي في احتفاليه بالدوري ال 35، فحتى الكابتن حسام هو كان ادانا المساحه. انت عارف الكابتن حسام. انا عارف. فقال ما فيش مشكله يعني افراج يعني. طب لو عملنا كده دقيقتين ثلاثه، انت دلوقتي في البيت الكبير، انت المقدم. قدم لنا. والاعلامي سعد سمير معانا دلوقتي في البيت الكبير، اتفضل واحنا ضيوف عندك. اقدم يعني؟ انت هتكتشفني كده انت. يلا يلا خلي وركز الكاميرا معاها فين كاميرتك. اركز مع الكاميرا دي. اتفضل اقدمكم ان انتوا ضيوف يعني. انت ماشي مفيش مشكله، بس لو كويس خدني معاك بقى شغلني معاك بعد انت كده. انت اللي هتاخدني معاك بقى. خلاص ماشي هقول مع الكاميرا دي. تمام ماشي اتفضل. هقدمك انت بقى الاول كلاعب كوره طبعا وكابتن منتخب مصر. ف البرنامج بتاعك اتفضل. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، النهارده حلقه جديده من البيت الكبير. ضيفنا النهارده نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، من الناس اللي شرفت منتخب مصر وشرفت اسم مصر في مسيرته الاحترافيه، ومن الناس اللي ادت مسيره احترافيه تشرف اي حد. لعب عدد كبير جدا من مباريات مع المنتخب الوطني، ولعب عدد كبير جدا من المباريات في مسيرته الاحترافيه في اكبر الانديه في اوروبا. كان سفير للكرة المصرية في أوروبا، وكان سفير في عطاءاته وإنجازاته مع منتخب مصر. ابن النادي الأهلي اللي ابتدى في النادي الأهلي، وكان مع الجيل العظيم اللي شرفنا في كأس عالم في 90 في إيطاليا، كابتن هاني رمزي. أهلا وسهلا بك يا كابتن. مساء الخير. أهلا وسهلا يا كابتن، منورنا. ربنا يخليك. طبعا بشكرك على طبعا المقدمة الجميلة ديت، ويعني شرفني أكون موجود معاك في البرنامج. لا احنا ما خلصناش. لسه يعني موجود معاك في البيت الكبير، ويعني سعيد بكون موجود معاك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن هاني منور. وطبعا معانا الاستاذه الاعلاميه سهام صالح، بنرحب بها طبعا ومنورانا. انا خفت اقول سماح زي كابتن يوسف. لا منورانا ومشرفانا النهارده. الله يخليك. احنا اللي سعداء. انت بعد ان شاء الله يعني لسه المشوار طويل قدامك في كره القدم، الاتجاه فين؟ في التدريب ولا في الاعلام؟ ممكن تفكر في ايه؟ والله ما يعني بيبقى صعب الواحد وهو بيلعب بيفكر في حاجه بس اكيد يعني بتفكر ان انت تامن مستقبلك يعني. شايف الاتجاه الاكتر ايه؟ ظهور الاعلاني ولا لا في التدريب زي بقيه اللعيبه كالعاده؟ الحاجه اللي الواحد هيبقى متميز فيها يعني ويبقى عنده موهبه فيها يقدر ان هو يحققها. لو في الناحيه الاعلاميه تبقى كويس وتقدر تقدم حاجه كويسه ومختلفه وعندك قبول عند الناس تقدر تقدم. لو في التدريب عايز يعني على حسب يعني ساعتها يعني بيبقى في اخر سنه سنتين بتبتدي انت تقرر تعمل ايه. ممكن انا اقول لك انا شايف ايه؟ قول لك يعني ان شاء الله بعد 10 15 سنه. لا انت شايف. انا شايف الشخصيه ديت هيبقى مدرب. مدرب؟ انا شايف ان سعد الشخصيه اللي انا شايفها قدامه والكلام اللي قاله وحبه للملعب ده بيبقى رايح اكتر. اللي بقولك كابتن هاني بقاله كتير ما بقالنا كتير ما تقابلناش. فهو انا فاهمه. طبعا بقالي فتره كبيره ما قابلتوش. لكن انا كمان سعد اعرفه طبعا من فتره من 10 سنين او اكتر كمان في الاولمبياد من 2012 كان موجود معايا. الفرق الشخصيه واضح جدا. النضج للافضل طبعا اكيد. والكلام اللي بيقوله انا حاسس يعني ده احساسي انه ممكن جدا يرتبط بالملعب اكتر لانه عنده خبرات كبيره جدا. وواضح من حاجتين، الحاجة الأولانية إن هو الولاد الصغيرين اللي بيطلعوا مهتم بيهم جدا، عنده الحتة دي كويسة. قلبوا عليهم يعني. الحتة دي كويسة فممكن جدا يبقى يبقى مدرب كويس، أنا شايف إن شاء الله يعني إن شاء الله. يعني وجهة نظر يعني. لكن أنت طبعا بس ليك في عقد مستنيه بره يعني بعد 10 15 سنة إن شاء الله. في عقد مستنيك إيهاب محضره لك، إيهاب الخطيب. هنا؟ بيقول لك كده. يعني طبعا إن شاء الله. أنا جاهز. تمام. محجوز يعني. تمام. بإذن الله. نجحت في الاختبار يا سعد. الكابتن الكبير النجم الكبير بيومي فؤاد على التليفون. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا استاذنا. ازيك؟ اهلا يا حبيبي كابتن هاني، وحشني جدا والله. وانت كمان يا حبيبي. والله العظيم وحشني جدا وسعداء دايما لما بنشوفك ونسمع صوتك في بيتك في البيت الكبير. طبعا يا كابتن. يا فنان كبير يعني احنا دلوقتي بنقول ان كابتن سمير مستني عقد، يعني كابتن سعد مستني عقد في الاعلام. انت شايفه ايه بقى؟ ممثل، مذيع، شايفه ايه؟ هو بس استاذنكم سعد سمير كان معايا وشرب عطير ونسي يدفع. حبيبي عم بيومي. حبيبه والسعود. احمد فتحي قال لي يا حاسب. انت كنت فعلا معاه؟ غير احمد فتحي ولا ياكل. كان
كمان عازمنا عنده في حبيبي جنبكم قريب. طيب ما هو ممثل شاطر يا استاذنا قبول والله اكبر عليك. عايزين نجي لك عايزين نجي لك. كبده حلوه قوي بيقولوا. عايزين نجي لك. يا نهار ابيض نورنا يا كابتن هاني. ربنا يخليك. نوروني والله العظيم. ربنا يخليك. اتفضل. باذن الله. اتفضل. شايفه فين برضه؟ في ابو سعود واقسم بالله ينفع ممثل. ينفع كوميديان شاطر جدا. تمام وهو هو كمان كباك يعني حاسس على قد ما هو كباك شاطر جدا حاسس انه بيضحك كل لعيبته يعني من النوع اللطيف جدا حتى لو دخل فينا جول يبقى احنا بنتب وبنخبط دماغنا في الحيط وحاسس ان في ابتسامه على وش سعد كده مش للدرجات يعني مش هنعوض ابتسامه فهو فهو لعيب لطيف لعيب ظريف جدا بياخد المساله ببساطه تمام وانا ببقى مطمن لو يبقى سعد وربيعه مع بعض وياسر والكلام ده مع بعض فربنا يشفيه يا رب ويرجعهم كلهم بالسلام ومحمود متولي تمام لاننا محتاجين الصفوه دول كلهم يرجعوا بالسلام يا رب ان شاء الله صحيح ان شاء الله يرجعوا ويبقى زي ما انت كنت موجود معانا وعارف بالظبط احلام النادي الاهلي خلاص الدوري ان شاء الله محسوم لكن كلنا مستنيين البطوله الافريقيه مباراه قبل النهائي والنهائي ويمكن سعد للاسف مش هيشارك لسه كان بيقول لي ان هو مش هيشارك لانه مش يعني مش مقيد افريقيا لكن طالما مش مقيد في القائمه المحليه ما يقدرش يلعب لكن بيهيئ نفسه ان شاء الله لبدايه الموسم اللي جاي لكن كلنا ثقه في الناس الموجوده ان شاء الله تكون على قد المسؤوليه ونرفع التاسعه ان شاء الله باذن الله. والله هو ده اللي ابن النادي بجد يا جماعه والله شخص محترم قوي وحكى لي اول ما قالوا له معلش هنأيد فلان عشان ظروف اصابتك والكلام ده قال طبعا تمام فده ابن النادي بجد وربنا يكرمه بقدر ما بيسعدونا اللعيبه دي بتسعدنا جدا وربنا يكرمهم باذن الله بقدر ما بيسعدونا يعني انا اللهم لك الحمد والشكر لو كنت سبب ولو غير مباشر لاسعاد الناس ان بضحكهم مثلا او في تمثيله والكلام ده فكل لعيبه النادي الاهلي ياما اسعدونا واسعدونا تاني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اكيد زي ما انت كمان بتسعدنا على الشاشه بادائك الفني حبيبي ربنا يبارك والله العظيم يعني احنا كمان فخورين ان فنان زيك هو ينتمي للقلعه الحمراء واهلاوي اهلاوي من الدم كده زي ما بنقول يعني طبعا ليه الشرف ربنا يخليك بس ما تنسناش بقى المره اللي جايه ها لا لا هدفع انا هدفع ثمن العصير المرتين اللي جه فيهم كبده والسجق ما اكلتش منه ما اكلناش منها ازاي والله لا هشوف ايهاب الخطيب ده لا ايهاب يعني بص ظلمنا جدا في الموضوع ده انا بقول لك لا يا لا يا فندم لا 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 خلاص يبقى في اوردر طار للبيت الكبير لازم وبعدين عايزين بقى سعد ممكن يشاركك في الموضوع ده بيقولوا هو في البيزنس دماغه حلوه قوي برضه شاركوا ايه ده جاب لي عصير حمضان ايه جاب لي عصير حمضان ورجعناه بيخبط قال لي ايه؟ بيخبط في العصير بيقول لك جاب لنا عصير حمضان ورجعناه مش حمضان هشتمك يا سعد مش حمضان انت البطيخ بعافيه شويه المانجا لما طلعت والكلام ده فطلع البطيخ هو كمان طلب يا سلام على العصير اللي طالبه سخيف طلب ايه؟ اقنعه بليمون وبموز وكلام مش شربت موز يا حبيبي كان عاجبك؟ لا كان جميل بعد كده عدلنا الموضوع هيجي لي بره باذن الله ولا نتعشى مع بعضينا كده باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نورتنا وشرفتنا ربنا يبارك فيك شكرا جدا وليا الشرف نورتنا يا فنان يا سعد علاقتك ايه بنجوم الفن يا سعد؟ والله مش يعني ما فيش ناس كتير يعني والله مع ان يعني اللي ما يعرفكش كويس يعني يقول ان يعني في لا ليا زمايل تانيين ليهم علاقات اكتر مني كتير يعني بس انت برضو علشان طلعت انت في اعلانات ومثلت بره ولا مثلت لا بس انت أعلانات. عندك يعني الحته دي خالص والله ولا في دماغي ولا بجد؟ بس هو بقى الناس بتربط ما بين عشان عملت اعلانات كتير وبتاع وبعدين الناس لما بيكون في اعتقاد بيدوم الناس ما بتغيرش اعتقاداتها بسهوله يعني او انطباع معين لا والانطباع كمان جاي من ان انت بتعرف تقلد كويس بتعرف هم ما اتكسفتش لما قلنا لك اعمل دور مذيع ما اتكسفتش ما حسيتش ان انت عندك القفله دي فممكن يكون عندك استعداد في الموضوع ده لما سالت الكهرباء قال انا همثل طبعا فانت ما عندكش خالص النقطه دي ما تفكرش فيها اصلا لا انت طول ما انت بتلعب في الكوره وفي النادي الاهلي بيبقى مركز في الكوره بعد ما بتبطل بقى كوره تشوف اي دايما يعني كان الكابتن حسن حمدي يقول لنا وكابتن الخطيب لما كانوا هم ماسكين النادي طول ما انت بتلعب كوره
العب كرة بس. بعد ما تبطل هتعرف تعمل كل اللي انت عايزه. صح. فطول ما انت بتلعب كرة تلعب كرة بس، بعد ما تبطل اي حاجة عايز تعملها سهل تعملها بقى يعني. سعد كنت بتكلمني على يمكن علاقتك بمحمد صلاح، وقلت لي ان حتى في خلال اصابتك دلوقتي كان كنت على اتصال بمحمد صلاح، ويمكن كان في بعض الاستشارات الطبيه ما بين يعني الاطباء هناك في ليفربول. احكي لنا برضو علاقتك بصلاح، وازاي الفتره اللي فاتت يعني بتتابع المشوار العظيم اللي بيعمله محمد صلاح وانت كنت زميله في الملعب، شايف ده ازاي، وشايف كمان دور ان شاء الله محمد صلاح في المنتخب الفتره اللي جايه. طبعا من خلال حضرتك كابتن هاني وخلال البرنامج، انا بشكر محمد صلاح النجم الكبير طبعا والنجم العالمي بتاعنا على الفتره اللي فاتت، لاني على طول على تواصل وعلى طول مساند وداعم وبيطمن كل شويه على الاصابه، طب محتاج حاجه، طب في كذا اعرفه، في كذا في الاصابه بتاعتك. فبصراحه كان دايما الاصابات بتبين لك معادن الناس. ده صحيح. يعني في ناس يعني ممكن انا بقالي 7 شهور وشويه مصاب، ما حدش يعرف عنك اي حاجه، وناس انت صحابك جدا وقريبين منك وممكن ناس يبقوا معاك في نفس الفريق، بس ممكن الناس يعني فترات كبيره جدا. بس طبعا انت في المواقف دي لازم تتعود ان انت تبقى مش ما تزعلش، بس خد الامور ببساطه، لان الدنيا بقت كده دلوقتي. عموما الدنيا بقت كده، الدنيا بتجري، لازم تقف على رجلك وتركز في نفسك وان انت تبقى قوي جدا. صحيح. وان انت تقوم تاني وكل ده تحط ورا ظهرك، نفسك بنفسك طبعا. بس لما بيكون واحد بحجم محمد صلاح وبنجوميته وانشغالاته وماتشاته، وواحد زي ما انا بقول على يعني على عرش الكره العالميه، ده حقيقي. فطبعا على طول على تواصل وبيسال وبيطمن، وخصوصا زمايلي المحترفين بيبقوا يعني الدنيا بالنسبه لهم على طول. انا اتكلمت على صلاح، هتروح كمان المتالق جدا تريزيجيه. تريزيجيه بالنسبه لاخويا يعني. تريزيجيه احنا قاعدين مع بعض 5 سنين في شقه واحده وعشره، لكن حجازي سابنيش خالص، طمن كل شويه منين، لسه مكلمني امبارح المحمدي. فالمجموعه كلها اللي هي اللي بره كوكا فعلى طول بيطمنوا على طول. طبعا احنا بقالنا مع بعض سنين، لكن صلاح انا بقول لحضرتك بشكره، لانه نسق لي مع حد نتابع معاه ونشوف، وبالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي الاهلي اللي بشكرهم برضو من خلال حضرتك، الدكتور خالد وكل الاستاف اللي موجودين، الدكتور عبد المجيد والدكتور بدوي والدكتور محمد وفائي، كابتن محمد النجار والكابتن طارق عبد العزيز. الناس تبذل مجهود كبير معانا ان احنا يجهزونا وان احنا نرجع لاحسن مستوى، فالحمد لله يعني ان شاء الله الواحد يرجع الفتره اللي جايه. صلاح طبعا بالنسبه لنا كمنتخب مصر النجم بتاعنا والعنصر المؤثر بتاعنا والمهم بتاعنا مع بقيه المجموعه اللي موجوده طبعا. لكن طبعا بحجم نجوميه صلاح الفنيه والمعنويه النفسيه، ان انا لما بيجي لي لعيب واخد دوري ابطال اوروبا واخد دوري انجليزي وهداف الدوري الانجليزي وحضرتك احترفت يا كابتن هاني، وعارف ان كان حلم بالنسبه لنا احنا كنا لا احنا ما كناش نحن يعني لا قبل ما لا ده انا كنت لسه حلم ان حد يروح بالظبط. فاحنا بنقول ده احنا عندنا الكابتن هاني رمزي، عندنا الكابتن احمد حسن حقيقي. عندنا الكابتن احمد حسام ميدو، ابتدت بقى اللعيبه تطلع، فبنقول كويس ان حد بيطلع يحترف يعني. وصلاح بالنسبه لنا كمان، انت حضرتك كنت موجود معانا، صلاح يعني زي ما بيقولوا ايه، احنا لما رحنا ماتش ما رحنا نلعب في سويسرا في بازل لما لعبناهم وهو هيبتدي التعاقد معاهم، فاحنا حسينا هو اتولد على ايدينا في حته الاحتراف، ان احنا كنا مع بعض وسافرنا مع بعض ولعبنا المنتخب، لعبناهم ماتش ودي، وبعدين الفرحه في المعسكر كان مستعيانا ان هو مضى طبعا، وبعد الاولمبياد. فواحد مننا عشنا اللحظه معاه وواحد مننا انا معرفتي بيه وشخصيته لحد دلوقتي يا كابتن هاني نفس الشخص اللي احنا عارفينه من 10 سنين من 12 سنه لما بنقابله لما بنكلمه لما بنطلب منه حاجه. انا بتكلم عن نفسي، انا في اي وقت بتكلمه بيكون متواجد، ما بيتاخرش، ما فبدعي له ربنا يكرمه ويقدر يخلينا نحلم كمان وكمان. ودايما انا بقول له انت خليتنا نحلم احلام احنا ما كناش نحلم ان احنا نحلمها بالظبط. فالولاد الصغيرين كل واحد بيقول لك انا عايز احترف، انا عايز ابقى زي صلاح، انا عايز اروح. فشجع الناس بصراحه، خلي بالك تريزيجيه برضه متالق، وانت كنت لسه حتى بتكلمه وهو حتى ما يعني ما خدش حتى اذن من النادي في استون فيلا انه يعمل مداخله، قال لك لا لازم يعني هم ما سمحوش. هو تريزيجيه بالنسبه لي او كان مستني رد يعني زي ما انا بقول لك اخويا الصغير، احنا قاعدين مع بعض 5 سنين في شقه واحده، يوميا بنتكلم في التمرين في الماتشات في الدوري الانجليزي، طب هو هيعمل ايه، طب
فطبعا اخ بالنسبه له تريزيجيه يعني ماشي في سكه صلاح، ماشي في نفس الطريق صلاح. صحيح. والفتره اللي فاتت يا كابتن هاني انت عارف الضغوط بتبقى عليك كبيره، بتبقى في اوروبا طبعاً. ومفيش عرض كويس، مفيش نادي كبير. بس عايز اناقشك في دي بس، يعني انت تريزيجيه انت عاشرته 5 سنين، انا كنت بتكلم ان تريزيجيه كان ممكن جدا الخطوه دي تبقى بدري شويه. يعني في انا في اعتقادي 3 4 سنين ضاعوا من تريزيجيه في النقله ديت، لو الاربع سنين دول يعني لو راح البريمير ليج من 4 سنين كان هتفرق معاه اكتر من كده شويه، لكن هو لعيب مميز وعامل مجهود. انت ما كنتش بتتكلم معاه، انا كنت بتكلم معاه لا روح، ويقول لي اصل جاي لي من تركيا، قلت له لا شوف حاجه اطلع ايطاليا، وكان فعلا كان في حاجه في الانتر. كان في حاجه في ايطاليا، كان في قبل الانتر كان في نادي تاني مش فاكر اسمه، كان في نادي تاني عايزه في ايطاليا، وبعدين حصل كان خلاص اتفق المدرب اللي عايزه واللي قاعد اتفق معاه مشي. فهو تخوف من الخطوه دي، ان برضو لما بتكون جاي على مدرب، يعني انا كنت تابعت حضرتك مع كان اوترو هاجل فطبعا لما يكون مدرب معاك اجنبي وواثق فيك وعارف امكانياتك دي تاني بياخدك فهو كان المدرب اللي عايزه مشي. فهو اضطر ان هو ياجل الخطوه، جاله موضوع تركيا. تركيا يعني هو كان بيفكر ان هو سوق برضو لاوروبا كويس وعينهم عليه، هو طبعا زي ما حضرتك قلت اتاخر شويه 2 3 سنين، لو كان موجود في انجلترا من بدري كان هيفرق دلوقتي كتير، لكن برضه هو سنه مش كبير لسه صغير. مزبوط. 24 سنه تقريبا 25 حاجه زي كده. والسنه عملها بشكل شكل رائع، كفايه ان هو قعدوا، اعتقد هو اللي قعدوا. انا بكلمه في نقطه يا كابتن هاني، توفيق ربنا خدمه في حاجه، ان تريزيجيه جاب 6 اهداف. الميزه ان تريزيجيه جاب 6 اهداف دول في اخر الموسم، فانت تخيل لو تريزيجيه جاب 6 اهداف دول في اول الموسم وطول الموسم الامور عاديه، لكن ربنا كرمه بالاهداف في اخر الموسم وابتدى هو يندمج اكتر وابتدى اداؤه يتطور اكتر، ففنش الموسم بشكل كويس. ودايما انا بقول دايما النهايات هي الاهم، يعني اهم حاجه دلوقتي احنا في نهايه موسم، برضو دي احنا كفرقه وكلعيبه في النادي الاهلي النهايات هي الاهم، محدش هيفتكر بدايه الموسم كان فيه ايه. صحيح. لكن النهايه كسبت الدوري بأداء كويس، كسبت ان شاء الله بطوله افريقيا، فنشت الموسم بتاعك على اجمل ما يكون، فالاهم النهايات، اللي فات خلاص اتعمل وخلاص يعني. فتريزيجيه ان شاء الله باذن الله يكمل المسيره، وهو الموسم اللي جاي ان شاء الله هيبقى عنده فرص اكتر في اللعب، ويبقى عنده يعني اريحيه ان هو بيلعب وهو مرتاح، لان هو ان شاء الله يحط رجله في الفرقه، وباذن الله الهدف وان شاء الله يعمل موسم كويس بحيث ان هو يبقى في الفرقه الكبيره في اوروبا ان شاء الله. كل التوفيق وحجازه والناس حجازة كلها طبعا كل السنه دي صعد مع فرقته طبعا حاجه محترمه وحاجه مشرفه، واللي حجازي عمله برده واحد مر باصابتين صعبين جدا ورجع وقف على رجله وصعد مع فرقته وصبر ان هو في الدوري الانجليزي وصبر فان شاء الله ربنا يكرمه. وحجازي دايما انا بقول اللاعب الوحيد اللي ان شاء الله يعني كان نفسنا يبقى موجود معانا في الاهلي، لكن من اللعيبه اللي هي القليله لو جت الاهلي تفرق معانا ان شاء الله باذن الله، بس يعني ربنا يكمله بقى يكرمه في مسيرته الاحترافيه ان شاء الله. باذن الله لسه قدامه مشوار. احنا هنطلع لفاصل قصير جدا، وبعد الفاصل لسه السهره ممتده بعد الساعه 1 في البيت الكبير. انا ملاحظ النهارده الفاصل قليله يا كابتن هاني. ليه مش قليله؟ الفاصل قليله عشان معانا نجم. الله يخليك. يعني ما نقدرش نطلع فاصل والنجم قاعد موجود معانا. كانت بعد اذن الكابتن. اتفضل يا كابتن. نطلع فاصل. اتفضل يا كابتن. نطلع فاصل. لا اتفضل فاصل ونرجع مع حضرتك. طب طلعنا انت فاصل ونرجع لحضراتكم في البيت. ادي العرضيه وخطيره، فرصه هدف، هدف اول مش ممكن سعد الدير سمير. رجعنا مع حضراتكم مع النجم سعد، واهداف احرز اهداف كتير، لكن انت حتى بتقول لي سبحان الله كل الاجوان اللي جبتها بتبقى بثلاثة بونت، يعني هي وجون المكسب يعني. معظمها يبقى مثلا ماتش 0-0 فاجيب جون نكسب الماتش، او 1-1، او مثلا الماتش معقرب و1-0 ومثلا مضغوطين وبتاع، فربنا يكرم بواحده بجون ف يبقى بثلاثة بونت، فبيبقى توفيق من ربنا يعني. توفيق ومرأة، ويبقى ليها طعم تاني. طعم تاني ان انت كمدافع حتى انا جات فترة قلت للكابتن سيد اعمل لنا بقى المدافعين مكافآت كده، اللي يجيب اجوان لقيت نفسي عمال اجيب، فقلت له اللي يجيب اجوان يبقى له مكافأة يعني وكده.
فدي لما نعمل المدافعين مال المهاجمين نعمل لهم ايه؟ كابتن سعد، انت من اوائل النجوم اللي خدت تجربه الاعاره، ويمكن تألقت لما رحت المقاولين ولعبت اساسي وبعدين رجعت تاني للاهلي. كلمني عن الفتره دي وازاي انت استفدت منها وفدت بيها الاهلي ازاي؟ طبعا انا كنت صغير وكنا رايحين على اولمبياد لندن. فقبل الاولمبياد الفرصه بتبقى في النادي الاهلي صعبه شويه اكيد. فكان الموسم ده كان موسم 2011. طلبت من الكابتن هادي خشبه، كان موجود كان هو المسؤول، هو كابتن سعد عبد الحفيظ، ان انا اخرج 6 شهور. كنا في يناير، اخرج 6 شهور اعاره العب واخد خبرات، وبعدين داخلين على الاولمبياد ففرصتي لو انا بلعب تبقى افضل. فهم كانوا رافضين تماما، يعني لا انت اقعد وانت موجود واحنا محتاجينك. كانوا رافضين. يعني برضو اتكلمت مع كابتن هادي، نفسي العب ونفسي ابقى موجود عشان حتى المنتخب الاولمبي عندنا بطوله مهمه، وبيبقى حلم لاي لعيب الاولمبياد، حلم لاي لعيب ان احنا نصعد وان احنا نبقى متواجدين. فوافقوا، وكان في عروض كتير بصراحه، فاخترت نادي المقاولين. نادي المقاولين من الانديه الهايله، الانديه المحترمه اللي عندهم ادارات محترمه، وعندهم من الانديه القليله في مصر اللي عندهم كل حاجه، عندهم استاد، عندهم ملعب تدريب، عندهم مستشفى، عندهم مطاعم، فندق خاص باللعيبه. فطبعا يعني نادي المقاولين نادي من الانديه اللي الواحد بيحبها. يعني في انديه زي المقاولين، زي انبي، في انديه كده ليها طبع خاص كده، هيكل كده من الانديه الواحد بيحبهم يعني، وبتمنى لهم التوفيق. فربنا كرمني ورحت ال 15 ماتش الباقيين في الدور الثاني لعبتهم، عملتهم هايل، عملتهم كويس جدا. والكابتن حسن شحاته كان اخر معسكر لي، كان اكلموني وقال لي ان انا هنضم في الفتره اللي هي قبل ما الكابتن حسن شحاته يمشي. وكان يعني الحمد لله الامور بقى كانت ماشيه بشكل كويس، ورجعت النادي الاهلي لدرجه ساعتها ان انا الفتره دي كان كل ماتش حللولي منشطات، ما اعرفش ليه يحللولك، كان في منشطات الموسم ده في الدوري. فكان بعد كل ماتش يجي حظ في القرعه، يجي حظ في القرعه وقعدت احلل كل ماتش. طبعا احنا لما بنحلل منشطات بنحتاج نشرب ميه كتير عشان التحليل، فطبعا بيبقى موضوع مرهق جدا. فكان موسم بالنسبه لي بس الحمد لله ما كانش في حاجه يعني. طب اكيد ما فيش حاجة. طب انت لما النهارده لما النهارده بقى اي لاعب بتتكلم معاه او بياخد رايك في موضوع الاعاره 6 شهور او كذا، انت بتنصحه بايه؟ يعني ايه الكلام اللي هي الاعاره مهمه جدا للاعيبه الصغيره بالذات، وخصوصا لو في عدم وجود فرصه في مكانه. تمام. وكل اللعيبه اللي هي موجوده دلوقتي، في منهم خرجوا كتير اعارات، وفي منهم اللي موجودين وهيرجعوا، فهي مهمه، بياخد فرصه كويسه في اللعب. المدير الفني بيبص عليه بشكل يعني بشكل كويس، لان هو قدامه في ماتشات مهمه وماتشات رسميه مش ماتش ودي. وفي نفس الوقت انت بدل ما تقعد تبقى رقم 4 رقم 5، خد فرصه كويسه وانت اسمك مرتبط باسم النادي الاهلي. هل شايف ان مهم في التوقيت ده ان فعلا خلاص يعني ملف الاعاره؟ طبعا فايلر حاطط عينيه عليه بشكل كبير، بس النهارده علشان يعني خلاص نعمل يعني عودتهم مره تانية للنادي الاهلي، هل مهمه في الفتره دي؟ انت شايف ان مهم جدا ان يرجعوا في الفتره دي؟ هو بيبقى على حسب احتياجات الفريق رقم واحد، والناحيه الثانيه على حسب فرصه اللعب بتاعه اللاعب. اللاعب اللي هيرجع فرصه لعبه هتبقى قليله، فيفضل ان هو يكمل احسن. يعني لو انا عندي 1 و2 و3 و4 في المكان ده في النادي، لو هجيب واحد رقم 5 هيبقى بعيد، فيبقى يكمل في الاعاره افضل. لكن وفي عناصر بتفرض نفسها عليك بقى، ان هو يعني مثلا احمد ياسر ريان هداف فرقته في الجونه، فلعيب مهم جدا ولعيب كويس جدا، فانت بيبتدي بقى المدير الفني يركز مع اكرم توفيق، عامل من افضل من اللعيبه اللي بعد بطوله المنتخب الاولمبي، من اكتر لعيب او يعتبر هو اللي ثابت على مستواه وبيقدم بشكل كويس جدا مع الجونه مستمر طبعا. وبرده على مستوى الاجنحه في عمار حمدي بيقدم بشكل كويس مع طلائع الجيش، برده لعيب مهم. وفي لعيبه كتير، ومحمد شريف بيأدي، وفي عندنا ناصر ماهر، صلاح محسن، احمد حمدي، في لعيبه كتير موجوده وبتأدي بشكل كويس. احمد حمدي طبعا بيع، لكن عندنا ناس كتير. محمود الجزار مدافع كويس جدا. انت رايك فيها يا اسامه؟ والله كابتن انا شايف هو وعبد المنعم مره معاك ولعب، انت شايفه ايه؟ محمد عبد المنعم الاثنين دول كويسين، يعني محتاجين شويه، افضل محتاجه؟ افضل الموجودين في يعني انا شايف النادي الاهلي طبعا كل المسؤولين زي الكابتن امير توفيق عن التعاقدات او الاداره بيبقى هي اللي ليها الرؤيه يعني. لكن انا بتكلم على مستوى اللعيبه، كنت كل سنه ممكن تقدر تقول في الدوري في 2-3 لعيبه دول مهمين
على الفرقه الثانيه او اللعيب مميز ممكن تجيبه. بقى لنا سنتين ثلاثه مش 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 موجود الاحساس ده. يعني كنت ممكن تقول مثلا كابتن رمز لو مدير فني لا ده في لعيب في النادي الفلاني انا فاهم تقصد ايه مميز جدا لعيب بيلمع قوي لدرجه خلاص ده ده ممكن شخصيه النادي الاهلي ده دلوقتي يعني قليل قوي ان انت تقول فلان ده مميز او هيجي يفرق مع النادي الاهلي او مزبوط. احسن من اللي عندك مزبوط. لو بتقارن كهاف ديفندر اكرم توفيق بالنسبه لخارج النادي الاهلي فانت انا بشوف المعارين بالنسبه لنا هيبقوا اضافه قويه جدا. فعندك محمد عبد المنعم ده سردباك كويس جدا، جزار ماشي كويس جدا مع الجونه. لو هنحتاج حد منهم يعني. طيب عايز تفضل؟ لا اتفضل. لا انا عندي سؤال خارج بقى الحته الفنيه خالص، بنتكلم دور اللاعب الكره على المستوى الاجتماعي السوشيال ورك. انت يعني بتقوم بدور اعتقد دور هايل يعني كتير جدا في مستشفى 57 بتكون متواجد بتساعد حتى على شكل الناس اللي محتاجه مساعده. بتظهر دور النجم، خلينا نتكلم ما بين قوسين، مش لازم يكون لعيب كره، في خدمه المنتخب او الناس تحس ان هو لا الراجل ده بيعمل حاجه للمجتمع بتاعه. ده شايف ده دور ممكن يتقال ان لعيبه الكوره معظمها ما بتقومش بيه يعني بكل امانه. يعني هو يعني برضه هرجع لك يا كابتن هاني لنقطه اللعيبه الكبيره برضه اللي احنا برضه مشينا وراهم في الحته دي. يعني هم كانوا بيوجهوك برضه اوكي في مكان فلاني هنحتاج ان احنا نروحه، في كذا في كذا في كذا. زائد طبعا التربيه في الموضوع ده مهمه يعني التربيه يعني هي بتبقى على حسب برضو انت في البيت اهلك معودينك على ايه، مربينك على ايه. الموضوع ملوش علاقه بغنى او فقر قد ما له علاقه بتربيه، ان انت بتبقى حاسس يعني احنا كلنا طبقات متوسطه وطلعنا في طبقات كده ومرينا بالظروف دي. وانت حضرتك عارف ان معظم لعيبه الكوره حالتهم الماديه او بداياتهم اسر كلها بسيطه جدا. ده حقيقي. وبعد كده بيبتدي لعيب الكوره هو اللي بيبقى مسؤول بقى عن اسرته، هو اللي بيكافح، هو اللي بيمشي في المشوار. لكن انا بشوف هو ده واجب طبيعي ناحيه اي حد، مش شرط يكون لعيب كوره، الدور المجتمع يشارك فيه. لان بعد ربنا ان ربنا له فضل عليك، الناس ليها فضل عليك برضو. صحيح. الناس اللي بتساندك اللي بتدعمك جمهورك. فده مهم جدا. ممكن موضوع المستشفى بروح كتير، انا كان ليا اخت وانا صغير، يعني اخته كانت صغيره توفت بنفس المرض بالكانسر للاطفال. فانت بتبقى يعني حاسس بالمعاناه، يعني بتحس بالناس اللي جوه محتاجه بتروح بالفتره اللي هي كانت تعبانه فيها لحد ما توفت. فانت بتبقى شايف بقى الناس اللي حواليك، فطبيعي ان انت تبقى متواجد يعني. ودي مش محتاجه ان احنا لا خالص. حموصه ايه يعني ليه رحت زرته؟ حموصه مشجع الاهلاوي الجامد ده. لا حموصه انا رحت من نفسي بجد. وانا ما لحد كلمني ولا حد قال لي، انا عرفت ان في مشجع للنادي الاهلي حصل له حادثه وهو راجع من الماتش، وانا كنت مصاب حتى ما كنتش متواجد مع الفريق. فعرفت ان في مشجع، فكلمت واحد صاحبي قلت له انا عرفت كذا كذا كذا، فوصلني باخوه وعرفت اسم المستشفى وكلمت واحد صاحبي قلت له مش هقدر اسوق. انت ليه من نفسك عملت كده؟ والله انا حسيت ان انا المفروض اعمل كده، مش حتى هم استغربوا اهله واتفاجئوا ان انا موجود في المستشفى طبعاً. يعني لان طبعا اصل ده جاي يشجع الفرقه وهو راجع القطر وقع والقطر حصل له عمليه بتر فيعني كانت عملية خطيرة يعني ده واحد ضحى مش يعني بقى اعز حاجة عنده بصحته علشان خاطر كان بيشجع الفرقة وبيحب النادي والكلام ده كله. فأنا مهما عملت له هتعمل له إيه؟ يعني أنت هتعوضه بإيه؟ هتروح له تزوره يعني هتقف جنبه معنوياً؟ ده مش هيساوي اللي هو فقده. فالموضوع مش محتاج يعني مش واجب يتعامل، لا بالعكس هو ده الطبيعي اللي هو يتعامل. فكلمت واحد صاحبي وقلت له مش هقدر أسوق، يعني تعالى معايا عشان هتسوق لحد اسكندرية. ورحنا ويومها الواحد كان في غايه السعاده ان العيله والاهل وهو نفسه كان مبسوط بالزياره يعني. يعني الحمد لله يعني ده دور مهم جدا يا سعد، ده اللي بقول لك عليه. ساعات الجماهير بتبقى انا متاكد 100% ان زيارتك ديت الفرحه والسعاده اللي دخلتها على العيله ديت وعليه شخصيا، وهو كمان بيفتكر ده سعد سمير من النادي الاهلي، انا منتمي لكيان
عارف قيمه الجماهير وعارف قيمه ان الناس اللي بتروح تتفرج ديت ليها قيمه يمكن قبل كمان اللعيبه. فلما تيجي زياره من لعيب جوه النادي الاهلي انت كمان بتربط هذا المشجع اكتر واكتر بالنادي. فدور ده كمان مهم جدا، غير طبعا الدور الانساني انت اتكلمت عليه، حد رايح وتقريبا بيضحي بحياته عشان يتفرج عليا، فبالتالي اول ما يحصل حاجه اكيد لازم هي نقطه مهمه يعني. لحضرتك بتقولها كابتن هاني، ودي هتودينا النقطه حمصه مثلا او الشباب زيه كتير، في ناس بتعشق النادي الاهلي عشق دي حقيقة. ممكن يعملوا اي حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. فده شاب صغير عنده 17 18 سنه رجله اتقطعت. انا عايز اقول لك ممكن جيل كتير من اللي موجودين او زمايلي ما حضروش الجمهور في المدرجات وما حضروش جمهور النادي الاهلي في المدرجات، ويمكن السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت طغت على موضوع التشجيع والناس بقت تحس ان هو ده الجمهور الحقيقي او الفعلي. لكن انا يعني انا بختلف في الموضوع ده خالص، لان مش السوشيال ميديا هو الجمهور الفعلي طبعا. جمهور النادي الاهلي حوالي 60 70 مليون. فانت لو جيت تشوف مثلا صفحات النادي الاهلي كلها اللي هي على السوشيال ميديا عليها حوالي 12 مليون، فالفرق كبير. في ناس ما عندهاش السوشيال ميديا، في ناس بتشجع النادي الاهلي ما بيستخدمش السوشيال ميديا طبعا. وزائد ان انت مش عارف اللي على السوشيال ميديا ده حقيقي كلهم اهلاويه ولا لا، وحقيقي ولا مش حقيقي. صحيح. فجمهور المدرج، جمهور الثالثه شمال، جمهور الالتراس، الجمهور اللي هم الشباب اللي موجودين في المدرج اللي هم بيسافروا ورانا في كل حته، هو ده الجمهور الحقيقي. صوره حموصه هي يا سعد. حبيبي. فهو ده الجمهور الحقيقي. صحيح. هو ده الجمهور اللي بيلف وراك. احنا مره جالنا واحد في ماتش في بطوله افريقيا بره، كان في دوري افريقيه، جالنا واحد. والله يا كابتن هاني يعني مش كلام، بس احنا كلاعيبه احنا يعني قاعدين مكسوفين قبل الماتش، نفسنا نفرح الراجل اللي جالنا ده. طبعا انت بتبقى عايز تفرح جمهور النادي الاهلي كله طبيعي. بس واحد جالك وسافر وبتحصل مواقف تضحكك بقى مبدئيا، وفي نفس الوقت تخليك تتهز من جوه. يعني مره طبعا خليك ثواني نعرف المره دي، استنى نعرفها بس عشان مهندس عادل القايب بقاله كتير على التليفون وكان حابب يعمل مداخله لما عرف ان انت معانا. اهلا بيك يا باشمهندس. مساء الخير يا جماعه، والاول اهنيكي انت والكابتن هاني على التطور اللي شافه البرنامج. شكرك. واستقراره على هويه يعني واضحه جدا، فبهنيكم وببارك لكم. ربنا يخليك، شرف موجود معانا النهارده. وكمان اكيد اول ما سمعت ان سعد موجود فاكيد كان عندك حاجات تقولها لسعد سمير يا باشمهندس. لا هو سعد اصله يعني انا عصرته من اول ما كان لسه في ليبيا، وفكره انه يجي مصر ويجي على النادي الاهلي، وبعدين تطور مراحله كلها. فانا لامس فيه انه شخصيه مسؤوله، يعني تقدر كده الموضوع يبان انه بيهزر كتير وبيضحك كتير، لكن عنده مسؤوليه. ساعه الجد عنده مسؤوليه، مسؤوليه تجاه نفسه وتجاه ناديه. ف مؤكد ان سعد دلوقتي واللي زيه اثنين ثلاثه اللي باقيين من الكبار، اعتقد ان المسؤوليه الكبيره ان سعد عليه. وهم هو قد المسؤوليه، ويمكن من زي انا الاحساس نفس احساس اللي وصل لحضرتك وصلني، لان وسعد قال انا بقالي كتير ما شفتش الكابتن هاني، وانا فعلا بقالي في ندوق في الشخصيه واضح جدا. مش معنى كده ان هو كان بعيد، لكن كل مرحله سنيه بيمر بيها اللاعب بتفرق مع المرحله الثانيه، هو حاسس بكده. فبدا النضج كمان مسؤوليته كواحد من كبار الموجودين في النادي الاهلي، وشخصيه كمان بان اللي هو لا قد ايه مرتبط بالكيان، وقد ايه سعد عارف قيمه النادي الاهلي، ودايما بيتكلم على ابو تريكه كان بيقول، وابو تريكه كان بيعمل، وعماد متعب واحمد فتحي وكل دوت هو اخذ منه شرب بمعنى الكلمه شرب. وده بيبدا كمان الاولاد الصغيرين يبدا يعلمهم الكلام ده، فده مهم جدا جدا. يعني الصفه الثانيه بقى اللي عنده اصرار. يعني هو كان في البدايه مش متخيل انه فرصه هتجيله، وانه هيقدر يلعب مكان الكابتن وائل جمعه. كنت بقعد اقول له ما كانش عايز اخرج عاره عشان العب، كنت باين انه هيبطل. يعني كان بيقول لك كده يا باشمهندس، ها كان هو نفسه بيقول لك، هو نفسه بيقول لك انا عايز انا هلعب على وائل جمعه، سيبني اطلع اعاره عشان العب يعني. لا كان يقول يا كابتن عقلي انا وبعدين انا فرصتي. قلت له انت هتبقى الوريث الشرعي لوائل، ما تستعجلش، لان كان في سمات دي، نفس الاصرار نفس وحصل نفس الجديه.
بس هي ممزوجه بقى على ايه، على مرح وعلى خفة دم، بس عارف يوقفها امتى يعني. بس من ساعه ما بقى كابتن الفرقه يعني حته الهزار دي قلت شويه، ما عشان كده قلت انا كتير بس كمان شخصيه فيها يعني نضج كبير يا سعد. يا باشمهندس حضرتك، انا يعني اللي عايز اقوله لك، انت قلت كلمه قط اللبس، وتكررت الكلمه دي الفتره اللي فاتت كتير، وكلنا كنا فاكرين قبل الكورونا كان بيتقال ايه على النادي الاهلي، واللي ميزته في اوضه اللبس المنضبطه ودور اللعيبه الكبار. يعني اعتقد ان عليكم مسؤوليه اللعيبه الكبار دلوقتي، كابتن شناوي، كابتن وليد، انت، رامي، يعني المجموعه اللي هي بقى عليها الدور بقى تتحمل المسؤوليه دي وتنقلها يعني احنا عايزين ننسى نفسنا لمده شهر ونص اتنين، وما نركزش الا في حاله واحده. انت قلت ازاي كنا بنفكر ان لازم نلعب ولازم نكسب والا هنروح البطوله العربيه، البطوله الافريقيه. اعتقد ان الحلم ده موجود، ما هو صحيح الظروف اصعب كتير دلوقتي، لكن دورك بقى ودور رجالة الاهلي الكبار اللي موجودين ان يعني تعيشوا كلكم الحاله دي مع بعض ومع بقيه الفريق، علشان الحقيقه حجم التوقع كبير جدا عند الجماهير. انا طبعا بشكر حضرتك يا باشمهندس على كلامك، وباكد لحضرتك ان الصوره اللي حضرتك بتقولها دي واصله لنا كويس جدا وواصله لمعظم اللعيبه، واحنا بنحاول ناكد وبنحاول ان احنا لو حصل سهو او لو حصل بعض التكاسل ان احنا بنفوق بعض، ان احنا بنكلم بعض وبنحس بعض ان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا بالنسبه لنا، عندنا تحديات كتيره زي ما حضرتك قلت على كل المستويات، لكن دايما لعيبه النادي الاهلي لما بيكون رجاله وده عهدنا بيهم، ولما يكون عندهم تحمل مسؤوليه واصرار مهما كانت الصعوبات اللي احنا بنواجهها ان شاء الله قادرين نحققها، وهو ده اللي احنا مركزين فيه الفتره اللي جايه، ان احنا لازم كل لاعب في النادي الاهلي من اكبرنا لاصغرنا يكون واصل له حجم المسؤوليه اللي موجوده الفتره اللي جايه. عندنا شهر ونص او شهرين مصريين بالنسبه لنا ان احنا نوصل لهدفنا ونوصل لهدف اللي جمهور النادي الاهلي كله بيحلم بيه. فانا بنقل لحضرتك الصوره ان ده بيتقال، وان احنا على قد ما نقدر بنبقى حريصين جدا على الكلام ده، وحريصين جدا ان احنا يعني على حتى لو كل لاعب بنتكلم في الكلام ده، علشان خاطر النادي الاهلي كبير جدا وعظيم جدا ويستاهل اكتر من اللي بيتعمل وزياده. يعني باذن الله، يعني انا ليه كنت عايزك تطمن الناس على النقطه دي، لان كان الفتره الاخرانيه فيه شويه قلق، ويعني الناس بتحاول تصدر لنا صوره سلبيه عن اللي موجود داخل النادي الاهلي، فالبركه فيكم وفي احساسكم بالمسؤوليه. ومعلش يعني انا خدت البصار في اتجاه شويه كده بالعكس، لا بالعكس، ده هو ده الكلام اللي اكد عليه يمكن سعد حتى في البدايه. صحيح، يعني هو ده يمكن حضرتك معرفش خلاني الحقيقه تطلب يعني المدرب، عايز اطلبها منه بشكل واضح، وانا عارف انهم اداوا وجود باذن الله. ان شاء الله يا باشمهندس، ان شاء الله كل خير للجميع. شكرا جزيلا ليك باشمهندس عادلي، شكرا ليك، وطبعا شرفتنا. تاني يعني تاكيدا على كلام حضرتك، الكلام دوت سعد سمير بيقوله وبينقله للناس وبيطمنها، انا متاكد ان جماهير النادي الاهلي عارفه الكلام ده سعد كويس، لكن محتاجين كمان تاكيد ومحتاجين الوقت. دايما انت بتتكلم ان الوقت صعب بيتبان المعادن القويه، خلي بالك لو ما فيش شوشره وما فيش دوشه ممكن جدا الناس بتنسى واللعيبه بتنسى وبيبقى الدنيا ماشيه، لكن لا، ساعه الازمه فعلا لازم انت الدور الباشمهندس عد، وانت اللي ناسك قلت ان ده دور اللعيبه الكبيره اللي احنا اتعلمناه من كباتنا، دور ده ان شاء الله تقوموا بيه بشكل كويس جدا على المستوى ان شاء الله، مستوى بطوله الدوري محسوم باذن الله، لكن الاهم طبعا البطوله الافريقيه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، وهو زي ما الباشمهندس قال، هو الناس قلقانه والناس الفتره اللي فاتت الشوشره اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت حتى المشاكل اللي من عندنا احنا، اصل في نقطه مهمه كابتن هاني، احنا لازم نبقى صراحه مع الناس. برافو عليك، عشان الناس تبقى يعني في مصداقيه، في مصداقيه. هو اكيد في لما بيحصل حاجه اكيد، ما هو الناس كلها عارفه لما يحصل مشكله او بيحصل حاجه في يعني بيبقى الموضوع واضح بشكل كبير، والنادي الاهلي دايما واضح في تعاملاته حتى لو حصل مشكله او حصل اي حاجه.
فاحنا النادي الاهلي دايما يعني يعني دايما احنا بنقول ايه، نار النادي الاهلي ولا جنه اي مكان تاني. احنا كلاعيبه نار النادي الاهلي ولا جنه اي مكان تاني. مهما حصل النادي الاهلي فارق عن اي مكان تاني، فارق بشكل واضح على كل المستويات. فدي حاجه واضحه. لكن لما يكون عندي مشكله طبيعي، اي مكان في العالم فيه مشاكل، اي نادي في العالم فيه مشاكل، واي نادي في العالم بيتعرض لبعض المناوشات. المانيا حصلت هناك، المانيا في ناس بتتخانق حتى في اوض اللبس هناك في اوروبا بيبقى خناق خناق، بس الامور على طول انزل شغلك خلاص. بس انت انا كلاعب قديم او كلاعب موجود في الفرقه كبير، انت ليك دور ان انت تقوم بيه، وان انت لو في اي مشكله او اي من عنصر من عناصر اللي عندك ان انت بتحاول تبعد، ان انت بتحاول زي ما بيقولوا ايه، ان انت بتحاول ما فيش مشكله ما بتتداراش، بس مشكله بتتعالج. وطول عمرنا في النادي الاهلي ممكن يحصل حاجات كتير، لكن عمرنا ما حد يعرف عننا حاجه، ودايما بنقفل على بعض، ودايما لعبت الكوره في بينهم شد وجذب وفي 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 وفي. لكن الاهم من كل ده ان انت تبقى عارف حدودك كويس، وعارف انت بتلعب فين. مزبوط. وعارف اسم المكان اللي انت بتلعب فيه. النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني، وزي ما قلت لحضرتك في الاول، النادي الاهلي الثوابت والقواعد بتاعته معروفه للكبير والصغير، ولا حد زي ما انا قلت لك في الاول له فضل على النادي، ولا حد يعني جامل النادي حاجه. اللي انت بتديه ارادتك بتاخده 24 كاسم وككيان وكموهبه، ومجرد ما تلبس تيشيرت النادي الاهلي الدنيا حياتك كلها بتختلف. صح. وبتتغير حتى على مستوى دعم الجمهور. حياتك كلها بتتغير. انا وانت قاعدين هنا ليه؟ عشان يعني انا هاني رمزي قاعد النادي الاهلي. يعني انا موجود دلوقتي ليه؟ علشان انا واحد اللي اتربى في النادي الاهلي. فانت كلاعب لازم تبقى عارف مسؤولياتك، قادر تتحمل المسؤوليات دي في المكان الكبير ده اتحمل، مش قادر خلاص زي ما انا قلت لحضرتك، مش قادر تبقى انت بتقول، لان انت في الاول في الاخر انت بتاثر على فرقه وبتاثر على منظومه وبتاثر. لكن انتوا قادرين، انتوا انا متاكد لكن ان انت قادرين على دوت. انا بتكلم ان انتوا فعلا، وخلي بالك طالما السكه كده هتلاقي ايا كان بيخرج عن النص بتلاقي غصب عنه دخل الصف. في حاجات بتبقى زي بيقول لك في ويفز كده، موجه جايه، والموجه جايه دي ايجابيه، وبنتكلم كلنا في الايجاب، حتى اللي عنده مشكله او حاسس ده بيتاخد في الموجه الايجابيه غصب عنه بيخش في الصف. يعني انت هي زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هاني، اهم حاجه المجموعه ككل عامله ازاي. انت عندك لعيبه من احسن لعيبه في مصر موجودين في فرقه النادي الاهلي، لعيبه كلها في كل الاماكن، افضل لعيبه في مصر. النقطه الثانيه، اللعيبه كلها على مستوى السلوك والاخلاق طبعا، يعني اللعيبه كلها على مستوى الاحترام وعلى مستوى كل حاجه. احنا دلوقتي في كباتن للفرقه موجودين، وفي نفس الوقت في لعيبه كبيره زي وليد سليمان، زي احمد فتحي، الناس دي موجوده في الفرقه، مع الشناوي، مع ايمن اشرف، مع علي معلول، مع السليه، مع رامي، مع محمد هاني، مع حمدي فتحي، كل المجموعه اللي موجوده باللعيبه الاجانب. فاللعيبه كلها لا، عندك نماذج محترمه جدا، وعندك طبعا شخصيات رجالة طبعا جدا، وعندهم قدر كبير من تحمل المسؤولية، وعندهم قدر كبير من الإصرار إن كل واحد عايز يعمل حاجة لنفسه. لأن إحنا بنتكلم الفترة اللي فاتت، خلي بالك يعني محدش كسب بطولة أفريقيا من المجموعة اللي موجودة إلا وليد سليمان وفتحي وسعد سمير ورامي ربيعة، فأربع لعيبة بس. فده حافز ودافع إن ما ينفعش يبقى فيه اتنين أو تلات لعيبة هم اللي كسبوا بطولة أفريقيا على المستوى على اسم النادي. فده الهدف بتاعنا. فاحنا اللي سايد بينا كلاعيبه الاحترام والحب، وده يعني انا واحد بقالي كتير في النادي، وده واضح وملموس. لعمر حد احتك بالعيب او حصل اي حاجه، ولو في مشكله بتحصل بنقعد نهزر مع بعض في التمرين وبيحصل وي 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 وي، فده اللي سايد بينا. فان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى ان شاء الله نركز اكتر، ونحاول ان احنا هدفنا نصر عليه اكتر ونوصل للهدف اللي احنا عايزينه ان شاء الله. رساله مهمه جدا من كابتن الفريق اللي ان شاء الله يعود قريب جدا جدا، ويسعد جمهور النادي الاهلي اللي هو الحقيقه شايل يعني همه على كتفه. الحقيقه انت بتتكلم بالروح دي، انت نصايحك او رسائلك مش بتوجهها بس اللعيبه زمايلك في الفرقه، انت بتوجهها كمان للناس، وبتوعدهم ان شاء الله يا رب يعني تكونوا عند حسن ظنهم. بس قبل ما نختم بقى، نستغل وجود حضرتك معانا كابتن سعد، وانت ما شاء الله عليك يعني اعلامي رائع ومحلل كروي اكيد رائع، واحنا دلوقتي هنعرض لك يعني لقطه ماتش الاهلي، هدف الاهلي لما لعبته مع ايه. لا لقيت الناس كتير كده، خلي بالك مستنيك عشان تتصور معانا، عشان تصور معانا طبعا. الماتش ده انا عايزك تحللت يعني تعلق لي على الهدف ده. ده الجون اللي انت عيطت فيه. ده الماتش اللي انت عيطت فيه. طب يكبر انا هتقولنا على الكبيره دي يا جماعه، مش شايفين من بعيد.
ده هدف الكونفدراليه الكابتن عماد متعب في 2015. قول لي عيطت زي يعني حسيت بايه؟ قول لي خلاص هو كان خلاص حكم هيصفر يعني. هو كل عشان كده بقول لك يا كابتن الجمهور اللي في الملعب مختلف خالص عن اي جمهور تاني. هو ده جمهورك الاساسي وهو ده جمهورك الحقيقي. هو ده اللي تاخد منه الترمومتر بتاعك. فالناس طول اخر ست دقايق عماله تقول يا رب كلمه يا رب دي هزت الاستاد طبعا. فلما جه الجون هو لو الجون يرجع من الاول الكره دي كانت هجمه علينا رجع اصلا رجع شويه الكره دي كانت هجمه علينا وبعدين رجع سنة عشان معانا دلوقتي المحلل الرياضي كابتن سعد السمير يشرح لنا بالظبط الجون جه ازاي غير احساسه هو انه عيط يعني. خلاص بقى احنا خلصنا العياط نتكلم في الكوره ماشي. ف أيوة. الكره كانت هجمه علينا وبعدين اتلعبت لعاشور استلم ووصل لعبد الله. قبل ده كله عبد الله حط الوليد وليد هو اللي رفع بيمينه كمان بس انت اول حاجه كابتن هاني شفت الفنت اللي وليد عمله الاول علشان خاطر يفضي نفسه من الرقابه من الباك اللي كان ماسكه. وبعدين عبد الله حط له في مساحه وليد بيرفع بيمينه. متعب في الجون ده عمل حاجه كويسه قوي ووليد بيرفع بيمينه. متعب قال جمله كويسه قوي قال ان اللي بيرفع بيمينه صعب يودي الكره على البعيده عشان رجله العكسيه بالظبط يا دوبك يطلعها بس يا دوب هيطلعها على القريبه. هو توقع عماد متعب في الجون ده طبعا ده من عبقريه متعب ان هو كهداف مفكر كده كمان ان فكر كده يعني لو ترجع الكوره رجعها شويه لو قادر رجع وليد سليمان بيرفع الكوره برجليه اليمين. ايوه استوب ايوه. والحاجه الثانيه السردباك ده طويل جدا اللي قدام متعب فمتعب قال لي كل كره في الماتش الواد عمال ياخد كل كره طويل جدا. فمتعب قال انا هعمل فنت عليه يعني بيقول لي كنا بنتكلم بنشرط ان هو هيعمل فنت عليه بحيث ان السردباك ياخد خطوه ومتعب يسحب نفسه وراه ان كان نفسه ان الكره دي تعدي بس السردباك الاولاني. يعني اتكلمت على الجول ده سعد يعني في لا هو متعب عمال يتكلم على السردباك ان السردباك طويل فبياخد القريبه كل كره عاليه على القريبه هو واخدها فهو كل همه ان وليد يعدي الكره بس من فوق السردباك الاولاني. لو عدت من فوقيه خلاص بتعدي لو عدت من فوقيه خلاص متعب قال جون. وفعلا متعب هو مركز ووقف في الهواء ان الكره دي هتعدي. هو عمال بيقول لي قبل ما الكره تجي لي بيقول يا رب تعدي. بس النقطه المهمه ان زي ما اقول لك ان هو عشان عارف ان وليد هيلعب بيمينه فعمر ما الكره بيمينه هتوصل. انا لو واحد اشول هرفع بشمالي الكره هوصلها على القريبه. فبص لو تركز فيها كابتن الواد عمل جامب عالي جدا جامب عالي وعدت يا دوبك بايه عدت منه. ووليد زي ما انا بقول لك رفع على القريبه فعدت منه. فمتعب طبعا ومتعب عنده ميزه بيعملها على طول ما بيلفش الكره بدماغه. يعني الكره لو جايله من الزاويه دي بيحطها في نفس الزاويه بتاعتها على طول. ما بيلفش كده في التمرين يعلمني كده ما تلفش دماغك. حتى لو لعبتها في نفس الزاويه والكره قلشت هتبقى في الجون. فكان يوم طبعا. طب ده انت اعلامي ماشي ومحلل مش قوي لا 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 لا, لا سعد انت عشان بس عايز تجاملني. لا يا حبيبي والله لا بجد حاجه محترمه جدا ومعلق برضه طبعا يعني حاجه محترمه جدا. بس احنا عايزينك في الملعب يعني ان شاء الله. كل ده جاي بعد كده ان شاء الله باذن الله ده جاي بعد كده يعني ان شاء الله. رسائلك كلها وصلت وان شاء الله تكونوا عند الفرقه بتاعتنا تكونوا عند حسن ظن الجمهور في الفتره اللي جايه بالذات. عندنا بطوله مهمه جدا منتظره النادي الاهلي باذنك يا رب. انت شرفتنا النهارده وعلى غير العاده مستمرين بعد الواحده صباحا فده احنا فرحانين بوجودك. ويمكن الناس انت عندك سهره تانية بعد ما نخلص البيت الكبير لان في يعني في تصوير في تصوير بقى في حلقه التصوير. انت سعد شرفتنا النهارده جدا جدا في البيت الكبير. شرفتنا ونورتنا يا سعد بجد وانا سعيد اني كنت معاك وان شاء الله نشوفك قريب جدا جدا في الملعب ان شاء الله. انا كنت سعيد موجود مع حضرتك وسعيد ان انا كنت موجود معاكي وفي بيتنا البيت الكبير وفي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ودايما كده في احسن حال وفي تالق ودايما النادي الاهلي رقم واحد ان شاء الله. دايما النادي الاهلي رقم واحد. ده نهايه حلقتنا النهارده في نهايه الاسبوع ان شاء الله. بدايه اسبوع جديد يوم الاحد اللي جاي من 10 ل 1 في البيت الكبير.